الخلل؟ أين الخلل؟ يعالج الكثير من القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. أين الخلل؟ انتظروه كل سبت على الساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم معنا في هذا البرنامج المباشر على إذاعة وطني، حيث سنناقش اليوم موضوع طرح نفسه بقوة في السنوات الأخيرة. هذا الموضوع صار حديث الخاص والعام، ولكن للأسف شديد مع النجوى وسائل نتاع الإعلام سواء الصحافة ولا القنوات الفضائية اللي خصولوا دراسة وخصولوا وقت على جل باش يناقشوا هذا الموضوع. إذن على إذاعة وطني نحاول إن شاء الله قدر الإمكان على جل باش نثري هذا الموضوع، ونحاول هو أنه نناقشه من عدة الزوايا، ونطلب من كل الإخوة اللي حبوا يشاركوا معنا في هذا البرنامج يتصلوا بنا عن طريق سكايب. المشاركة الإذاعة نتاع وطني ما تطلبش وساطات، وما عندناش ستوندار على جل باش نديرو البيستون. كل انسان يحب يجي يشارك يتفضل يتصل بنا عن طريق سكايب. سكايب راديو وطني، يكتب رسالة نصية صغيرة قال فلان من المدينة الفلانية اريد المشاركة، ويجي يتفضل يشاركنا في هذا البرنامج. اذا الموضوع نتاعنا اليوم هو بدون اطالة الرداءة في الجزائر والتغيير. معي على الخط الأخ عبد السلام من فرنسا. أخ عبد السلام مرحبا بك. ألو ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخ نور الدين وش راكم؟ والله لاباس الحمد لله. كاش مبرجة كاش؟ مبرجة راه الوقت هذا. أييه. كنت نقول شيء. حبيت شنو قلت لك؟ والله. الحمد لله. هاي. أخ عبد السلام، من الموضوع نتاعنا اليوم هو الرداءة في الجزائر، واش كن لو كان درنا تعريف لهذا الرداءة؟ واش هي الرداءة؟ واش هي الأنواع نتاعها؟ أوكي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم أخ نور الدين، الأخوة والأخوات المستمعين إذاعة راديو وطني داخل جزائرها وخارجها، والسلام على كل الشرفاء أينما كان وحيث ما وجدوا، ليس فرق من عندك. نعم. اليوم رانا اليوم السبت، اليوم رانا 3 ماي 2014، الساعة الآن راها 7:04 بالتوقيت نتاع الجزائر، عندنا هنا في فرنسا راها 8:05. نعم. النهضة نورمالمون الناس كي تكون كثر الرداءة يجيو الناس باش يديروا النهضة. نعم. والموضوع هذا كما قلت سبق لك وذكرت الأخ نور الدين يطرح نفسه، لأنه مستوى تاع الرداءة من حجم هذه في الجزائر يعني مستوى ربي باقي يستر والله، يعني رانا في ناس مديها قال لك تاع الكري، ناس مديها الواد وهو يقول لك ما حلا برود ولا كيفاش. يقول لك هو مديه الواد وهو يقول لك محل البروده. فوالا هذه هي. المهم نبداو تعريف الرداءه، يعني في اللغه العربيه الفصحى نبداو تعريف الرداءه اللي هي ناقصه في الشيء، يعني شيء لما ينقص منه مثلا خلق سليم ينقص منه شيء يزين هذاك الشيء الخلق هذاك نسميوه رديء. والله العمل والله الشيء يعني يقدر يكون عيب. والله هو عيب، وهو هي اصلا ضد الجوده، حاجه تعود جيده والله مليحه، ضد نتاعها هي الرداء. نعم. يعني المفترض هو ان الانسان المسلم لما يدير عمل هكذا يتقنه. والله
يعني مثلا مثلا باش نبسطوا الامور للاخوه اللي راهم يسمعوا فينا، مثلا لو تشريع حذاء مثلا في فرنسا وتشريع حذاء في الجزائر، المفترض هو انه الانسان المسلم لما يخدم حاجه يتقنها، سواء كان في الجزائر ولا كان في اماكن في مكان واحد اخر. لكن الان احنا الناس يهضروا قال هذو فلان كفار وهذو مو ما على باليش انا كذا وهذو ملاحده وهذو كذا، لكن لما تشوف للافعال تلقى هذاك الانسان الكافر يتقن العمل نتاعو. هذه مثال، يعني مثال فمثلا جبدناها مثلا على السلعه والله على الصناعه، فهمت؟ هي راها كاينه انواع من نتاع الرداءه. دوك مثلا نقولوا قلت انا حذاء، لما تشري حذاء مثلا من صنع فرنسي ولا ايطالي ولا امريكي ولا انجليزي ولا كذا، تلقى هذاك الحذاء يعني نوع جيد، بينما لما تشريه من مكان واحد اخر والله حتى يكون في المكان هذا، يعني يكون في فرنسا ولكن يكون بنوع رديء، يعني الجلد نتاعو مش مليح، الشكل نتاعو مش مليح، يعني باش نبسطوا كيما نقولوا الكلام للاخوه اللي راهم يسمعوا فينا اللي ما عندهمش يعني معرفه باللغه العربيه. رديء يعني بمعنى انه مش جيد، مش حاجه مليحه، كاليتي عيانه. نعم، تقدر تكون في العمل نتاعو، وتقدر تكون في اشياء مثلا منتجات خضر فواكه مانيش عارف انا وش هو، يعني يتعمم هذا المصطلح نتاع رداء يقدر يمشي لحوايج بزاف. درك احنا وقتاش نقدر نصف الشيء بانه رديء؟ يعني الشيء لما يكون غير صالح او غير سليم لما صنع له او صمم له. يعني دوك حاجه انا خدمتها كما كنت تحكي نتايا صباط والله حذاء، انا خدمته باش مثلا تلبسه وتمشي به عام. نعم، هذا مثلا حاجه جوده يكون جيد، بصح مثلا انت الحذاء هذاك تشريه بدراهمك وما يقعدكش مثلا لمبه شهر، تسمى هذا حذاء رديء. البنيه نتاعو الجوده نتاعو ماهيش يعني في المستوى، وطالما يعني يرتبط المفرده تاع الرداء ترتبط بالرخص، يعني حد يكتب مثلا راه مثلا نعبر كلمة أخرى يفهموها الناس الكل، يعني يكون هزو مثلا فاكهة. نعم. مثلا وضوعها على رصيف مثلا هزو قالوا فاكهة الخوف، أي تذاع في الطريق. راه البيع تسمى في بداية اليوم السيف يحط الصندوق هذاك الممنوع بالخوخ، يعني تكون السلعة لاباس بها في جيدة وتكون يعني في حالة صالحة للبيع. بصح في نهاية النهار في بعد الشمس والغبار واللمس والزمن هذاك اللي فات عليه والناس تمس واحد يهز واحد يحط واحد هذاك تسمى ما نعرفش شنو الكاس تسمى الصندوق هذاك ولا الكاجو هذاك يبقاو فيه حبات مثلا تلقاهم مثلا كارماسين تسمى تقدر تقول ولاو في حاله رديئه. وفي حاله الرديئه هذه السيد تسمى الخضار ولا اللي يبيع ما يقدرش يبيعها، لانه من بعد اي حاجه رديئه لازم تصرمى. نعم. طيب دركا هذه الرداء تسمى تقدر تكشف الانسان، تقدر تكشف عمل الانسان. دوكا واحد مثلا كيما نقول احنا اون فرونسي يباكري دي شوز، مثلا انت مثلا دوموندوك مثلا راك تخدم في اداره، نهزو اي اداره يعني في الجزائر، وعنده مثلا لازم يدير الرابور قال نسميوه ملخص تاع مثلا الاعمال اللي داروها في مده مثلا 6 شهور للشركه والله للمؤسسه اللي راه يخدم فيها. دوك اذا كان السيد يعني يتقن يخدم مليح الحاجة لو رابور هذاك ويخدم مليح التقرير هذاك، راه كيما نقولوا يقيم يدير حوايج مليح. باركونتر تسمى في نقيض هذا كون يدير حوايج يعني يوبي تسمى مثلا باش يهضر مثلا عن التقويم مثلا المالي مثلا للمؤسسة ولا السيرورة نتاع المؤسسة في الجانب المالي ولا الاقتصادي وما يقيموش مليح، تسمى هنايا الشيء تسمى التقرير هذا نقصد منه حاجة وراح نقدروا نوصفوا بأنه رديء، يعني ما يرقاش إلى مستوى التقرير الجيد. نعم اخي عبد السلام، المهم نزيد نضيف انا بعض الاشياء باش كيما نقولوا نغطي بعض الزوايا ونثري الحوار من خلال هذا النقاش. ونذكر الاخوه اللي راهم يتابعوا فينا هو ان الحوارات على اذاعه وطني هي ليست الحوارات التي تجرى بالشكل المعهود في القنوات الفضائيه ولا في الاذاعات هذيك نتاع المناظرات، احنا ماناش نديروا في المناظرات، هذه ندوات
ندوات مش مناظرات نتاع انه واحد وعنده لادفيرسير تاعو. يعني دوك مثلا انا راني نتناقش انا والاخ عبد السلام، هو يعطي معلومات، انا ربما نكمل بعض الاشياء ولا ربما نصحح بعض المعلومات، لكن ماناش في صراع، حتى باش الاخوه ربما يفهموا هذا النوع من النقاشات. اذا نحاول هو انه الاخ عبد السلام انه نضيف بعض الاشياء فيما يتعلق بالكلام اللي قلته. ضربت انت مثال مثلا نتاع اسمه الحذاء، على جال نضيفوا كلمة التجربة، تجربة حتى باش نعرفوا الحذاء هذا كراه نوع جيد ولا نوع رديء. انت راك قلت من انه الانسان لما يكون بنوع جيد بمعنى انه يحكم لك، يحكم لك، يقدر يكون هذا المثل هذا، احنا ضربنا هذا المثل هذا في الحذاء، يقدر يكون مثلا المثل سياسي، مش بالضرورة هو أنه يكون يعني في السلعة. دوك حنا لما نديروا الأنواع نتاع الرداء فيما بعد يتضح لنا الموضوع جيدا. هناك الكثير من الأنواع نتاع الرداء، قادرة تكون الرداء في السلعة، قادرة تكون في أي منتوج، يعني حتى باش الإخوة يفهمونا، قادرة تكون رداء في السياسة، قادرة تكون رداء في التعبير، قادرة تكون رداء في الواجهة في لابريزونتاسيون، فهمت؟ قادرة تكون رداء في الإعلام، قادرة تكون رداء في الرياضة، قادرة تكون رداء في الفن، فهمت؟ إذن الشيء الجيد، الشيء اللي يعني يكون متقن، يكون عمل كما نقوله باحتراف ولا باحترافية، هذاك العمل اللي يدوم. بينما العمل الرديء هذاك لما تكون هناك منافسة يروح. إذن التجربة والمنافسة، فهمت؟ العمل الرديء هذاك يروح، سواء كان عمل سياسي والله حاجة واحدة أخرى والله سلعة. يعني يضرك مثلا، يفرض عليك في قناة فضائية معينة، يفرض عليك شخص ويحب يقلبوه لك ريفيرونس، الشخص هذاك يديروا له لقب ويفرضوه عليك، يعني كأنه لا يوجد محلل سياسي ولا يوجد واحد يعرف في الجزائر غير هو، في كل موضوع هو، ما كانش واحد آخر يهضر. إذن هما يفرضوا بهذاك المنطق في قناة فضائية الرداء. لكن لما تكون كاينة منافسة ويكونوا مجموعة من الشخصيات، مجموعة من المحللين، مجموعة من السياسيين، مجموعة من المعارضين، الشخص هذاك ما يلقاش المكان نتاعو. بالتالي هذوك الناس عايشين بالرداء، ما عندهمش حاجة يعيشوا بها. وقضية التجربة أيضا، هذه لما تكون كاينة منافسة، والمنافسة سواء في القنوات الفضائية، سواء في السوق، في كل مكان. يعني لما تما نعطيو الانواع نتاع الرداء، فيما بعد في كل موضوع نديروا المنافسه ونديروا التجربه، ونقدروا فيما بعد نكتشفوا الرداء ونكتشفوا الجوده. تفضل الاخ عبد السلام. والله كيف بدينا نحكيوا على انواع الرداء، يعني نذكر زوج جمل. واحدة سمعتها وانا نقرا في الجامعة في الجزائر. نعم. قال عندي حسين كان كبير شوية. قالنا بلي في الجزائر الرداء خيار استراتيجي. نعم. في الجزائر الرداء خيار استراتيجي. هي الجملة الأولى. الجملة الثانية اللي قلتها مش عارف شنو قالها واحد من قبلي والله بلاتي هذا برك ولا قاعد نعم. يكو ذكر. الرداء في كل ما يحيط بنا، وكان مش عارف سمعت بي سيتي في كل ما يحيط بك عسامي في الجزائر، الرداء في كل ما يحيط بنا، يعني كتروح لجميع المجالات، سواء مجال سياسي أو اجتماعي أو ثقافي، نعم، اقتصادي، إعلامي، رياضي، الرداء دائما كاين في الجزائر، نعم، يعني بقدرة قادرة هكذا، مش عارف أنا كيفاش هكذا، ربي كتب علينا أنه هذه المجالات الكل مشاف فيها الرداء. يعني درك بلا
كاين الجماعه اللي يجيو من بعدي بلاك يمدوا امثله بزاف على في كل مجال، ولكن انا نمد فيني خطوط عريضه حوايج في الرداء في كل مجال، ونمشيو مع الوقت ان شاء الله ونشوفوا الاخوان بعد. المهم المجال السياسي الرداء تسمى راه كاينه السياسه في حد ذاتها، يعني السياسيين اللي في النظام المعارضين وكل يمارسوا في العمل تاعهم بشكل رادي. يعني كيفاش بشكل رادي؟ كما كنا نعرفوا قبيل، اي حاجه ديرها بلا ما تكون على اكمل وجه وما تتقنهاش وما تكونش جيده راها راديه. كنت اسبق لك نذكرت انت يا ثاني، ما كاينش المنافسه الشريفه نتاع كل واحد، اعطي له الفرصه نتاعو وخليه، اعطي له تجربه نتاع مثلا عام ولا عامين باش يثبت نفسه واش يقدر يقدم في المجال السياسي مثلا بين قوسين، بعد راح تتعلم من المجالات الاخرى. نعم. الانسان هذا كي يبقى حاكم البلاصه هذيك، حنايا اي واحد دونك تعطيه وتحطه في ان بوست ما يحاولش انه يثبت نفسه باللي انا راني خدام، لا لا، يحاول باقصى ما يريد ولا واش عنده في راسه باش يزيد ياغرافي لا سيتياسيون، يزيد شويه يهد الحاله، تعرف انا يقول يسرق ولا يقول يدير في زافير ولا ما بين قوسين، من بعد الله يسهل كل واحد كل شات مع القمر رجلها. ولكن هذا الفعل تاع نقضي واش ما كانش منافسه، ما كانش الكونكيرونس ما بين الناس، تخلي الرداء تتفشى. يعني السيد اللي راه هذا الحاضر قال دي ولا خلي، فهمتني؟ مثلا كنروحوا للمجال الاجتماعي، نذكروا مثلا الاسره اللي هي الخليه الاساسيه اللي هي المجتمع، الوقت اللي رانا فيه الاسره الجزائريه مفككه، راه في حالات بريسك ولات الشحناء، ولا المشاكل ما بين العائلات، ولا مثلا مشكل العطار اللي راح انفجر بصفه يعني جنونيه، ولا يتهوشوا على الوالد، واحد يبيع واحد هذاك وبينات في المحاكم ديال هذاك، وراح شغل الناس ولات ديماترياليست ماديه هذيك قاطع الناس، وهذا كل بفعل الرداء نتاع السياسه ومنهجها مثلا في حيز في حيز العقار، لانه الرداء نتاع شيء من الاشياء نتاع سياسه من السياسات نتاع قرار نتاع تؤدي تردي امور اخرى، يعني شغل اللي في دور دومينو، شغل حاجه شغل تاع دومينو كطيح واحده طيح خوتها وطيح خوتها وطيح خوتها، كما حبه الطماطم فوالا، من بعد حبه الطماطم قال لك حبه خامجه حاشاك في الكاجو خممت الحبات الاخرين. دركا مثلا مشكل الساكن في الجزائر، ثاني مشكل عاوز يسدم، فهمتني؟ نعم سامحني برك. نعم رانا دائما في موضوع نتاع الرداء. المهم ذكرت الاخ عبد السلام قضيه السكن ايضا، كيف كيف قضيه البناء مثلا، تلقى كاين الاخ عبد السلام من قسنطينه يقول لك باللي السكن اسمها سكنات واجده ومحطوطه وباش يفرقوها، باش على بالهم بعد كون يمدوا السما يوزعوا السكنات على الناس دون فوضى. نعم يبقى يعني السكنات هذيك تضرب 10 سنين ما تفرقش، الناس مسكره لا لا مش هذا في مش في هذا السياق الاخ عبد السلام. في الموضوع هذا نتاع الرداء هو انه كنت قبل انت ذكرت واسمه كلمه الجوده، لا والله المصطلح هذا نتاع الجوده، وقلت لك انا جبت زوج حوايج باش نعرفوا كيما نقولوا باش نقدروا نميزوا ولا نقدروا نقيسوا. جبت لك انا المنافسه والتجربه مثلا في القضية نتاع السكن، لأنه فيه الأنواع من الرداء، والرداء في الجزائر مع الأسف الشديد نقولها بكل مرارة مست جميع القطاعات، فهمت؟ وبالتالي في هذا الجو نتاع الرداء، يعني لو كان ما تكونش كاين المنافسة الرداء راح تقتل البلاد، تقتلها نهائيا. دوك نجيو فيما بعد للمضار نتاع الرداء، فهمت؟ ونجيو للتداعيات نتاعها كيفاش. درك مثلا في السكن لما يكون البناء بشكل رديء، يعني درك مثلا نعطيو امثله من الواقع، الماسون واش يحتاج للسيمون، يحتاج للرمل، يحتاج للبريك ولا الطوبه، يحتاج لافيراي على جل باش هو يبني دار،
يحتاج للكوفراج هذاك، يحتاج الى بعض الامكانيات. لو هذاك الاشياء هذيك لي زانغريديون هذوك اللي راهم موجودين عند هذاك الماسون، تروح تجيب انت ماسون مثلا برتغالي وتحطه مع ماسون واحد جزائري. الاخ اللي اسمه اللي يطفي الميكروفون من فضلك، اللي راه مشغل الميكروفون يطفيه. إذن لما تعطي انت مثلا هذيك المواد نتاع البناء اللي راها موجوده، تعطيها نفس اللي راها موجوده عند نفس هذاك البناء، تعطيها البناء واحد اخر قال مثلا من جنسيه مثلا برتغاليه مثال، ولا تركي ولا كذا. هذاك اللي راه عنده ان باجاج، فهمت، عنده تكوين وعنده معرفه بنفس المواد هذيك اللي راك عطيتها له، انت راه يخرج لك شاطو. بينما هذاك الانسان اللي ما عندوش تكوين، ما عندوش معرفه، راهو راح يخرج لك حيط اعوج، فهمت، يخرج لك حيط ولكن يخرجوا اعوج. نفس الشيء يعني مثلا في مجال واحد اخر، يعني احنا مثلا خذينا مثلا هذا البناء، ناخذ مثلا الاعلام. الاعلام تروح تجيب مثلا صحفي، صحفي تعطي له كاميرا وتعطي له مثلا جهاز نتاع كمبيوتر ومثلا يدير لك المونتاج. ونفس الشيء نفس هذو كل المواد اللي راهم عند صحافي هذوك، تعطيهم لصحافي واحد اخر، تروح تعطيهم لواحد صحافي يدير، واحد اخر مثلا فرنسي ولا الماني يدير لك سينما بالكاميرا هذيك وهذاك الجهاز تاع الكمبيوتر، يدير لك سينما كما يقولوا في البلاد، يدير لك شقلاله، فهمت. تعطيهم الواحد اللي ما يكونش عنده افكار، واش راه راح يخرج لك؟ ما راح يخرج لك والو. بالتالي راه المساله مش غير فقط في الامكانيات، راه كاينين بعض الناس يعتقدوا من انه الامكانيات هي اللي راه تصنع كل شيء. هو الاخلاق دي يعني تم مثلا كما دائما نجيب مثال مثلا خياط ماهر كيوجد عنده قماش ريش، نعم، يقدر يدير به هون من جهه، وبالعكس كيوجد القماش جيد والخياط يعني ماهوش كفء وماهوش مؤهل، ما يختارش يخدم به حتى حاجه، بالك حتى في الطفطاع يقطعوا بالناقص ولا بالزين. نعم، يعني كما كنت تحكي انت في مجال شغل لا كونكورونس المنافسة تاع نتاع باش نحسنوا الجودة تاع أي شيء. نعم، و شغل مثلا عندنا بزاف تزير أمثلة بالك بعد تسمع يحكيو مين مثلا كي نهزو مثال تاع اتصالات الجزائر، شغل المونوبوليز كل هو اتصالات ويخليك يقول لك اتصالات الجزائر الخيار الأفضل. لا ما نعطيكيش خيار، أنا راك حكمت عليا، فهمت، ما راح تحتم عندنا دوكا مثلا واحد عنده الانترنت. انت والكل يتألم، والكل يتألم دوكا ما عجبتني ما عجبنيش السيرفيس تاعك. مثلا في فرنسا ولا في اي دوله في العالم كاين بزاف شغل المتعاملين اللي مثلا عندك ا بي سي دي او اف، الا ما عجبنيش الار ولا البي نشوف السين نشوف الكيم نشوف يساعدني. مثلا نشوف انا شغل كل انسان هنا مثلا لو شوا هذاك ولا الخيار اللي يفرضوه يخلق نوع من ال نعم يخلق نوع من المنافسة ويساهم في القضاء على الرداء في حد ذاتها. بالك أننا نحكيهم بعد على كيفاش تقضيوا على الرداء، ولكن نكملوا في السياق هذا مثلا في المواصلات. نعم، احنا مثلا في الجزائر باش تروح من فرنسا نسير يحتم عليك انك تروح مع ارجيري ولا تروح مع بسميو اسم عطيك مضيق عليك. احتكار، تم الاحتكار هو نوع من الانواع نتاع اللي ادي للرداء. واش تحتكر انت الشيء هذاك وتحتم عليا اني مثلا في بيريود مثلا نتهزوا مثلا ما بين قوسين الناس ما يحبوش المغرب مثلا في الجبال ما بين الشعوب ما كان والو مين شغل كي نهزوا مثلا نقول لك الدوله وحنا الجزائريين وحنا 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 حس المغرب ولا حس تونس. المغرب وتونس كي عادوا فاتحين المجال الجوي يعني المواصلات في الجو فاتحينها للمتعاملين الاوروبيين. تلقى انسان يروح للمغرب ويجي يروح ب 70 يورو يعني ب 70 اورو. ويجي الجزائري مسكين يحب مثلا يروح شفتوا لي سيتيزيون ساكن شغل انا تلقاه باش يروح ب
سيرتو ما عندوش وقت باش يروح في البريود وين تكون البري طايح، يقدر يروح غير في الصيف اللي عنده الوطن، تلقى البري يدير 500 اورو 500 اورو، مين مسكين يدير 500 اورو باش يقدر يروح. بصح هذيك عبد السلام ما بين قوسين بركة، تسمى على جل باش نمروا الرسالة بركة، هاي بين قوسين هذيك، حنا نهار ان شاء الله يكونوا عندنا جزائريين فهمت في الحكومة، يعني يكون محمد السد محمد هذا السادس هذا يكون زايد مثلا في طبلاط، والله زايد في مثلا في عين دفلة، ويكون رئيس المخابرات نتاعهم زايد في تلمسان، ورئيس المجلس الشعبي الوطني نتاعهم زايد في عنابة، فهمت؟ نهار يكونوا هما تسمى من أصل جزائري ويخدموا في الوسمو، من بعد في ذاك النهار يتغير الحال نتاع الجزائر. احنا دوك مع الأسف الشديد راه العكس، باسكو دوك الجماعة اللي راهم يحكموا في البلاد راهم كلهم مغاربة، ويديو في الدراهم نتاع الجزائر يعطيو فيها للمغرب، وشعب الجزائري راه عايش، والناس تسقسي تقول انت كيفاش راهم عايشين، وكيفاش هذا شعب غني واسمه بلاد غنية وشعب فقير، الناس ما على بالهاش. ديما قاعد نحكي لك على التجور هاد الفرنسي، يقولوا له رابور كاليتي بري، يعني نعم رابور يعني جودة على السعر اللي راهم يدفع زين. نعم نعم فهمتني. دروك انا دروك مثلا كي نحب للسوق، انا مثلا في فرنسا تنحب للسوق برا، نعم تلقى مثلا تلقى البطاطا تلقى تاع برمي بري دوزيام بري تروازيام بري، وترى بلي ساهل هذيك شنو اللي حبيت. نعم يعطي خيار، انت تخيل واش يساعدك. اذا عندك صوار تقيس البرمي بري هذاك اللي ما كان والله تمد صوار اكثر باش تجيب حاجه اجود. لكن المشكل في الجزائر يحتموا على الناس الرداءه، يعني دوكا كي نعاودوا مثلا نروحوا نشوفوا كيما كنا نحكي بلا مدينه تاع موبيل، نحكي على المجال الثقافي. المجال الثقافي مثلا نعاودوا نرجعوا للتمثيليات ولا الافلام اللي اندارت في وقت السبعينات، في وقت الثمانينات، في وقت الثمانينات مثلا كان نظام البشراني نهزوا مثلا امثله تاع لي فاكونس تاع الانسبكتور طاهر، امور نهزوا عمر قاتل في الروجة. يعني دركا بالامكانيات اللي كاينه والتكنولوجيات والكاميرات اللي تكزيستي، ما كانش انتاج اعلامي خاص ما نفحلو، وكتاش نديرو تمثيليه صغيره نتاع فيها جينيريك ربع ساعه ويتلعب ربع ساعه يجي عقبو هنا في رمضان من العام للعام. وكاين كيما نقولوا ديريير تو سا كاينه وزاره الثقافه، كاينه وزاره كامله امور الثقافه، مع انها الثقافه تعوم وتعوم وتعوم في الرداءة. ما عرفتش نجي نعود نهبطو تسمى على حساب كنت نسميوها وزاره الرداءة. والله وزاره الرداءة ماشي بالرداءة، ربي باقي يسترها شبك كيفو ما يجيش الانسان يعني كلمات يعبر بها، لانه كيما يقولوا دائما هي زعما وزاره الثقافه والاتصال، احنا كيفاش نسميوها وزاره الرداء والاتصال. نعم مثلا كي نعاودوا نحكيوا على الاقتصاد، الاقتصاد في الجزائر مثلا مش متردي متهري، يعني اقتصاد هش مبني على شغل على بيع محروقات، على بيع شغل حاجه خرجوا بها من هذاك ونبيعوا بها. وعندنا ازمات يعني دي كاتاستروف، كاين يرحم والديك يرحم والديك، يعني الجزائر فيها اكثر من 2 مليون كيلومتر كاري، ما ناخذوش منهم بقرات يعني نحلبوهم ونشربوهم حليبهم معجات يوم معجات، يعني ازمه الحليب تلقى خلق الله دير راشين الحليب، يعني من غير شيء يعني يتاسف الانسان من امثله ما تخلصش، يعني امثله اخرى بالك يدخلوا الاخوه ويجيبوا امثله يعني ما لا تعد ولا تحصى. نعم وزيد برك كما بخصوص الاعلام اللي كنت تحكي عليه انت يا برك، ونخلي بالك الاخوه اخرين. نعم الاعلام اللي راه نسمى نمو الاعلام في الدول المتقدمه والمتحضره وين كاين اعلام جيد وراه جوده، الاعلام راه يقولوا السلطه الرابعه، يعني بعد السلطه التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه الاعلام ياتي كانه سلطه رابعه، يعني يحرك الراي العام، يوعي الناس، يوصل الحقيقه، شغل ما يخليكش شغل تتغم ولا يخليك عايش في كلوب عايش في حوايج غير واضحه. هذا هو الدور نتاعو باش يحرك الناس، يحرك الراي العام، يحرك المجتمع المدني. لكن احنا عندنا الاعلام تاير مضرر، شغل الاعلام قاعد ياكل يشرب ونخلي خلق الله والله ما على باله بها لوين وراها رايحه. على بالك انا كي الصباح كي نوض ونشوف الجرايد تاع الجزائر
ما نقراش الارتيكل باش على بالي بخلاف التيتر ما كان والو داري يعني ما كان حتى حاجه راح تروح كل يوم داري هذوك جماعه الشروق ما بين قوسين دايرين لي شغل هذا العمود مخصص كل يوم يحكي على بالاحمر هذا دي الناس راه في 2014 صاحب الصاروخ اللي داير هذاك وانا مازلت نخمم شغل الجني يدخل في الانسي والانسي يدخل في الجنيه والديري عايش حياتك روح اصنع امور روح تحرك روح هذاك ويصوروا على انه بطل وعلى انه شغل بطل قومي وراه يحرر في الجزائري من الجن ومن الشعوذه ومن هذاك يا ولدي ما صافي خلي بالك اخوه اخرين يزيدوا وهنا هنا في الاجتماع نعم شكرا اخي عبد السلام. المهم نذكر كل الاخوان اللي راهم يتابعوا فينا على اذاعه وطني من الموقع وربما عندهم بعض الاخوه هكذا اللي ربما يسالوهم مره على مره يحبوا يسمعونا عن طريق الهاتف نتاع النقال عن طريق الهاتف نتاع النقال مانيش عارف انا اذا كان راه الناس تقدر تسمع من خلال الرابط نتاع الموقع ما اعتقدش فيه ابليكاسيون الناس اللي يحبوا يسمعوا من خلال الهاتف النقال كاينه ابليكاسيون اسمها لايف راديو كاين دي زابليكاسيون واحد اخرين المهم كاينه ابليكاسيون لايف راديو مجانيه يدخل واحد الفورنيسور تاعو نتاع الانترنت يتيليشارجي هذيك يكتب لايف راديو يتيليشارجي الابليكاسيون وينجم يسمع من خلال الهاتف النقال تاعو الاذاعه نتاع وطني يبحث وين راها موجوده تاع الاذاعات نتاع الجزائر ويكتب ثم وطني والله يبحث برك يلقاه راه ما كانش اذاعات موجودين بزاف اللي حبي يشارك معنا عن طريق السكايب يتصل بنا عن طريق السكايب يكتب رساله قال انا فلان من المدينه الفلانيه ويشارك معنا في هذا البرنامج اذا نحن على المباشر الموضوع عندنا اليوم هو الرداء في الجزائر والتغيير معي على الخط الاخ ابو بكر من ليون اخ ابو بكر مرحبا بك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله اللي معاك إن شاء الله. والله يا أخي العزيز وشكون حنقول لك نبدا في الموضوع من قبيل يعني الرداء يعني بصفة خاصة الجزائر عنت. نعم. عند العزوز ربي يرحمها تقول على من نبكي وعلى من فرق دموعي. نعم. ما كانش يعني حتى قطاع اللي تقول لها في المستوى ما فيش رداء. تبداها من التعليم من الصحة من التعمير من سجل القرار يعني واحد الكلمات باش نقولوا هنا نرجعوا نقولوا السيستم لأنك يا شيخ مربي من الرداء يعني بصفة خاصة حكي على نفسي أنا نهار كي جيت باش نخدم لهنايا في فرنسا يجي خايف علاش وين كنت نخدم في البلاد كيما نخدم نقول كون جيتي في فرنسا راه مسحتو كون جيتي في فرنسا راه نطيشو لك كي جيت لهنا تأقلمت مع الجو تقدر تقول واحد تربى تقدر تقول واحد ثق مع صديقتي نقول انا من الناس هذو اللي لهنايا عايشين لهنايا مثال نعطيك مثال كان يعودوا 10 من الناس واقفين في الصف لو كان تخرج انت من الصف تبان صحيح حتى الا تنظم معاها علاش الناس هذو يخدموا بيدهم نعم ما فيهمش انا خدمت في مؤسسات الجزائر عندي لي ريسبونسابل تاعي المسائل تاعي وتقدر تقول هم اللي زرعوا الرداء كي نقعد انا ما نخدمش مليح اذا هذا المسؤول تاعي يوجهني ويتبعني معايا ومتريد لازمني الا نتقن مع الشيء هذا واذا هذا المسؤول اللي ورايا هو بعد غادي منين راح نجي انا مليح ما نكونش مليح حاجه واحده اخرى لازم من سلك التعليم اليوم صدر القانون في الجزائر الكواسي امبوسيبل البروف الاستاذ يضرب التلميذ احنا بكري كنا ضربنا الاستاذ وكنا نروح للبابا ونقول له ضربني ممكن يجي حتى امبوسيبل كي يلقاني انا اللي غلط يزيد هو يضربني قدام الاستاذ نعم سما ما عليا الا نرجع للطريق دابا هاد السيستم خرج القانون باللي انت هو لو كان يجي التلميذ هذا كورسوسو مدير رجال مدير كاسكيت لابس دي باردار جاي بالدار مي ضيق راه ما تهضرش معاه كيما يخرج التلميذ هذا من غير رادق رديء في حد ذاته هو بعد الدمارج تاعه بعد رديء نعم من المحال راح يتعلم نهزو كيما كنت تحكي انت قلت ماسو ماسو عند سي ايمان كيما في فرنسا كيما في الجزائر كاين الطوب كيف كيف كاين 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 على هنا يطلع الحيط نورمال وفي الجزائر يجي مهوش مرة داء بارك الله فيك عنده وسائل كامل مرة داء لأنه الأخ أبو بكر
لانه مثلا هنا في فرنسا راه كاين انجنيور راه يراقب فيه لما يسرق في السيما والله يسرق في ما كاينش هذه نتاع يسرق في السيما ويسرق في البريك ويسرق في الكوفراج ويسرق في الميزان ويسرق في الوسمو. راك تشوف فيهم في كل مجال في الاعلام مثلا هنا قناه فضائيه قال مثلا كانال بلس والله لو كان مثلا هنا في فرنسا راه قال مثلا واحد شخص عادي عنده مثلا ما على باليش انا داير حاجه سيت انترنت لو كان يهزوا له فوتو يتصلوا به. انا والله شخصيا صرات لي والله العظيم مرة في اسمه بعثوا لي دير نكتب في هذيك تاع عرب تايمز هذيك اتصلت بي صحيفة امريكية اتصلوا بي قالوا لي راهم كاين زوج مقالات رانا شفناهم ثم في تاع عرب تايمز اذا ممكن تسمح لنا على جل باش نعاودوا ننشرهم. ولكن تلقى ناس واحد اخرين يهز لك المقال تاعك يتصرف فيه يحرف فيه يزيد فيه ويطلع فيه ولما تهضر معاه يقول لك واش كاش ما تساني ولا صاحبي انا راني في الانترنت. هاك تشوفهم كيفاش راهم السرقه كيفاش راهم هما راهم يساهموا في الرداء. هذا هو اللي حاول نقول. ثاني حاجه واحده اخرى يعني احنا يعني كيفاش نقولوا الجزائريين ولا المغاربه بصفه عامه يعني حاجه واحده اخرى يعني احنا يعني كيفاش نقولوا الجزائريين بصفه عامه نعم ممكن إذا كان عبد الله روحي حتى ولو الانتوراج اللي فيه ولا البلاصة وين يخدم معبي رداء إذا كان عبد الله روحي ما ينجمش يخدم معاه. نعم. يا أوبيا يدخل في الانتوراج معاه حتى هو يولي رديء يا أوبيا يتكارت يروح يبدلوه يمشي مثال. نعم. واحد الوقت كان تاع الديوان اللي كان في الجزائر اللي هو اسمه البيب الله أعلم. نعم. دخلوا هكا في كيفاش ديواني 4-5 سنين تولي عنده طوموبيل تاع 200 مليون قال لهم هو خلص حالهم في هذ الكلمه قال لهم اعطوني شعبي نظيف نعطيكم ديواني نظيف. ايوا بارك الله فيك. دابا معناش بدات حاجه شغل الرضاء هذه شغل تغرست فينا. نعم. الدين سبحان الله العظيم كما كنت تحكي على الصباط نعطيك لاكول وكلش وعندك الماتريال وما تخدموش مليح علاه. هذا انت اللي لا كونسيونس تاعك في الخدمه تاعك لا سي با سا عايش مليح انت ضامير تبعد مش مرتاح. الناس مش مرتاح تقول لي تقول نخدم كما نقولوا حنايا نخدم الكار نخدم مكرا نديرها فاسقه فاش المسؤول تاعي. هما تشوف فيهم هناك انت راك انت في فرنسا وراهم كاين اخوه ايضا راه معنا تلقى مثلا الانسان اللي عام الخدام يخدم سوايع الى عنده مثلا يخدم 7 سوايع حتى نقولوا مثلا يفيس سيدي يفيس ربع ساعه في النهار يفيسها ما يفيسش 6 سوايع. حنا راه لي هي بوينتي 5 دقائق ونهار تاعو مركي في الحيط وسيدري حنا خدمنا في مؤسسه كيما هاك إيه؟ كنت نجي روطار في المؤسسه هذه كنت نجي روطار الاول كنت نروح هيا ومن بعد ما سما بديت شويه وتعلمت البيت تاعهم كومونساسي عاد نبغى في بوست بوليس اذا جا شاف سيرفيس روطار دخل لازم حتى انا ندير سكوندال وندخل اذا سو ديريكتور جا نخرج برا نقول لهم واش مكتوب مؤسسة وطنية على هو يدخل وانا نخرج انا نروح. عادي تقول لي تفضل دي فوا السيدريكتور يقول له فلان وقعت انا وشفت دخل في روطار حتى هو يجي. كي يجي يقول لي انت علاش تحكي معايا يقول له انا حكيت معك انا نحكي مع ليزاجون سيكيورتي ما غاديش خليني ندخل. اذا كان انت خدام في المؤسسة هذه حتى انا خدام الدولية خمس سنين على انت تدخل وانا نخرج. حتى انا ندخل. ايفيكتيفمون وليت حتى انا ندخل باش نجي روطار ندخل نورمال. لو كان جا المدير في حد ذاته موش راضي كي سو ديريكتور كي شاف سيرفيس كي شاف ديبارتمون كي شاف دونتان كي المسؤول تاع الامن تاع الشركه لا نعم يكونوا في المستوى يكونوا في المستوى تاعنا الرضا انا نذكر الرضا هذه ولا تغير فينا حنايا ولا تشوفوا الذكاء. يا قلت لك انا بالمنافسه رانا قبل ذكرناها في بدايه البرنامج كاين شيئين هي المنافسه والتجربه فهمت. لما تكون هناك منافسه فهمت ويكون هناك قانون الناس فيما بعد تمشي. لما ما تكونش كاينه منافسه وما كانش قانون يولي راهو دبرك بعلى مولاه. بارك الله فيك. نروح لواحد السيد في الصحه الشيخ نور الدين. نعم. نقولوا منافسه في شركه في ما على باليش مواصلات ولا حاجه. الصحه نورمالمون ما كانش فيها منافسه في الصحه. تلقى فيها الرضا تروح اليوم تدي واحد من اهلك يخيط ولا حاجه. لا كاينه المنافسه علاش ما كانش؟
كاين المنافسة، منافسة مثلا في الآلات الطبية، تلقى مثلا آلة يقدروا يكونوا ملاح في زوج، عندهم كما نقولوا إنتاج جيد، ولكن يكون تكون المنافسة في الأسعار. لكن لما تولي واسمو كما نقولوا التنافس على الشر، هذيك حاجة أخرى. تسمى إنسان مثلا يخدم لك، شكون اللي يخدم لك؟ الدول اللي يقتل مليح، فهمت؟ هذاك منافس على الشر. هما هذوك الشيء اللي راهم يديروا، راهم يتنافسوا على الشر. بارك الله فيك. والله يا شيخ نور الدين، والله كاينين لي زانفيرمي فرنا كيما نقولوا حنايا ممر، كي يخدم السوايع تاعو في السبيطار يخدموا مزيان، مساك يروح لكلينيك بريفي يخدم مزيان. علاه؟ لانه ما يسمى مول اللي ندير كلينيك ما تكون ما تلقاش ماس ولا نزع، لازم يكون طبيب، يكون بروفيسور باش يدير كلينيك، ما تنجمش تبيس عليه. علاش؟ خاطر انا كيما نقولوا حنايا الميتي تاعه سمعته خدمته هو تجيب كلينيك. باغ كونتر كي تروح للسبيطار تلقى شاف سيرفيس ولا حاجه، ما على باليش انايا واش كان حساب السبيطار ولا كان حاكم الكوزينه، ودي شاف سيرفيس على ما يخدمش هذاك الفرنجي هذاك، يتلح كما يحب، يغطي لك الدواء، يعطيك الدواء في بلاصه الاخر، يدرك عليك الخيط، كي يروح مواطن ما يعطي واش الضوء. باغ كونتر كي تروح كلينيك بريفي بدراهمك تشوف حسن الاستقبال، تجي كيفاش يقوموا بالمريض، كيفاش يخرج الشمبرة، كيفاش النظيفة، اللي هي في البلاد مليح. أنا ما في البلاد هذه يا أنا ايه هنا. شوف نقول لك، هنا الفرق بين البلاد وفي الخارج. علاش؟ في الخارج هذو يقدسوا الوظيفة العمومية، الوظيفة العمومية ما يخدموش فيها نامبورت لوكي، انسان عنده حاجه يخرجوه ما يخدمش في الوظيفة العمومية. بينما اللي هما احنا اللي راه شيء عادي، العباره نتاع البايلك، فهمت انت؟ راه صارت وين انه الناس عماره، يبني عماره بعد ما يكملها هذاك المدري اللي يديروا به صفوداج واسمه يردموه تحت الارض. انا شفتها بعيني بالبوكلا، اقسم بالله يردموا فيه بالبوكلا، شفتها بعيني. ماشي قالوا لي والله، الناس شوف الناس متعاونين على الشر بطبيعه الحال. احنا ما راناش نحكيو على الناس اللي راهم يخدموا، ما راناش نحكيو على الناس اللي راهم يخدموا في البلاد ويبكيو عليها، رانا نحكيو على المجرمين واللي راهم يعاونوا فيهم. نعم. نعم. دخل في المتوسط، كان واقف في الباب، هو سير غايه، كان واقف في الباب، جا داخل تفضل ندير لي كودا. ما نعرف نقول لك كان يسمع في غناء ولا سيبا، كان يحكي مع واحد وندير الجاد، جا داخل الباب، كون ندير لي كودا هذاك ممكن نعيط له سير غايه وما نسمعوش. كاع سير غايه جبدوا من الطابليه تاع لاباسون كيف لا جبدوا، شيخ باش يهضر مع العائله، وجا عندي حاجه دوروا. لو طون اللي دوروا ضربوا الطفل هذاك، ضرب سير غايه وضربوا بالدماغ. شرح لك الشيخ نغدي. ما شاء الله. تقول ضربوا مارت وطلعتان وخشموا. وراحوا وراحوا لحد تسمى كبار طلعتان. هذه داخلة في الرداء نتاع التعليم هذه. بارك الله فيك. تسمى شوف حتى في القارة. كي راح ذاك السيرفايون هذاك اوتوماتيكمون وراح للسبيطار ودار سيرتيفيكا وراح للكوميساريا وسمع القوة تاعو وعدى لوكي الدولة كل ما يلزم. إذا الطفل واش داروا له؟ ما خسروا عليه والو، الطفل بدلوه من ليسي ليسي. هذا ما كان. نعم. شكرا شكرا اخي ابو بكر. المهم نمر للاخوه اخرين، نعاود نرجع لكم بالواحد. الاخ عبد الرحمن، من بعد نجي لك الاخ مهدي ومن بعد سامي. تفضل الاخ عبد الرحمن. عبد الرحمن، الموضوع تاعنا هو الرداء في الجزائر والتغيير. رانا في البدايه تاع البرنامج نتحدثوا الرداء، المفهوم نتاعها والانواع تاع الرداء. تفضل الاخ عبد الرحمن. الو الو، ظهر أنه خونا عبد الرحمن الميكروفون تاعك راه مضروب. في انتظار مجيء الأخ عبد الرحمن. أخ مهدي، قلت لي من بلجيكا، مرحبا بك. السلام عليكم، اسمع فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. جيدا، تفضل. أنا أول مشاركة لي في هذا البرنامج. مرحبا بك. طلعت لي بزاف من خلال الإنترنت. نعم. وعجبتني الفكرة هذه، أن الرداء يعني في الجزائر يعني متنوعة بزاف وعندها مقاييس يعني الوصل الحق يعني لا تنطاق يعني في كل المجالات، ماشي أي مجال في الإعلام ولا في المجال تاع الوزارة. نعم. احنا عندنا مشكلة فاش؟ المشكلة ماشي عندنا الفساد بالإدارة، احنا عندنا إدارة في الفساد، فرق كبير. نعم. واحد بالإدارة هو اللي يدير الفساد، يقول دير ذيك دير ذيك دير ذيك، هو يعني النتائج تاعها كلها ما لا يصالح الشاب ولا يصالح الجيل القادم. يعني انا نشوف
يعني حتى الإخوة كي تحدثوا يتحدثوا على يعني مظاهر شافوها هما بعينيهم ولا سمعوها ولا قرأوا عليها، ولكن الإنسان الرضا أنا نشوف فيها من خلال، عبد السلام الميكروفون الله يبارك فيك. نعم تفضل. أنا نشوف فيها باللي هي الناس اللي أصحاب القرار في البلاد، يعني ما نشوفش يعني ما يشوفوا بعينيهم ولا ما يسمعوا ولا راهم مغمينهم يخلوا يشوفوا الحقيقة بعينيهم، ولا يعني تشوفوا تحصر الرضا في الجزائر في كل مجال، نعم في السبور، في الصحة، في الرياضة، في التعليم، حتى في استقبال المهاجرين. أنا مرات أنا كي ندخل المطار ولا ندخل الميناء ولا نتعجب نقول هذا كيفاش، يعني مرة هذه الأشياء يعني ما تخطرش في بالك، تقول أنت يا إما جزائري نيشان من الدرجة الثالثة ولا من الدرجة الرابعة، ولا أنت راك داخل في بلاد ما تعرفهاش أصلا، ما تعرف تتكلم في لغتها ولا ما تعرفش قوانينها، ولا يعني نعم واحد الأشياء يعني سبحان الله. يعني الناس أنا من نحكي معاهم نقول لهم الناس تعرفوا راهم واصلين، الكذب الكذب حشاكم حشا قدركم، راه عنده قانون. نعم صحيح. حنا ولا الانسان يعني يتصبر ابسط الامور تاعو، شنو هي الحلم تاعو، شنو سياره وسكن وعامل، وتحكي مع واحد اوروبي وتقول له سياره وسكن وعامل يقول لك هذا مش شراب، هذا يقول لك هذه يعني من الحق تاعو انت، هذه تاع حق امور طبيعيه، وتحكي تحكي ما تصدق انت متخلف، واحد التخلف يعني بين عليك واحد 100 سنه ولا اكثر. نعم وبان عاد هذه الامور، يعني انا نشوفها اللي لازم هذه نجيو لها الاخ مهدي، نجيو لها في اخر البرنامج. احنا ذكرنا الان فقط نحوسوا نعرفوا هذه الرداء او نشخصوها، لما نعرفوها ويفهم المواطن الجزائري يفهم الخلل فيما بعد وين راهو، من بعد نبداو نقترحوا في الحلول. انا الرداء اسمح لي نكمل معي. نعم تفضل. انا الرداء اشوفها باللي هو عباره عن تقنين الفساد، يعني الفساد نديروا له قانون. نعم هذا كان نشوف فيه انا. دونك الانسان عارف روحو لا يدير الغلط، يعني سواء موصينه ولا ضاغطين عليه ولا، وكان في هذاك الفساد محتلوين حتى 5 سنين 10 سنين 30 سنه، صاي ما حتى الناس من الانسان دوك كيشوف حاجه ولا تبان له حاجه عاديه، يعني ما يفرقش بين او هذه راهي غلط، هذه راهي حاجه ما تنفعش، يا ودي هذه حاجه ما تضر، يا ودي هذه حاجه يعني طيب ما بقاش يعني نصيحه طيب. انا اشوف اللي هو الرداءة هي عباره عن فساد مقنن. نعم شكرا اخي مهدي، دوك نعاود نرجع لك الميكروفون من فضلك. الاخ سامي من كندا، مرحبا بك. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. جيدا. الصوت تاعك اخ سامي راه ناقص. اوكي الان نعم تفضل. انا اظن ان الرداء بدات مباشره بعد سنين 60، السبب تاعها هو عدم وجود نظام ديمقراطي وثقافه ديمقراطيه يعني اللي تجي معها، بحيث انا لو كان نشوفه مباشره بعد 62 صار هناك واسمه صراع حول السلطه، جميع الناس المخلصين تاع البلاد طردوا. يعني لو كنا حابين مثلا ان مباشره تاع 62 اللي يتحملوا المسؤوليه هم الناس المخلصين في هذا البلاد، يعني مثلا نشوفوا بوضياف وزير داخليه، نشوفوا كريم وزير الدفاع، نشوفوا ايت احمد وزير الخارجيه، نشوفوا ما شفتش انا فرحات عباس حاكم تعليم ولا حاكم حاجه واحده اخرى الى اخره، خيضر، كامل هاد الناس طردوا، يا طردوا يا هم يشو يا قتل. وعدم وجود نظام ديمقراطي، عدم وجود الفصل بين السلطات هو اللي خلى ان هذا النظام هذا يولي من رديء الارض فيما بعد، لان حتى واحد ما كان يحاسب عمل المسؤولين تاعنا. فمثلا شكون اللي كان يحاسب بومدين مثلا، وهل كان واحد قادر انه يحاسب بومدين مثلا؟ واسمو السياسه تاع الثوره الزراعيه هذه كانت كارثه على الجزائر، كاش واحد حاسبه، كاش واحد كان يقدر ينقده؟ لو كنت نقده في هذاك الوقت كان شعار فتح فمك طارو بروسك،
وبالتالي حتى واحد ما كان قادر يحاسب. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني، حتى واحد ما كان قادر يخير الناس الاصلح في هذه البلاد، لان النظام الديكتاتوري هذه هي اللي حكم السلطه هو اللي يفرض الامر الواقع على الشعب. ما تقدرش تخير الانسان اللي تشوفه اصلح ليك، وبالتالي اللي ياخذوا القرارات ايضا ياخذوا القرارات ما همش واضحين. ولكن الاخ سامي، احنا رانا كيما نقولوا نتناقشوا ونكملوا بعضنا البعض. في الوقت هذاك الاخ سامي في السبعينات لما كان حاكم بومدين، اولا لازم نشوفوا الوقت هذاك، نشوفوا الجزائر كيف كانت في الوقت نتاع الاستعمار من حيث التعليم ومن حيث الجو هذاك، لانه بومدين هو راه لما وصل للحكم كانت عنده تركه نتاع استعمار، بحيث هو أنه المدرسة ما كانتش موجودة أصلا، يعني داروا مدرسة، جابوا أساتذة في الدرك، في الشرطة، في الصحة، في الإعلام، في كل مجال. ومع ذلك لما تقارن انت السبعينات، لو تروح مثلا درك تجيب واحد عنده مستوى انت السنة الرابعة متوسط في الوقت انت بومدين، وتجيب له واحد دكتور عنده الدكتورة الآن، وتقابلهم في قناة فضائية، أنا متأكد من أنه هذاك صاحب الشهادة نتاع المتوسط راه ورايح يمسح الأرض بهذاك اللي عنده الدكتورة. لا، مانيش ننقد بومدين كشخص، أنا ننقد النظام ككل. نعم. هذا جزء من النظام. أنا راح يجي الشاذلي وراح يجي زروال ونفس المنطق نفس النظام، راح يكملوا بنفس النظام. يعني وش هي الديكتاتورية؟ الديكتاتورية هي أن الشعب ما يهضرش، يسكت. انا اللي نعرف احسن من الشعب، وانا اللي نقرر في بلاصتو. الشعب ما يعرفش يقرر. لو نوليو مثلا المذكره تاع عبد الحميد الابراهيمي واسمه في اصول الازمه الجزائريه، واش يقول انه في قبل الاستقلال كان يتكلم مع بومدين، وبومدين قال له ان الديمقراطيه هذه سي لا بارلوت، هو كلام فارغ ما عندها اي اهميه. انا سمعت خطاب مثلا تاع جوبي، واش يقول جوبي؟ يقول لك الديمقراطيه هي سر القوه تاعنا. عدم وجود نظام ديمقراطي، عدم وجود الفصل بين السلطات، عدم وجود قضاء عادل، هو اللي خلى الوضع يولي من يوصل للرداء اللي رانا عايشين فيها. بعد 62 مباشره غرسوا الفيروسات اللي نخرت في الشعب، والمرض استفحل فيما بعد. مثلا فيما بعد العربي بالخير. أخ سامي، حتى واحد أخ سامي دوك نخليك تكمل فقط، برك على جل باش نضيفوا معلومات باش ما نخليوش تسمى كيما قلت اش انت لي فيروس يدخلوا. شوف دوك انت لما تهز مثلا دائما في هذا الإطار هذا نتاع الرداءة ونتاع الجودة ونتاع كذا، دوك انت لما تهز مثلا الكلام هذا نتاع جوبي، لازم تشوف العصر اللي راه عايش فيه، وتشوف الجو اللي راه موجود في فرنسا، وتشوف في المقابل العصر اللي عايش فيه بومدين. يعني درك ما تقدرش درك انت تقارن القربة الفريجيدار، فهمت؟ فريجيدار ما على باليش كذا، كل عصر والعصر نتاعه. احنا دوك نشوفوا، احنا المهم المحتوى، انا متفق معاك في المحتوى، في اللوفون انا متفق معاك، من انه تسمى الجو هذاك نتاع الرداء اي عشعش لما يكون هناك نظام مستبد ونظام ديكتاتوري. انا معاك، متفق معاك في اللوفون، انا متفق معاك بدون الاسماء، فهمت؟ دون الاسماء، يعني يكون بومدين، هتلر، ما على باليش انا، المهم الاسماء ما تهمناش، المهم احنا نحكيو على اللوفون، نحكيو على النظام، نظام ديكتاتوري، نظام مستبد. لا شك هو انه الرداء راه راحت ديجا، هي مرض من الامراض اللي راه راحت تنتج على الاستبداد وعلى الاحتكار. الاربيمو هذا تاع هذه ماهيش جديده، انا نسمعوه مباشره. يقول كي ودي بومدين عنده الحق، الا دير لهم ديمقراطيه. في هذاك الوقت ما كانوا قاريين، ما كانوا، كيف دير لهم ديمقراطيه الناس ما يعرفوش يخيروا ولا لا. بالتالي هو اخذ القرار الاصح وعنده الحق انه يدير الديكتاتوريه يعني. هذيك كنت نسمعها من التسعينيات كانوا يقولوها لنا. لكن كاينه حاجه اساسيه، علاش ماتوا الشهداء؟ الشهداء ماتوا من اجل ان الشعب يولي سيد في بلاده، وبالتالي كل مساس بالاراده الشعبيه ومساس بالاراده تاع الشعب هي خيانه تاع الشهداء. هذا الشيء الاول، هذا الشيء الاساسي. الشعب لازم يولي يقرر المصير تاعو.
على هذا اللي ماتوا في 54 او ماتوا، هذا الشيء الاول. الشيء الثاني، لما واحد يقول لي ان اليهودي في هذاك الوقت الناس ما كانوش متعلمين، ما كانوش قاريين الى اخره، انا نطرح سؤال لكل واحد ونقول له الوالد تاعك هل انت اذكى من الوالد تاعك؟ هل الوالد تاعك في هذاك الوقت ما كانش قادر يقرر؟ لو كان تسال كل واحد فينا راح يقول لك هو انا الوالد تاعي انا كان قادر يقرر، على ما كان ذكي، لكن الشعب باكمله ما يقدرش يقرر. وبالتالي هذه الفكره تاع الديكتاتوريه وتاع تاع الوسم وتاع فرض الامر الواقع على الشعب هي اللي ادات وين وصلنا فيما بعد. حتى واحد ما كان يحس فيهم هذا الناس، هذا كان قادر يقتل، كان قادر يعذب، كان قادر من بعد 62 كان هناك تعذيب، كان هناك القتل، كان هناك، وحتى واحد ما كان قادر يحاسبهم هذا الناس هذا. ولهذا وصلنا لوين وصلنا. لو كان تطرح سؤال مثلا اي جزائري في سنوات السبعينات ولا حتى الان مثلا، تقول شكون هو اللي ياخذ القرارات في الجزائر؟ ما يعرفش، ما عرفوش حنا شكون اللي ياخذ القرارات. تعرف انت تسمي لي جميع الجنرالات وجميع المراكز تاع القرار، يعني الانسان لما ندخلوا في هذا النظام، هذا المرض هذا اللي يسموه نظام ديكتاتوري، يولي الانسان اللي ياخذ القرارات المصيريه للشعب ما تعرفوش، وهذا تدخل حشرات وهي اللي تولي تاخذ القرارات في بلاصه تاع الشعب. على هذا مثلا دخل العربي بالخير مثلا في سنوات الثمانينات وهو ولا هو اللي قرر. على هذا اللي جاء مثلا نزار في بعد 88 وهو اللي ولا يقرر، حتى قال لك خيرنا الرئيس في الصالون تاعي، يعني الصالون ديالو الرئيس يقرر، الشعب لازم هو اللي يقرر انه يجيب رئيس، هو اللي ولا يقرر شكون هو الرئيس في الصالون ديالو. بالتالي الديمقراطيه والثقافه تاع الديمقراطيه هي اللي جابت الوضع اللي رانا نعيشوه الان، والرداء اللي رانا ولو نكملوا في هذا راح تزيد رداء اكثر. بالتالي هذا واش حبيت نقول حول واسمه لي ريزون تاع الرداء. نعم، شكرا اخي سامي من كندا. عبد الرحمن بن بومرداس، اتمنى هو انه المره هذه راك صلحت الخط تاعك. نعم الاخبار. الو تفضل، انا نسمع فيك، تفضل. بدايه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. وللاخوه الحاضرين معنا والمستمعين على اذاعه وطن، اود قدم شوية الميكروفون الأخ عبد الرحمن. نعم الأخبار. أود قبل أن أدلف في هذه المداخلة أن أعقب على بعض الإخوة، من الأخ القضية يعني في الحقيقة الضرب لم يكن وسيلة تعليمية ولا تربوية قط، لا في راهو عندك خلل في الميكروفون تاعك الاخ عبد الرحمن. نعم ابقى في الوضعيه هذيك. نعم، قلت بان الضربه واساليب العقاب يعني الخشبيه لم تكن وسيله من وسائل التربيه ولا التعليم، ولو كان ذلك يعني حقا لضرب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن أحيل الإخوة على النظريات الحديثة التي يعني أنتجها الغرب فيما يخص يعني نظرية التعليمية والسلوكية. فيما يخص الرداءة، أنا أود أن يعني أن أقدم يعني تعريفا لغويا، لأنه دائما أقول وأكرر بأن التعريف اللغوي هو جزء من التعريف الاصطلاحي. أقول بأن الرداءة من الفعل الثلاثي المجرد المهموز لامه أي آخره، فيقال ردؤ يردؤ رداءة، وهو على وزن فعل الذي معناه الصيرورة والانقلاب من حال إلى حال. ورد الشيء إذا انقلب وصار فاسدا، ومن معانيه أيضا الخسيس من الأوضاع والمنكر والمكروه من كل شيء.
ويطلق أيضا على الضعف والعجز والضاعة، الضاعة يعني التي من الوضع، ويجمع على رديئون وأردئاء وأردياء. والرداءة في الاصطلاح كما أراها هي وضع من الانحطاط والتخلف في الفكر والسلوك البشري، ينجم عن قصور في الكفاءة والأهلية بالنظر إلى ما يجب أن يتوفر من الطاقات والأسباب والوسائل للحفاظ على الوضع الطبيعي لسيرورة الأشياء وفق النسق الذي يضمن البناء عليه. وتنجم الرداءة عن التكرار والارتجال اللذين يحولان دون الابتكار والتخطيط، فتؤول الأمور إلى الركود والانسداد والتأزم ثم الانهيار. وأنواع الرداءة كثيرة بحسب وقدر كل المجالات والنشاطات البشرية، لكن يمكن إجمالها في الفكر والسلوك باعتبار الفكر سابق للسلوك والأداء البشري. فتصيب الرداءة أولا التربية والتنشئة والتعليم والتكوين، فتنحط الكفاءة والأخلاق، فتصيب جميع المجالات بالخلل والشلل. هذا يعني فيما يخص يعني تعريف الرداءة وأنواعها. وأحيل نعم، الكلمة للآخرين. شكرا الأخ عبد الرحمن من بومرداس. تفضل الأخ تونسي من اسطنبول، مرحبا بك. ألو ألو أخ تونسي، يا الأخ تونسي هل تسمعوني؟ الظاهر وقيلا راهو ثاني عندك خط. لا، راني نسمعك. آه يا راني لاباس، نسمعك. احنا تمنينا اليوم راك في الصيف. الله غالب. واش راك؟ يحب الرياح بما لا تشتهي السفن. قلنا احنا دوك راهم الإخوة اليوم راهم في الصيف، راهم معرسين. الله غالب. واش راك؟ كي لحقت كيما يسميوها الزفافيزا ولا ما عرفت الشرطة عندهم كيف يسميوها. الله غالب. معليش، واش راك؟ المهم هو لاباس معايا، انا رايح نتعشى دوكا. مليح، راهو يجي ما شاء الله. راه معاك ثم الاخ عبد الاله عبد السلام. الله هاي يا مال، عقبوا باش يسمعوا الصوت نتاعو. وي، معك الاذاعه. نور الدين، السلام عليكم. وعليكم السلام، واش راك الاخ عبد العزيز؟ والله لا باس، بخير نحمد الله على كل حال. الحمد لله، راهم الاخوه يسلموا عليك، راهم ينتظروا فيك. والله لاباس الحمد لله. ربي يستركم من كل شر. اللهم امين. ايوه الاخ تونسي. المهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. كنت نتكلموا على الموضوع تاعك، هذا موضوع شيق يعني، موضوع مهم جدا، هي الرداءه. وكما يقولوا اذا حضر ما بطل التيمم. كي تقدم الاخ عبد الرحمن هو اختصاصي في اللغه، يعني احنا ما عندناش نقولوا. انا نعم. كان البحث تاعنا اعطاك، هو مراجع اعطاك كلش. المهم نعم. الشيء اللي نقدروا نقولوا احنا على الرداءه، الاسم تاعها متعلق بالامر اللي راح يديره. اسم كل هذا الرداء هذه متعلقه باي امر راح يديره. نعم. وانا نزيد نقول برك يعني، الله اعلم في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قول من الصحابه يقول لك اذا اسند الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. نعم. هنا الامر اي امر، اي امر يروح اللي مش موليه، اللي مش مختصين فيه، مش مختص اختصاص اهل الصنعه ولا كذا، انتظر الساعه هي الرداءه. الساعه هي يعني راح كما يقولوا تتخلص في جميع المجالات. كما احنا دوكا رانا نسميه الوزارات، الوزارات وزاره الثقافه ووزاره الصناعه ووزاره كذا ووزاره التربيه ووزاره اي وزاره، هو امر من الامور. اذا اسند الامر الى غير اهله فانتظر الساعه، يعني راح تجي الرداءه. حتى يعني انا واش نفضل، انا يعني باش نتكلم على الرداءه، كل واحد في الاختصاص تاعو، كل واحد في المهنه تاعو. انا المهنه تاعي مثلا الرياضه، تعطيك الرداءه تاع الرياضه. والله المهنه تاعي خدمت انا شويه في المواد الغذائيه، خدمت كما نقولوا بائع بالجمله، نعطيك الرداءه مثلا في التجاره. كيف رانا ناكل دوك، رانا وكل شيء بالجزائر، معلقه بالجزائر. نعم. كيف رانا نخدموا في الجزائر، كيف راهي تخش السلعه الرديئة للجزائر، تنافس على الرداءة. لأن كما قلت تسمع لك أنت تقول كاين ناس وكاين تنافس، واللي يقدم سلعة مليحة هي ما كانش منها، اللي يقدم السلعة مليحة ما يخدمش
كل الجزائر دوك، لان الاسعار هي اللي تلعب دور، اللي يقدم الرديء بالاسعار منخفضه هو اللي يحكم السوق، فهمت؟ يعني فيها كلي فيه امر خطير، هو الامر تاع الاكل الغذاء، يعني في اي حاجه راهي رديئه، حتى القهوه اللي يجيبوها رديئه، السكر اللي يجيبوه رديء، الزيت، المواد الغذائيه، الحمص، اللوبيا، العدس، حتى البطاطا جابونا تاع الحلوف، يعني تصور جابوها من كندا تاع الحلوف، وهي فيها السم، حتى الوزير من وزاره تاع كندا هو اللي يتكلم، يعني القمح، القمح تاع اوكرانيا هذاك تاع شيرنوبيل، زي كاسو الاشاعات هذاك، جابوه لنا القمح ريحوه فيه السوسه، كي تحل الشكاره تدقيق طير لك هذيك السوسه في ذاك، قلت لك اسيدي رانا راهم يذبحوا لهم في الدواب وهم ياكلوا فيهم في رمضان. والله العظيم شوف اقسم بالله راني تخاف تاكل الكاشير كما حنا نقولوا الباتي، والله تخاف تدي لابنك، والله اللحم بكا عندنا نخاف ندي ممكن هو كونجي، هو يقول لك راهو جديد، هو راهو كونجي اللي يخدموا الكرو تاع اللحم صحابي نعرف، والله غير يبيعوا للجزار كونجلي، وكي تروح للجزار يقول لك والله غير جديد. يعني سبحان الله يحقت الرداء حتى وين الربح، برك الربح السريع ودير الفايده، شغل واحد يزرب يربح باش شو عنده حاجه هكذا يسنى فيها، ممكن تقلب، ممكن تطرطق، ممكن يهرب، ممكن يعني كلش هكذا، يجيب لك السلعه يزرب يبيعها، يجيب لك طوموبيلات الكامبوت نتاع لوروب اللي يطيشوا من لوروب ما يسعوش في لوروب، مين كيش في لوروب حنا يدزوا هنا كامبوت، يعني جوطابل، طوموبيلات جوطابل، فريجيدات جوطابل، تلفزيون، حدث ولا حرج، فهمت؟ يعني سبحان الله راني نشوف هنا في اسطنبول، راني نشوف الترك السلعه تاعهم سبحان الله، الحذاء تاعهم ملي كان احنا عندنا الصباط اللي تخدم في المديه احسن احذيه في كما نقولوا على شمال افريقيا، دوك دخلت الرداء تاع لاشين غير الكابلوت، غير الديشي، غير لافوبان، يعني واش نقول لك، الرداء هذه هي كل واحد في السبور، في السبور دوك واش يخير لك؟ ليكيب ناسيونال احنا نخدموا احنا في الجيدو والكاراتيه، وبعد كيش عليها، كيش عليها الفوت، كيش عليها هكذا، ولاد فلان وفلان هما اللي يدخلوا في ليكيب ناسيونال، فهمت؟ لا تشوف النيفو دائما طايح، موش طالع، نديروا لي كومبيتيسيون مقابلة تلقى الرداء حتى في التحكيم، في الاربيتراج، الرداء حتى في لي زونترينور، تلقى اونترينور ميخ، يسرق لك الولاد، انت تربيهم، هو يرشيهم، يرشي الولاد هذوك مليون ولا واش كاين، يعطيه سيرفات مو يعطيها دبذ رياضي ويرشيه ويديه، يسرقوا لك. في الرداء حتى في الرياضة، يعني حتى المستوى كي تطلع الفوق تلقى المستوى مكان مكان. تلك الجزيره هي الاخرى، يطلعوا فوق اخويا مرضين يديروا لي ستاج تاع هذا لي زيكيب ناسيونال ولا كي يديروا في الخارج، لا يديروا في الخارج باسكو عندهم باي. تقول لهم تعالوا كاين هنا مثلا في خنشله كاين كومبلكس ما شاء الله اللي هو الكليما تاع الالتيتيود وكذا، وين تصلح كما نقولوا التدريبات الرياضيه ولا التكوين الستاج تاع باش يديروا منافسات كبيره، يديهم لا سويس، يديهم لهير، يجيبهم حتى اسطنبول. نعطيكم مثال، الفريق اللي يلعب في الفريق الوطنية تاع العلمة، شباب العلمة راهم يلعبوا في المستوى الأول، الترينر دار ستاج في اسطنبول هنا، تصور كي راح يقول المطار هذاك حضر الافريق، الترينر الافريقي حضر الافريقيا وليكيب ليكيب تاع العلمة دير هنا في ستاج وحدها. لا باسكو البريزيدون والبيس بريزيدون ضربوا الراشو مع هذاك لونترينور كاميروني والله ما فيها لاس بلا. ولونترينور تاعهم صاحبي مليح وهذاك نحاو باسكو ما يشتيش الراشو ما يشتيش. يعني تشوف الرداء وشوف يعني احنا رانا معشر استهلاك الشعب بصفة عامة راهو معشر الاستهلاك لهذ الديناصورات هذا نتاع في أي ميدان في أي أمرين في الرياضة في الصناعة في الثقافة. شوف دوك الثقافة تاع الغن لغنا بكتريش كنت نسمع في العنقة الصباح الحمد لله الاستقلال الاستعمار ما بقاش في بلادنا، تشوف ذيك الله يبارك هذيك المفردات هذيك الكلمات ما تشبعش بها، حتى راه الاستقلال ما تشبعش بها، دوكا تشوف تسمع الراي تسمع مالبي شنو دوكا دوكا تسمع نتاع هاي 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 اللي يقولوا ساعات ما تفهمش النبات. او معك عبد الرحمن انا اخويا عبد الرحمن
معليش الاخ عمر الدين، في هذه النقطه هذه تفكرت واحد الاستاذ تاعنا الاخضر الجمعي ربي يحفظه، كما كنا نقراو السنه الرابعه يعني العام تاع التخرج تاعنا، كنا نهضروا على الذوق، على الذوق الفني في نظريه الادب. جبت لنا واحد القضيه، قالنا في قضيه مثلا الغناء، قال مجد الرومي، طلعنا على مجد الرومي، قال تغني القصائد تاع نزار قباني، قال كاين واحد تاعنا، قال انا كتاب غرب هو ما سماش، قال انا سمعت، قال كنت فايت هكذا كانوا دايرين غني، قال واش يقول؟ قال لي يقول انا نبغيك انت وبوكي على الوالدي. انت بتجي فيه بصورة واحدة. يعني انا استسمع الخوة خلينا نكمل ان شاء الله. يعني انا معرفت يعني وشي اللي عرفت عن الرداء، يعني وش كاين، انا راني ضبط الجزائر باش تقول لي كاين المنافسة والجودة وكانش منها خير الله يعني مغال. نعم المهم احنا رانا نحاولوا هو انه نثري هذا النقاش، فهمت؟ احنا شوف في الخارج جبنا غير لاردين على البلاد، نعم، وهذا ما كانش حتى من الحراقه من الفايوات، ما كان كيجي للخارج يخرج للخارج يجي واحد الغيره هكذا في نفسه انه ما يتكلمش على البلاد بشي اللي ماشي مليح مثلا. تعتز هكذا تقول بلادي مليحه وكذا واش هي بشوي برك شاء الله تصنع وكذا، بصح والله كي تخش البلاد سبحان الله بيبليسيتي اخويا نور الدين دايرينها كي تخرج من تاع الباكاج، بيبليسيتي تاع نجم مكتوب فيها بزاف، مازلنا واقفين 50 سنه مازلنا واقفين، ومكتوبه في الكاف مكتوبه في لاطول، شو كي شو يخش قاولي مازلنا واقفين، يعني معناتها هنا يموت قاسي معنا ايه، شوفها مكتوبه في لاطول مترا يعني مش كيما نقولوا الاطوال حاجه بالديستي بلاكا دي مين تقدر تبين بلي راهي الجزائر ولا راهي الله يبارك ايروبور انترناسيونال ولا لا. يعني هذه تغير لك، انا تغير لي نقول نشوف هنا في اسطنبول ديال الله، تشوف العالم وكل يمشي حدر فيها طياراته وكل يحدر كل، والله العظيم حسبتهم حسبت الطيارات اقسم بالله غير مديرين لاشين واني مفيلميها في المطار تاع اسطنبول، غير الطيارات مديرين لاشين والغاشي، يعني كل زوج دقائق تطير طياره. حنا الجزائر كنا قبلهم مدينة الله، المطار تاع الارض تاعنا ما شاء الله عندنا الكفاءات من ليجون، خليوا ليجون ما شاء الله، خليهم يخدموا مدينة الله. الرداء حتى في الشيوخ، الشيوخ اخويا خدمته بكري نهضر على اللي جرى الحاكمين الجزائر، خدمته الثوره ما شاء الله وجبتوا الاستقلال وكنا نحطوا فوق الروس، خليوا ليجون هما اللي يقودوا البلاد دوكا. ما بقاش التاريخ انك تموت اكبر يموت راه انت كنت تروح للكبر وتخليونا احنا في الرداء والدول اللي بالدم مخليتنا هكذا في الرداء هذه في العفن باش ما نطلعوش في القرايه في التعليم في سبحان الله. تخرج تقول لك واحد تكون داخل في الجزائر تقول لك وحش، تخرج تشوف العالم واحد اخر ما يقدر، يعني ما عنده والو، ما عنده لا امتيازات لا ما عنده لا ثروات باطنيه لا كذا، بصح تشوفها شفتها معايا شفتها كيفاه تقدمت تقدم كبير. المهم خلي الخويا يتكلموا ان شاء الله واني في الاستماع ان شاء الله. بارك الله فيك. نعم وعليكم السلام ورحمة الله، شكرا أخي تونسي. المهم نعاود نذكر الإخوة اللي راهم يسمعوا فينا، ربما كش ما عندهم بعض الإخوة اللي يحبوا يستمعوا للإذاعة وطني، اللي عندهم الأجهزة نتاع النقال يمكنهم هو انه يستعملوا ابليكاسيون، كاين دي زابليكاسيون غراتوي سور لو نت، يقدروا يدخلوا للانترنت من خلال المزود نتاع الانترنت تاعهم ويستمعوا للاذاعه. لما يتيليشارجيو هذيك الابليكاسيون هذيك يبحثوا على اذاعه وطني وان شاء الله يسمعونا عن طريق الاذاعه نتاع وطني. نعود نرجع لك عبد السلام الان. راه الصوت تاعي يتعاود. نعم عبد السلام الان، المهم نمر للنقطه اللي بعدها، وش هي الاعراض تاع الرداء ومنين تجي؟ اعراض الرداء ومنين تجي؟ دروك كما كان يحكي الاخوه كما في بدايه البرنامج،
هو أن الرداءة يعني راهنا نشوفوا فيها في جميع المجالات وفي جميع الأمكنة. الرداءة في حد ذاتها تسمى الأعراض نتاعها إلا كما رانا نشوفوا فيها تتعدد بتعدد المجالات وبتعدد الاختصاصات. يعني كي نوليو نشوفوا مثلا في أي مجال وإلا في أي نعم والا في اي تسمى اعراض الرداءه تسمى مثلا كي نهزوا نعاودوا نوليو مثال تاع الحذاء اللي هزيناه مع المول. انت وقتاش تفيق باللي الحذاء اللي كنت تلبس فيه في الجزائر كان رديء جدا، لما تلحق وين تلبس حذاء على المقاييس وبجوده عاليه في ذاك النهار تفيق بانه نعم انت تخلص بدراهمك. يعني يكتشف الانسان يفيق يعني يشوف الاعراض لما يخرج من لو كونتاكت هذاك والى من البيئه الرديئه هذيك. لانه الناس دوكا في الجزائر يقول لك راه عاجبني الحال ورانا لاباس، لكن ما شافش برا. مشكل دائما حنا جايبين بهذيك عقليه، حنا الحمد لله رانا مسلمين ورانا لاباس بينا ورانا منا الحمد لله على نعمه الاسلام ما فيهاش هضره. لكن لما يجي الواحد ويشوف المجتمعات الغربية كيفاش يقيموا الإنسان، كيفاش يقيموا الروح نتاع الإنسان في حد ذاته، يعرف وين كان عايش وين راه دركا، وثم يقدر يصنع يشوف الفرق في ما بين لو كونتكست وإذا لونفيرونمون الرديء اللي كان عايش فيه. وكنقول رادي كان عايش فيه بجميع دون تو ليسونس، يعني ماشي غير مثلا في قضية المعيشة ولا واش راه ياكل ولا واش راه يشرب ولا واش راه يلبس، لكن أصلا قضية التعامل مثلا كيفاش الخدمات من مجال الخدمات يعني برا وين يمشي المواصلات. شو مثلا المواصلات اللي كيف فيها تكون نظيفة تكون مريحة تكون راك فاهمني. ومع الوقت تما المشكل انا هنا وين نعاود ننوه يعني في الدور تاع الاعلام، لانه واحد شكون ما يخرجش من الجزائر يقدرش يشوف باللي راه في 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 عايش في الرداء. ماذا به الاعلام هو اللي يوعي الناس ويولي واش راه الناس اللي يعني اللي عايشه تما الجوده نتاع الشيء وراها والرداء نتاع الشيء وراها، يعني توفر نوع من الوعي نتاع الناس في اوساط المجتمع الجزائري. لكن وللاسف حنا الاعلام نتاعنا باقي يدير في البزنس، باقي يدير في زافير دخل في الدراهم، ومش حاسس يعني الشعب اصلا يعني توعى ولا الله لا توعى ما هموش فيه. يعني المهم هما يحبوا مثلا شو راهم يلعبوا جو دي شاك، عنده ان بيون يحب يطلعوا باللي يلعب بيه راه يطاكي به، راهو يطلعوا يجيبوا يديروا كيما نقولوا يصنع له اسم ويصنع له تاريخ ويصنع له امور، تولي الناس تقول منه حدد، تولي الناس كيما نقولوا تشاهد به. ومن بعد خلاص من بعد كيما حنا الجزائر الشير والود ونخليه السيد هذاك يقضي صالحه والله يقضي امور. هذه من ناحيه ثاني الاعراض كيفاش نقدروا نفيقوا بالرداء وكيفاش نقدروا نلمسوها، لانه يعني الانسان ما يلمسهاش الرداء. دونك مثلا كون يعني كل انسان تكون عنده يعني نفسيه تاعو سويه، يعني هذاك الروح نتاعو سويه، كي يخرج مثلا ويروح للبلدية ويلقى خلق الله فوق بعضها ودير الرشاد، هذه خدمه رديئه جدا. علاش؟ يعني تسمى ابسط الاشياء وابسط الامور تروح مثلا تسمى دير لاشين من 8 حتى ل 12 وتدز وهذاك، ومن بعد كي تخرج الورقه نتاعك هذيك تلقاها قصير خارج غالطين في الاداره تديري كاميرا. وكنت الكاغ هذاك درت عليه خسرت عليه وقت، وهنا نعاودوا نرجعوا للوقت وعامل الوقت في حد ذاته اللي ماناش مقدرينه. الوقت راه يمشي بطريقه سريعه جدا، وحنا رانا باقيين في دير الامم معاك من الرحال وباقيين تسمى نعوموا في الرداء هذيك ونسبحوا بها وماناش جايبين خبر. يعني لان الانسان نورمالمون كي سخون كونت دو سا سيتياسيون يعني يقدر الوضعيه اللي راه فيها باش يقدر منها يروح لوضعيات اخرى تكون احسن من الوضع اللي راه فيه. لكن هو للاسف الاعراض تاع الرداء في المجتمع الجزائري مش عارف الناس علاو عليها والا مش حابين يشوفوها مغمضين عينيهم، ونخلي خلق الله تعون في الرداءة وعجبها الحال وخلي رانا لاباس بنا
والسياسه الغربيه الامام خلي برك انا نزيدو نديرو الانتخابات وبالك نعدوكم الحاله هانا نديرو هكذا وبالك نعدوكم وقالوا يوعدوا في الناس ويمنيوهم الاماني وما كان يعني حتى ملموس يعني باقي دائما في نفس الخدمه الرديئه والسلعه الرديئه وكلش رديء وربي باقي يستر وخلاص. امين. ابو بكر، ابو بكر دائما في نفس السياق. ابو بكر من اليوم نعود نرجع لك. مهدي، مهدي ومن بعد سامي. مهدي الاعراض نتاع رضا امني نجي و يا الاخ مهدي اذا راك تسمع فيه. الو الو سامي. الو. نعم. انا حبيت نتكلم على زوج اشياء. الرداء باش راكم تكلموا على التصنيع وعلى الاحذيه الى اخره. كل شيء الاخ سامي في السياسه، كل شيء هذا الموضوع مفتوح. دونك مثلا كاين اعراض مثلا اخ سامي باش كيما نقولوا للاخوه اللي راهم يسمعوا فينا، سيما من الناس اللي ما عندهمش كيما نقولوا معرفه هكذا والمام بالامور هذه، نحاولوا هو انه نعطيه امثله مره على مره. مثلا الاعراض نتاع الرداء، نعطيه مثال. قال مثلا مرض لما مثلا واحد نقولوا مثلا ما على باليش انا، عنده اولسر ولا عنده شقيقه، كاين اعراض لما يروح الطبيب هو يبدا هو يسال فيه حتى باش يعرف الاعراض هذيك. لما يعرف الاعراض يقدر يديتكتي هو المرض هذاك. دوك حنا هكذاك، حنا ذكرنا نحكيو على الرداء، لما نحكيو على الاعراض تاعها من بعد لما نكتشفوا الخلل فيما بعد نلقاو الحلول، نبداو نطرحوا في الحلول. الاعراض نتاع الرداء واش هي ومنين تجي؟ انت راك قبيل قلت لي من انه تجي من الاستبداد. كاين اعراض تاع الرداء. ايه جمل غياب المراقبه، عدم وجود نظام ديمقراطي، يحاسب في الناس. بين الاشياء انتم تكلمتوا على التصنيع مثلا. نعم. على بالك باللي المصانع في الجزائر حتى واحد ما يحاسبهم في النظام الاشتراكي. نظام المصنع يخسر اموال ولا يربح اموال تقريبا كيف اذا ربح اموال يديو له الفائض هذاك ويمدوه المصانع اللي لا اللي ما ربحوش اموال، واذا خسرت اموال شي عادي راح يمدوا لك اموال من الخزينه العموميه. انا حبيت نحكي قصه عشتها شخصيا في سنوات تاع التسعينات في اطار العمل تاعي. كنت في مصنع من المصانع تاع البلاد. في هذا المصنع كان هناك في بدايه الثمانينات كانوا يحوسوا على واحد، كان الاطارات الجزائريه اغلبهم مكونين باللغه الفرنسيه، وبالتالي كانوا حابين يلقاو انسان يعرف اللغه العربيه ويكون عنده تكوين في القانون من اجل انه يكون الاطارات الموجودين داخل المصنع. راكم تسمعوني؟ نعم. كي داروا المسابقه بطبيعه الحال في هذاك الوقت الشوماج ايتو، الناس الكل كاين دي دكتوراه، كاين دي زافوكا، كاين من احسن تكوين. واش دار الرئيس تاع المصلحه تاع المستخدمين في هذاك الوقت؟ خير الاقل تكوين، خير استاذ لغه عربيه في الابتدائي. الرجوان ديالو كي قالوا علاش، قالوا مين انت مهبول، قالوا حبيت نجيب واحد يلعب لنا بالخبزه تاعنا ولا كيفاه. المسؤول تاع المستخدمين في هذاك الوقت ما عندوش دبلوم، وبالتالي ما كانش حاب يجي واحد راح ينافسه راح يديله بلاصتو. خير الاقل تكوين، ارد هذا الانسان هذا طلعوه ما عنده تكوين الا في اللغه العربيه، يعرف القواعد، يعرف كيفاش يكتب جمله الى اخره. كي وصلت لتم واش لقيتو يدير؟ لقيتو مسؤول على المنازعات القانونيه في المصنع كامل. يعني تصور يعني وين وصلت. يعني يخيروا الارض يعني حبيت تقول لي الاخ سامي من انه هذا المنافسه هما ما يحبوهاش. ايه ما راحش يجيب لك واحد يفك
مسكر ولا تلقى نفس الشيء، تلقى نفس الشيء في الـ في الـ حبيت برك نزيد كلمه على المصنع هذا لاني جوزت فيه واحد الوقت، لقيت مثلا ان لان في الاداره لما تطلع واحد ماهوش قاري ولا ما تقدرش تشوف يعني حقيقه، يعني انا في الاداره لازم تسنيه لازم لكن في المصنع لازم لك واحد يكون عنده تكوين تقني، يعني ما تقدرش تلعب تجيب واحد ما مثلا في الماركتينغ كان عندهم ان سيرفيس ماركتينغ اللي داروه تم داروا ان جان تاع واحد في عمره واحد 25 ولا 26 سنه، الموهبه تاعو الوحيده هو انه هو ابن عم واسمه مدير تاع المصنع، ما عنده حتى علاقه بالماركتينغ وبال بالتسويق ولا بالمدار حتى تكوين، هذا هو اللي راح يجيب فيما بعد الرداء تاع 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 التصنيع وتاع، لانهم انا اكتشفت شيء عجيب ان المصانع في البلاد يسيروها كما تسير البلديه كيف ما يجيب ابن عمه يجيب وليد خاله يجيب ويطلع الارض باش هو يبان علامه بيناتهم الى اخره، هذا في مجال تاع المجال تاع 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 واسمو تاع الاقتصاد والتصنيع. انا حبيت نتكلم ثاني على مجال تاع السياسه، المعارضه الجزائريه، المعارضه الجزائريه عندها نفس المبدا، تمشي بنفس المبدا، هذا الانسان هذا اللي طلع الارض باش ما ينافسوش في جميع الاحزاب السياسيه نلقاو نفس الشيء. انا في سنوات التسعينات انتميت لمنظمه ما نذكرش اسمها هنا، مانيش حاب نذكر الاسماء، المنظمه هذه كانت تقريبا من متر علي حاب ضمور، كانت يعني المعارضه الراديكاليه، كانت تتهم الجنرالات بانهم وراء المجازر الى اخره، بالتالي الدخول فيها كان لازم تملك شويه شجاعه باش تدخل. كي دخلت فيها انايا تلاقيت مع واحد الانسان هكذاك وانا نحب نتكلم سياسه الى اخره، قلت له انت كيفاش لقيته في الامانه العامه يعني في ان بوست الفي في المنظمه هذيك، انا قلت له انت درك كيفاش حتى وصلت انك القناعه تاعك انك تعارض النظام بهذه الطريقه، يعني واش هو الديكليك ولا واش هو التكوين تاعك ولا هذا الانسان هذا من بديه، شوف واش قال لي، قال لي انا والله ما على بالي لا بالسياسه لا بحتى شيء، انا حنا كنا مجموعه تاع شباب في قريه من القرى تاع المديه، كنا حابين نديروا واسمو جمعيه، في الجمعيه هذه شغل ننظموا شطيح ننظموا الرحلات ننظموا اشياء ثقافيه الى اخره، قال لك جينا لالجي وبدينا نطرقوا الابواب تاع الجمعيات وتاع المنظمات، قال لك وبالتالي بصفه واسمو عفويه ولا سي لو بيور ازار اللي طحنا في المنظمه هذه. الرئيس تاع المنظمة هذه واش دار؟ حكم هذا الإنسان دخلوا ديريكت في الأمانة العامة، مدلوا ديريكت بوست تيلفي، لأنه علاش طلعوا هذا؟ في البداية ما فهمتش، أنا تعجبت، لكن فيما بعد فهمت، لأن هذا الإنسان هذا واش يدير؟ الرئيس تاع المنظمة يجمع الأكثر رداءة ويطلعهم لأعلى المناصب، لأنه على باله مليح بأن هذا الإنسان بينه راح يبان كعلامة. الإنسان ما يفكر ما ينقد ما يحوس يخمم ما، وهذا الشيء تلقاه في جميع واسمو الحزب. يسمى حبيت تقول لي من أنه رئيس الحزب يدور معاه المشامشية، هذه هي راح لماذا؟ لأن رئيس الحزب كي يبدأ في البداية كي يولي عنده مصالح، سمى ما يحبش المنافسة، ما يحبش المنافسة، كي ما تخممش ما تفكرش تماك تساعده، ما تنقد يقول لك أغوش أغوش يقول لك دروات دروات تماك راك رائع راك وبالتالي لما يدير الاجتماع هو بيناتهم يبان هو المخ، هو اللي يفكر، هو الوحيد اللي يفكر. لماذا؟ علاش؟ لكن لما نبحثوا علاش يدير هذا الشيء؟ لأن بكل بساطة هذا الإنسان أصبح فوند كوميرس، أصبح انتفع من رئاسة الحزب ولا من رئاسة المنظمة إلى آخره. الإنسان كان ما شفتش أنا كان نكيرة ولا ما على باليش أنا واش، ولا اللي عنده مكتب ولا عنده أن سالير ولا واسمو الفواياج أن بو بارتو ولا يدير مقالات مع الصحف إلى آخره.
وبالتالي المصالح هذو رايحين يوليو اكبر من المبادئ تاعو. من اجل انه يحمي على المصالح تاعو واش يدير، رايح يجمد النضال من اجل المبادئ. وبالتالي تلقى منظمه كبيره راح يقزمها اصلا. اولا راح يجمد القانون الداخلي، ما راحش يخلي الانتخابات واسمه والشيء الثاني هو انه يطلع كل اكثر الرداء في المنظمه من اجل ان حتى واحد ما ينافسه، حتى واحد ما ينقدو، حتى واحد ما يولي له خطر انه يدي له البلاصه ديالو. وهذا الفينومين هذا تلقاه في جميع الاحزاب السياسيه، وهذا اللي يخلي الرداء تاع المعارضه، الرداء تاع علاش المعارضه ما تخدمش في الميدان. حقيقة هناك ضغط النظام، هناك الديكتاتورية، هناك، لكن في نفس الوقت المعارضة هي نفسها تجمد عمل المعارضة. الرئيس تاع الحزب كي وصل خلاص ما لازم يكون رئيس حزب به من كلف. يعني شوف نقول لك الأخ سامي بكري هنا يعني حتى اختصروا يعني المشاكل نتاع الجزائر، اختصروها في الفيلم نتاع ريوات. يعني كانوا في وقت سابق كنا احنا نهضروا للرئيس، قال الرئيس شوفوا في الشجر وتشوفوا في الحجر واسمو ادرك هما، راك تشوف الناس يحكيوا على بوتفليقه ويمارسوا في ممارسات اكثر من اللي راه يمارس فيها بوتفليقه هو في الحكم. هو ربما راهو قال مثلا غروا الحكم، غروا الجاه، غروا الدراهم، غروا كذا، ولكن دوك احنا الشيء اللي رانا نشوفوا فيه في الجزائر ونشوفوا فيه من خلال هذه الأحزاب، وأنك تشوف أنت رئيس الحزب راهو يمارس في الممارسات هذه اللي يعيب فيها على بوتفليقة. تلقى رئيس الحزب في المكاتب اللي راه نتاع الحزب نتاعو، والكادوات نتاع الناس اللي راهم يجيبوا له فيهم، فهمت؟ واحد راه يجيب له في كادو، واحد ما على باليش أنا مالك، ربما راه كاين حتى اللي يشريوا له سكنة، فهمت؟ ربما يطيح في واحد كاش، واحد انتربرونور قادر والله يشري له حتى فيلا، ما يهموش. المهم كاين هذه الاشياء اللي راهم هما يعيبوا فيها على النظام راهم يمارسوا فيها. تلقى حتى دوك مثلا كاين ناس يقولك باللي بوتفليقه هو يدير في خوه سعيد، فهمت؟ وهما راهم يديروا في عائلات نتاعهم، عائلات راهم يديروا فيها. تفضل اخ. هم اكثر ديكتاتوريه من النظام. نعم. انت شخصياً الان راح تدخل في اي منظمه في اي حزب وراح تشوف اذا كنت ما تفكرش، اذا كنت ما تنقدش، اذا كنت ما عندكش عقل، تماك راح تلقى بلاصتك بيناتهم. اذا كنت واسمو تفكر ولا عندك عقل ولا تولي لهم خطر راح يمشوك. حتى لو كان تاخذ لاكارت تاع البارتي ولا ما يمدولك حتى شي ديرو، يعني يرموك اصلا من بالتالي هاد الناس هادو في المعارضة هم أكثر ديكتاتورية من النظام نفسه. نعم. لو تشوف مثلا الأحزاب السياسية في البلاد، شوف أن الأحزاب السياسية اللي يخلق لك حزب يبقى على رأسه قريب 20 سنة من أجل أنه يطلق السلطة، ما يسمحش. عبد السلام الله يبارك فيك الميكروفون. نعم تفضل أحسن. عبد السلام. هالو. كاين فينومين واحد اخر ثاني هو ان كل واحد ثاني يوصل مثلا ملك تاع الشعب، مثلا رئيس تاع البلديه، يشوفوا انه ملكه شخصي. الانسان لما يخلق حزب مثلا يشوف انه ملكه شخصي، انه رزقه ورزق اولاده. لما واحد يولي رئيس بلديه، البلديه هذيك ليه ولفاميلته. لما واحد مثلا انا كنت في الوظيفه العمومي، واحد عنده البيرو ديالو، البيرو هذيك تاعو وتاع ولادو، ماهيش تاع الشعب. وبالتالي لما انت تجي باش تنافسو على، قدر يقتل، قدر يدير اي شيء باش يبقى هو وباش تبقى له المصالح هذه. هذا ما كان، هذا واش حبيت نقول. نعم شكرا اخي سامي من كندا. سمير من امريكا. سمير تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحية للإخوة كامل المستمعين المشاركين معنا. الله يبارك فيك. الله يجزيك. السؤال الأخ نور الدين شنو هو؟ السؤال يا سمير، أنا نحكي على الرداءة. الرداءة يا انت راك عايش في أمريكا، نورمال. انت راك عايش في أمريكا، نورمال تكون على بالك بالرداءة.
على كل حال مدام، على حسب تعريف تاع نور الدين اللي يكون واحد في امريكا ولا في الجزائر، حتى اللي في الجزائر يعرفوا شنو هي الرداء. نعم. يقابل زياده تعريف واش ذكروا الاخوه كامل، الله ما على بنيش ولا حضرتوش. ما نقول لك بالعكس، عكس الرداء هي الجوده، الجوده والحسن. نعم. هي عكس الرداء. ولكن يا سمير، سمير كي قلت لي انت دوك في الجزائر، درك انت لما تكون في امريكا راك تشوف الطريق كيفاش مخدومه، فهمت؟ راك تشوف المترو كيفاش راه مخدوم، تشوف الطياره، تشوف التي جي في، تشوف الباخره، تشوف في الجوده هذه، تشوف فيها في اللباس، في الاكل، في الشرب، في العمل، في التنقل، في كل شيء. في والانسان هذاك اللي راه جاي في مكان هو لا يرى هذيك الجوده هذيك اللي راك تشوفها انت، بالتالي هو ما يقدرش هو يمزح. احنا رانا قلنا قبل من انه من بين الاشياء اللي تقدر تميز بها انت هو التنافس. درك مثلا رئيس حزب عقون، راهو الناس راه تشوفيه على قناه فضائيه، راه تشوفيه من انه هذاك نابغه، راك تشوفيهم درك مثلا قناه فضائيه، واني انه يمرك انسان واحد محلل سياسي، واحد خبير في الشؤون الامنيه، واحد خبير في الشؤون الاستراتيجيه، واحد كذا. درك بهذيك الرداءه المواطن هو يعتقد حتى انه يصاروا يديروا لهم في القاب، هما ينشروا في ذيك الرداءه. لكن لو كان تكون كاينه منافسه على القنوات الفضائيه، وان انه يجيبوا هذ الناس هذو اللي راهم يسميو فيهم ما يعرف كذا، ويجيبوهم مع ناس اللي راهم حاقرينهم واللي راهم مهمشينهم واللي راهم قاسينهم، من بعد هذاك الانسان هذاك بالمنافسه بالحجه وبالدليل راه رايح يبان من انه راه بقوقه. لما ما تكونش كاينه المنافسه الاكيد هو انه راه رايح يطلع مانيش عارف كذا. هاك تشوف درك مثلا الانتخابات الرئاسية مثلا في الجزائر، في غياب المنافسة هو انه اونديكابي، فهمت؟ واحد معوق مشلول، يصوروا فيه وكأنه هو الذي يريد انقاذ الجزائر، لانه علاش ما كانش منافسة. وهذا الرداء في التلفزيون لما انت رداء كاين، شوف كاين عندها شيء في المحتوى وكاين عندها في الغلاف، كاين شيء في المحتوى في اللب نتاعها وكاين في الغلاف. درك مثلا التلفزيون قادر يكون الاستوديو يكون اخر صيحه، كاميرات وكراسه، في كل شيء، الادار دو سول ما على باليش، انا راه مخدمين هذاك المحتوى، بينما تلقى ذاك المنشط تلقاه عاجز، فهمت؟ في السلعه كيف كيف، تقدر تلقى مثلا سلعه هايله ولكن لومبالاج نتاعها مش مليح، ويقدر يكون العكس، يقدر يكون لومبالاج هايل ولكن المحتوى زيرو. لما تكون كاين المنافسه انت فيما بعد تقدر انت تميز بين المحتوى الجيد والمحتوى الرديء، وبين حتى الغلاف ولا الظاهر الجيد والظاهر الرديء. في غياب الجو في غياب المنافسه ما تقدرش انت تتميز الرداء من الجودة. تفضل الأخي سامر. طيب نور الدين، هنا خديتني أنني نتكلم، خديتني أنني نرد على النقطة هذه اللي حضرتها أنت باش فقط ننتهي الحوار. نعم. قضية أن الواحد يكون في الجزائر لازم يخرج برا ويشوف باش يعرف شنو هي الرداء، لا، حتى في الجزائر لو نقارنوا الجزائر الآن والجزائر في الستينات في السبعينات، كان الإبداع وكان الحسن وكانت الطاقات تخدم، كذلك شفنا بعينينا الإنتاج وشفنا الإبداع، وما شاء الله شفنا أطباء بعينينا، وأنا أنني صغير الناس اللي أكثر منا كذلك شافوا عاشوا دكاترة أفذاذ مفكرين عاشوهم، لكن الآن راهي انحطاط تام، فما يحتاج الجزائري اللي يعرف الجزائر أنه يخرج برا باش يشوف شنو هي الجودة. شفناها راهي، راك أنت تبث أغاني وتبث مقاطع هكا اللي تثبتهم عبر الإذاعة، ما شاء الله فيها إبداع وفيها جودة وفيها ذوق، لاحظ؟ ما يحتاج الواحد، إحنا فقط أن الإنسان لو يخرج متزاير ويروح نقطة كذلك أخرى، أنه حتى العالم اللي راهو في اوروبا والحضاره اللي راهي في امريكا وراها نشوفوها في التلفزه تاعنا، يعني راهم يزلوا يبهدلوا فرحتهم، نشوفوها
في افلام او في اشرطه او يعني راهي تلحقنا، ولكن الخبر ليس كالمعاينه. احنا فقط رانا نعاينوا نشوفوا بعيننا وعايشين هذاك الامر. هذه زياده على الفكره هذه اللي قلتها انت. نعم. نشوف انا يعني كي قلت منين جات يعني هي الاسباب الرضاءه. سيد تنضمهم هكا كتبت اربع اسباب. السبب الاول هو ضعف المنظومه التربويه. المدرسة هي النواة والمصدر والمنبع والمصنع المنتج للقادة وللأبطال والفنانين وللقضاة وللمفكرين ولرجال الأعمال وللأدباء وللأطباء إلى آخره. فلما تضعف المنظومة التربوية راح تكون النتيجة وخيمة جدا، وراح يكون اكيد راح تكون رداء او مش راح تكون جوده، وهذا يعود للضعف في المنظومه التربويه. السبب الثاني هو تهميش اصحاب الكفاءات، وبالتالي تعطيلها وتعطيل القوه الابداعيه لدى اصحاب التخصص، خاصه اذا تولى زمام الامور او المبادره ما ليسوا مؤهلين، فيكون العطاء ناقصا إن لم يكن معدوما، وذلك راجع لنقص التأهيل. هذا الإنسان اللي راه شد زمام الأمور ومش مؤهل راح يكون عطاء تاعه ناقص، لأنه مش مؤهل، لأنه معلوم أن فاقد شيء لا يعطيه. الأمر الثالث قد يكون أصحاب الكفاءات في المناصب اللازمة لهم، نشوفوها هذه، ورغم ذلك نجد الرداءة. لماذا؟ أنظن أنا يا جمعت الأمرين في الأمر هذا في سببين. الحاجة الأولى عدم حب التخصص، يعني يقدر يكون واحد متمكن متخرج من جامعة وراه في مكانه ولكن ما يبدعش ما ينتجش، يكون راجع إما لأنه ما يحبش التخصص هذا اللي راه فيه فلذلك ما يبدعش فيه، أو اعتماد سياسة القهر والاستبداد وتقييد الحريات، يعني يكون مقيد ما يقدرش، سوبيريور تاعه ولا المسؤول اللي عليه يقول له احبس غير كم. وربما كاين عندي حكاية تمثل في هذه النقطة الأخيرة اللي ربما جعلتها أنا كذلك سبب خامس. قلت سميتوه أسباب سياسية راجعة لضعف القرارات السياسية. من بينها حكى لي واحد الزميل هنايا صديق ليا، الأب تاعو كان يخدم في البي تي تي بعد الثورة مباشرة، كان يخدم في البي تي تي وكان يعني كان في القمة، كان من المسؤولين في القمة. خرج في سنة من السنوات لاحظوا أن كل هذوما اللي يخدموا في البي تي تي أغلبهم يعني يعذروني الإخوان استعمل هذا المصطلح، أغلبهم قبائل، أغلبهم قبائل ومكنين ما شاء الله قاريين. فخرج قانون سياسي شوف كيفاش يسقموا ما شاء الله، سماوه حبوا يديروا ليكيليبر ريجيونال، يعني علاش غير القبائل اللي يكونوا زعما يعني غير على البي تي تي، غير هما اللي يكونوا في الاداره من فوق. واش يعملوا؟ اضطروا انه واحد يكون كان مدير يحبطوه يجيبوا واحد اخر ما يكونش فقط قبائلي، يكون شاوي يجيبوه من الصحراء يجيبوه ما نعرف منين، وين يكون اقل كفاءه. لاحظ مليح، وهذاك اللي كف اللي مؤهل حطوه في بيرو غلطوا عليه قالوا له اقعد هنا وتخلص لاقي تاعك. هذا يا سماوه، هذا قرار سياسي سماوه ليكيليب ريجيونال، هذا خطا كبير. ما يمدوش ان كما قال الاخ توسر بن جزيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا يا رسول الله وما إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. السبب الأخراني اللي طميته هو عزوف أهل الاختصاص عن أخذ المبادرة والمشاركة في البناء والإبداع. يعني بعد ما تسود وبعد ما يهمشون جبراً
او قانونا لو صح التعبير، كي لما يعني يقيدوا الحريه تاعهم، فراح يكون هذه الطاقه الخلاقه انها تستسلم للامر وما ياخذوش المبادره، فهذا يكون كذلك سبب لتوفر الرداءه، والله اعلم. نعم، شكرا اخي سمير من امريكا. الاخ تونسي مازالك معنا؟ نعم. أيوة. الأخ تونسي، إيش ما تزيد ضيف لنا بعض النقاط فيما يتعلق بالنقطة نتاع الأعراض، أعراض نتاع الرداءة. ومنين تجي الرداءة هذه؟ منين تجي الرداءة؟ شكون تصيب الرداءة؟ شكون اللي تقيسهم؟ أسكو الناس اللي عندهم المناعة، عندهم المناعة تقيسهم الرداءة ولا ما تقيسهمش؟ شوف من الاخ سمير. نعم سمير. يعني كما قال لك من برا ممكن ما يقدرش يشوف الرداء، يعني معايشين في بلاد كما فرنسا والامريكان، الرداء هي تاعهم تشوفها في النوعيه. نعم، شوف اللي يخدم خير هو اللي يبان. نعم، احنا العكس، يعني في البلاد تاعنا تعيش في البلاد يشوف الرداء هذه، وخاصة شكون يشوفها الناس اللي متمكنين، يعني عندهم علم وعندهم ثقافة، مش علم النقطة، فهمت؟ لأن الناس كان عندهم الدبلوم، هو الدبلوم مزور، ما دخلش حتى الجامعة. دوكا أنا عاد نشوفوا فيها كما قلت في عين الصلاح، ما عنده لا باك لا والو، يدخل الجامعة باش الجامعة ويحطوه بلي يقرا في الجامعة باش من بعد يدي الأرض الزراعية. نعم، بلي ياخذ يقرا في الجامعة تاع الفلاحة باش يدي الأرض، وهو راه ما دخل مولو. المهم الرداء شكون اللي يتسبوا فيها؟ هي اذا اسند الامر الى غير اهله، وشكون اللي يمد الامر هذا؟ شكون اللي يمد الوظيفه؟ الوظيفه العمومي مثلا، تلقى حتى واحد وهي كما نقول الشؤون الدينيه مثلا، ما عنده لا مستوى في الشؤون الدينيه، لا قاري الدين، لا قاري اختصاص علوم شرعيه، لا كذا، واشني عنده المعرفه بويو مثلا باتريوت ولا بويو انسيان مجاهد ولا واش كاين، يصبح هو في الامام، يعرف يقرا الحمد لله، يقول هو الله وكله، يحكم مسجد والورقه عنده. نعم، عنده ورقه لي كيف عند الشعب، تلقى في هذاك الناس اللي يقراوا يشوفوا الرداء، تلقى مثلا الدكتور يسلم الدوره واحد امي. السلام عليكم. وعليكم السلام. صبر الاخ الكريم يكمل المداخله نتاعو ونجي ليك. حتى كي يعود يتكلم يعني في الجمله واحده، تلقاه هي في الكسره ما هي في بلاصتها، الضمه ما هي في بلاصتها، الفتحه ما هي في بلاصتها، ويخاطب في الامه، يخاطب في الشعب كما قال اخويا عبد الاستاذ عبد السلام. بعض الاحيان يعني والله العظيم يعني ما جاتش خطبه، يعني ما تقدرش تتكلم فيها غير تقول وحبس توقف شنو تتكلم. تخيبنا احنا هايشه، تخيبنا هويش، احنا ما نفهموش راك تكلموا. تقصد الامام ولا؟ ايه نعم، تلقى الامام سبحان الله يصلي على النبي، تلقى الاخ من فضلك طفي الميكروفون، الله يبارك فيك. نعم، كيف دخلت الرد، شكون اللي عطاه الوظيفه؟ فهمت؟ هو ما عندوش حتى مستوى، ما عنده حتى ديبلوم، لا اصل، تلقى يجي اللي اعطاه الوظيفه هذاك هو اللي سبب اسباب الرداء، هذاك هو صاحب الرداء. تلقى كما قال لك ما يخليش من الكفاءه باش يبدع، لا كان الابداع، انا نجيب مهندس ولا دكتور في مصنع من المصانع وين يكون. نعم، ولا ثقافه، تلقى ما يعطيش الوسائل اللي تسمح له باش يبدع. فهمت؟ في مجال مثلا الرياضه، انا قلت لك كل واحد اختصاص تاعو يقدر يفسر شويه. في مجال الرياضه تحكم حتى فريق وطني، ولا تحكم فريق من الفرق اللي تلعب في الصف الوطني، ما يعطيوش الوسائل، ما يعطيوش لي مويا، ما بالوات، ما يعطيوش لي سيرسو، ما يعطيوش امكانيات، فهمت؟ ما يقدرش يقدم الشيء اللي كيجي في برا، يعطي والو، يديروا له الحرير في الطابي في الصفات، الشيء اللي يطلبوا يجيبوا له،
ويبان بلي هنا المدرب تاع الغرب راه يخدم خير من تاع الداخل، وهي ما كانش منها المدربين تاعنا والله. حنا كون تعطيه الوسائل، تعطيه لي موان يبدع، فهمتي؟ ولا تخرجوا الخارج، شوف برك يخرج الجزائريين خارج تلقى يخدم في كلش، في الطب، في الخدمه، في الصناعه، في الاختراعات. هاو حاكم اللازا ديال الله، حاكم ديريكتور تاع اللازا، الاخر سبيسياليست كومي سبيسياليست في المون في الروبوات، هو بنتومي هذاك. نعم جزائري يعني تلقاهم يبدعون، تلقاه في مجال الرياضه كيكون في الجزائر محقور ما عنده حتى مستوى، كيما زيدان. زيدان كي كان في الجزائر كان هب، هو خرج الخارج لقى لي مويان لقى كلش، شوف كيما ولا هو الاول في العالم. احنا كيما نقول الرداء هو الناس اللي حاكمين زمام الامور. نعم هو متسبين، متسبين في الرداء، فهمت؟ هذه يعني بصفه مختصره. نعم ممكن نخشوا في امور قاد يدي طايفه، تشوف ساعه الرداء تمشي، تشوفها تمشي الاردن وماش تسمع بها برك، والله غير تشوفها تمشي. يعني حتى النظافه، النظافه تدخل تاكل في ريستورون تلقى شكون يعطي له الرخصه، ولا شكون اللي راه يمد له 3 طوال و 4 طوال، وهي تلقاها مستوى هابط مره، ما كانش ليجيان، ما كانش نظافه، ما كانش مكونات الصحيه، ما كانش تلقى البخوش يمشي قرنو يمشي، واعطينا سدي 3 طوال 4 طوال وعايش لاباس عليه، وتلقى الطابله مسخه لفراشك وعارف اللي يغسلوا بهم القهوه، اللي يديروا بهم القهوه مش نظاف. نعم تلقى الماء تاعنا اللي يغسلوا به الماء الخامس. نعم زيد حتى حتى لتحت خلاص. في التعليم تاعنا الولاد تاعنا تلقاها حتى ستين اللي يخدم به يخدم، والله غير يخدم ثلاث ايام اربع ايام سلام عليكم يروح يفزت. نعم في محلات ما هي من محلات الكراس، ما هو كراس يا الله من سعادة. أنا الرداء راهي فاتوة، ودخلت في شفتو في التربية، في مجال التربية، يعني وين تخدم أنت الجيل، تكون الجيل اللي تحتاجه البلد على المستقبل تاع 50 سنة على 30 سنة، لأن الأمم تتحسب بالأجيال، ما تحسبش اليوم غدوة. نعم نقول رجع برك وغدوة خلاص. الأخ تونسي، تمشي بالأجيال. الأخ تونسي، أنا كنت طرحت لك سؤال وطرحته على الإخوة نتاع الأعراض نتاع الرداء. هو قبيل أنا أعطيت مثال للأخ سامي، قلت أنا من أنه تسمى كاينة أعراض، مثلا مرض، لأجل باش تعرف أنت الديتكتي نتاع المرض، المفترض هو أنه يعني باش الديتكتي المرض هذيك كاينة أعراض. مثلا قال مثلا انسان عنده شقيقه يجيه الالم في نتاع الراس، قال مثلا يتقيا، قال كذا. الاخ واسمه نتاع واسمه طفي الميكروفون من فضلك للمره الثانيه. قلت لك انا درك الان انا في رايي هكذا من تجربه، هو انه الان صاروا مثلا في هذه الدول المتقدمه صاروا حنا يقيسوا بين الرداء، فهمت؟ لما مثلا يكون عندك دبلوم قال مثلا في الاعلام يقول لك انت وين قاري، قال مثلا في الجزائر انت باين باللي الدبلوم تاعك ما عنده حتى معنى، ولا يقيسوا بين الرداء، فهمت؟ روح دوك مثلا يجي انسان مثلا قاري في مثلا في اوروبا قال مثلا دكتور، يجي يقبلوه، بينما لما يكون مثلا دكتور جزائري يعطيو له ادسوانيون. ولا يقيسوا بين الرداء من كثره الرداء، ولا يقيسوا بين الرداء. مانيش عارف اذا فهمتني الاخ تونسي. فهمتك. يعني شوف في جميع المستويات في جميع الامور، يعني تقيس الرداء تلقى الرداء، فهمت؟ باغ كونتر احنا بقى نعطيك مثال، احنا بقى رانا في ميدان حي، رانا في اسطنبول. نعم وخرجنا كما نقولوا الناس الجزائريين والله هنا معنا يحتفلوا بالفرحه تاع عبد الجزائر تاعهم. نعم داروا لنا العشاء، ربي يجازيه بخير. اسمه ابراهيم تاع ابراهيم. شفتوا راهو ثم والله. ايه هو ابراهيم هو. يا عيط له، عيط له، قول له اسمع، قول له هيا. هو يتكلم معك. هاي. شنو ندير شنو ندير خويا في الكتاب؟ اهلا واش راك؟ واش راك شنو ندير؟ والله لاباس الحمد لله، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. واش راك؟ واش راه من الخوا ثم في تركيا؟ يا خويا البركه
عليكم ان شاء الله. الله يسلمك، رانا دايرين برنامج بالنجاح تاعو الاخ ابراهيم. اخ ابراهيم احنا رانا انا كاش نساهموا في كاع الخير. ربي يبارك فيك الاخ ابراهيم. رانا نحكيو في الموضوع نتاع الرداء اليوم في الاذاعه ان شاء الله بين وحدكم وكاش حاجه احنا كمان. انا خلي بيع المشي اللي تستهنا. الله يسلمك. شفيت عليه هبطنا. اسمع، نهار اللي هبطنا في الليل انا وشريف كان معنا اخونا واسمه هذاك الازهر هكذا. عقبوا الازهري. درك نجي لكم الاخوه اللي راكم تستناو، درك نجي لكم بالواحد ان شاء الله. وعليكم السلام الاخ الازهر، واش راك؟ والله لاباس الحمد لله. واش راك انت؟ والله لاباس الحمد لله يا اخويا. ربي يبارك فيكم. رانا نحكيو الاخ الازهر على الرداء. الرداء في الجزائر، الرداء منين تجي؟ والله تجي من حكام الشعب في زوج. صح. ولا الشعب يقبلها؟ نعم يقبلها واللي يعيش فيها. ربي يبارك فيكم ان شاء الله. مهم الاخ تونسين نخليوك مع الاخوه ثم بصحتكم. واسمع كل 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 لقمه وقول هذه في خاطر الجماعه تاع اذاعه وطني. اسمع احنا رانا ياخذوا كل في خاطر الاخوه. ربي يبارك فيك ان شاء الله يكون بخير ان شاء الله. احنا رانا اخونا ابراهيم ريستورون تاعو ربي يجازيه خير ان شاء الله. ربي يبارك فيك وسلم لنا على الجواعه ثم كامل. هو رانا نحس وحدك شغل اخرى في الجزائر بصح تشوف النوعيه. نعم تاع الطبيخ تاع الزاد طيبوا هاد السيريين. نعم شوف وقت الشهر يعني بس كل مولان موجودين والناس يخدموا لهم. نعم يقدم لك خدمة يقدم لك صح من قلبه وهو فرحان. منافسة منافسة يا كون ما تخدمش مليح هنا واش ما تتبانش احنا اللي هي. شوف هو راه عنده مثلا سلعة رديئة ويبيعها لأنه ما كانش اللي ينافسه. شوف ينافس هو اللي يجيبها. نعم اللي ينافس هو اللي يجيبها. كون جا اللي ينافس حقيقي يعني إنسان منافس صح تلقى والله تلقى الحاجة المليحة. نعم هو كما نقول الرشا محميدة ولا عبد الميد. نعم هو المنافس هو اللي يشري هو اللي يبيع هو اللي كل شيء. نعم شكرا شكرا اخي تونسي اخي تونسي. المهم شكرا سلمنا على الاخوه ثم كامل. كما قال لكم ابراهيم لكم تحيه الجزائر. ربي يبارك فيك. الحمد لله ربي يعطيك العافيه. الله يسلمك. صح شكرا بارك الله فيك. سهره ممتعه الاخ تونسي. شكرا. الاخ سلمان من لوكسمبورغ تفضل. مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. واش الموضوع اليوم اخينا؟ الموضوع نتاعنا اليوم هو الرداء في الجزائر والتغيير. الرداء في الجزائر والتغيير. نعم والله الرداء في الجزائر واش نقول لك. المرض هذا ما يخلص في الجزائر. منين يجي هذا الرداء؟ منين تجي كما قلت لك واحد المرة هضرت معك من التربية يعني ما عندناش لا ماشين اللي تبروديزي الرجال راهي ميتة جميع لا ماشين. ما فئة برك اللي راهي حاكمة فئة اللي راهي عايشة على ظهر على قول يسمى كي نديرو لي كالكيل هكذا في زوبوا واحد 5 ملايين عايشين على ظهر 30 مليون. نعم فهمتني. ما بعد كما شو نقول لك ما تقدرش يعني تحدد لها اكزاكت لان اليوم كنت نهضر مع واحد كثروا يا اخينا كثروا الطوبات من يعني من تحوس كاين الرجال على كل حال حاشا لله الناس هذوك اللي يسيو يخدموا يسيو يعني يلقاو الحل ويكسروا كاين واحد اخرين شياطين من الانس يكسروا عارفين بلي هذوك الناس صلاح حابين يسكموا الحاله حابين يعني
يطلعوا فئه من الناس اللي قادرين يخدموا يكسروه يبقى تاني منهم. وهذه هي. نعم شكرا الاخ سلمان هكذا من لوكسمبورغ. عادل من باريس مرحبا بك اخ سلمان الميكروفون من فضلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نسلم على كاع الجماعه ونسلم على سي التونسي وسي عبد العزيز ونطلب لهم الشفاء. الله يبارك فيك والرجوع الى الارض ان شاء الله. ان شاء الله. الاخ عادل احنا رانا نحكيو على الرداء. راني كنت نتبع. نعم تفضل. من فرنسا ليس من باريس. نعم مرحبا بك من فرنسا. المشكله كي شخص نجم شخص مثلا نجيبوا المثال على الغناء يعني الرداء كي تشوفها من شخص في الغناء مثلا المعارضة تاع الرداء مثلا هي الرأي مثلا. نعم الرأي نعم غناء الرأي غناء الرأي هو شنو الرداء في الغناء. نعم وكي نجيو نشوفوا في التاريخ بعد الاستقلال يعني دول دول قلت كي نجيو نشوفوا في الغناء الغناء الغربي غناء منسجم يعني هند والغناء العرب هو غناء غير دونك خلال في الدول العربية خذا الجوهر هو ال ودخلناها في هذا القالب العربي ودخلنا فيه العربية. أخ عادل أسف جدا راه عندك الصوت يتقطع. عاود أخرج وعاود أدخل باش يعاود يرجع لك الصوت. عاود أخرج وعاود أدخل. إذن في انتظار عودة الأخ عادل فيه بعض الإخوة طلبوا على جل باش نضيفهم لأنه ما نقدرش أصبرني الأخ عادل كاين بعض الإخوة نضيفهم لأنه لما نضيفهم يتقطع الصوت. المهم نحاول هو أنه نضيف بعض الإخوة وإن شاء الله بعد ما نضيفوا هذا الإخوة. المهم إذا الإنسان اللي حبي يجي يشارك معنا يكتب لنا رسالة قال أنا فلان من المدينة الفلانية حتى باش نضيفه في هذا الحوار في انتظار هو أنه نعود للإخوة اللي راهم معنا في هذا الحوار. إذا راني أضفت الإخوة اللي طلبوا الإضافة الآن في 5 ولا في 6. المهم الإنسان اللي حبي يشارك يكتب لي رسالة قال أنا فلان من المدينة الفلانية حتى باش نعرفه باللي راهو يحوس يشارك معنا في البرنامج ويتفضل بالمداخلة. تفضل الأخ عادل من فرنسا. يعني كما قلت لك يعني الشيء اللي صار في الغناء صار في الفكر يعني في الفكر في الاقتصاد في كل شيء يعني جبنا القالب الغربي وبغينا ندخلوا فيه اللي تاعنا وهذا هو الغلط لان كي نوافق الفكره تاع سي سمير من كندا وهو ان بعد الاستقلال المشكله وهو ان كاين الحريه والمساواه كاين الحريه والمساواه المشكله وهو ان أولنا يعني فضلنا سبقنا المساواة قبل الحرية وهذه هي المشكلة يعني هذا صارت في جمال عبد الناصر دارها ومدين دارها يعني كي سبقوا المساواة يعني داروا 90% الشعب في جيبهم دونك سكي في من بعد ما بقاش حريات يعني حتى ولو انه لو كانت عندهم نيه صادقه حتى ولو كانت عندهم نيه صادقه احنا ما نشكوش في النيه تاعهم ولكن
الفعل تاعها، الفعل تاعهم هذاك النتيجه تاعها رانا نشوفوا فيها دروك، يعني كي تسبق المساواه قبل الحريه، يعني ربي اعطى الحريه هي اول حاجه، يعني ربي دار باللي في هذه الدنيا هذه فتنه، يلزم تكون فتنه، يعني وباش الفتنه هذه بالحريه، يعني كما يعني ربي خلق العبد وقال لها يعني عنده الحريه باش يامن فيه الاعراض. يا الاخ انت الاخ عادل، الاعراض انت الرداء، ما تخرجناش من الموضوع، بقنا في الموضوع، اذا عندك ما تقول لنا في هذا الموضوع. ايوه الاعراض، اعراض كما قلت لك الاعراض، يعني من المشكله مثلا نجيب لك المشكله تاع الثوره الزراعيه، هي كي تجي تشوف فيها، كون تجي تشوف فيها من الجوهر الاسلامي، هي صحيحه، ولكن كي دارت في قالب اشتراكي فشلت، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كي اعطى اراضي، مانيش عارف اذا راك فهمت السؤال تاعي. الاعراض نتاع الرداء منين تجي؟ راني قبيل عطيت واسمه بعض الامثله، كنت نتحدث مع الاخ سامي، وكنت نتحدث مع الاخ تونسي والاخوه اللي كانوا يسمعوا فينا، كاينه اعراض مثل المرض مثلا، الانسان اللي راه عنده شقيقه عنده الام في الراس مثلا، المرض هذاك لما الانسان يكون عنده الم والالم هذاك يتكرر وكذا، ربما عنده قيء، ربما كذا، لما يروح للطبيب، لما يبدا يحكي له على الاعراض، يقول له واش صرا كذا، يبدا يحكي له على الاعراض، هو يقول له باللي عندك شقيقه، لما يدير له راديو ولا كذا يقول له راه عندك شقيقه، يعطي له تريتمون، قال مثلا تستعمل التريتمون هذه لمده شهر ولا شهرين راك تبرى، واذا كان التريتمون ما تنفعش ربما تحتاج الى عمليه جراحيه وهكذا. درك حنا رانا نحكيو في هذا الموضوع نتاع الرداء، لما احنا نعرفوا الرداء واش هي، لما نشخصوها، ولما نحدوا الخلل وين راهو هو، من بعد نعطيو الحلول. احنا دوك الاعراض تاع الرداء هذه منين تجي؟ المشكله وهي الاعراض تاع الاعراض تاع هذا الرداء راهي باينه كاع الناس راهي تشوف فيها. يعطيهم لنا سيدي، سميهم لنا، سمينا الاعراض تاع الرداء، سميها منا. بغيت تسمع كيما قلت لك الاعراض تاع الرداء، الراي مثلا في الغناء، الراي في الفكر، الكتابات رديئه، الكتابه رديئه، الصحافه كيف الصحافه رديئه، فهمتني؟ يعني بصح واش هي؟ شوف نعطيك، اسمع لي انا نطلب من كل الاخوه، الانسان اللي راهو عنده جواب، يعني متمكن، سواء كان طالع ولا قرا كتب ولا مقالات ولا كذا، يحاولوا انه يضيف. اذا كان ما لقاش، اسمح لي اذا كان ما عندوش ما يمد، يخلي الاخوه اخرين حتى باش ما نساهموش في الرداء نتاع البرنامج. نعطيك انا اسمح لي نعطيك انا كما يقولوا راس الخيط على جال باش تفهم سيدي. مثلا من بين الاعراض نتاع الرداء الجهل. الجهل يعتبر عامل من ولا عارض من الاعراض نتاع الرداء، الجهل، الفساد، فهمت؟ الفساد، المحسوبيه تقدر تكون المحسوبيه عامل من العوامل تاع الرداء. قال مثلا انسان راهو في بوست يدير بني عمو، يدير خوه، يدير ابن العشيره تاعو، صهره وكذا، بهذيك التصرفات هو راهو رايح يساهم في الرداء. صحيح، تفضل. والمشكلة أن الجهل هو درجات. نعم. الجهل درجات، يعني إنسان مثلا نجيبه إنسان جاهل مثلا في أقصى الهرم، وجاهل في 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 في, في أعلى الهرم، راه الصدى تاعه مش كيف راه الإنسان كيكون جاهل يكون في قمة الهرم، راه اي حاجه يديرها راه عندها مؤثرات كبيره. نعم. هذا هو القصد اللي بغيت نقوله. نعم.
وشكرا يا طويل. شكرا للاخ عادل من فرنسا. اخ عبد الرحمن اذا كان ممكن تزيد ضيف لنا بعض الاشياء. نعم الاخ نور الدين، مانيش عارف وين راكم لاحقين. رانا نحكيو في الاعراض نتاع الرداء، ومنين نعم. تجي الرداء وشكون تسيب الرداء؟ نعم الاخ نور الدين، في الحقيقه اعراض الرداء تي يمكن ان نلخصها في التخلف والانحطاط. التخلف. نعم التخلف والانحطاط هي السمه العامه للرداء. نعم بالإضافة إلى الأزمات، يعني تأزم والركود. نعم الركود في جميع المجالات، هذا هو يعني السمات. يعني منين تجي الرداء؟ منين تجي الرداء؟ الأخ عبد الرحمن قبل أخونا سامي من كندا قال لك تجي من الاستبداد. شوف الرداء صحيح أن الاستبداد يغذي الرداءة ويكرسها، ولكن الرداءة تأتي من يعني خلال يعني عدم وجود الكفاءة والأهلية. نعم من الجهل. الجهل. نعم 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 الكفاءة والأهلية لابد أن يعني تكون فيما في توضع الأشياء في نصابها يعني. نعم. فإذا يعني أقصيت الكفاءة وهمشت الأهلية فإن من يتولى يعني زمام الأمور في جميع الميادين وفي جميع المجالات هم الناس الغير أكفاء والناس الغير يعني أهل لأن يكونوا يعني في المجالات تلك التي يعني يتصدون لها، وبالتالي هذه هي يعني. وش كنت تصيب هذا الرداء؟ يعني الرداء تصيب الجميع. أيوة تصيب الجميع عن طريق مثلا الإعلام لو كان ما يكونش محتوى جيد. قال مثلا كما قبل درك ها وخونا ربما خانوا التعبير خونا عادل من فرنسا، مثلا الغناء لما ما يكونش هذا الغناء انت جودة وانت كلام موزون وانت كذا، هذاك الغناء قادر يكون مثلا فيه فساد فيه كذا ونوع عرضي، قادر هو فيما بعد يصيب المجتمع. لما ما يكونش فيلم ثاني مثلا يكون مدروس ويكون ذا محتوى جيد راه رايح يصيب المجتمع. لما يكون مثلا دوك حنا رانا قلنا عارض من الاعراض نتاع الرداء، قادر مثلا يكون الاستاذ هو في ظرف جهل، فيما بعد راه رايح يصاب التلميذ بالجهل. نعم لانه كما قلت قبل الاخ سامي فاقد الشيء الى يعطيه. بالتالي درك حنا لما تكون كاينه رداء في القطاعات الكل، فيما بعد واش رانا رايحين نصدروا للناس اللي يتمس الشعب كامل. رداء في الاعلام رايح يصاب الشعب بها، سواء من خلال الصحف او من خلال القنوات الفضائيه او من خلال الاذاعات او من خلال الانترنت رايح تصب الرداء. هاك تشوف مثلا علاش انت مرات تشوف انت موضوع نتاع انسان مفكر وربما يتابع عليه ويقعد عليه ايامات على دال باش يديرو، ما تلقاش واحد يعلق عليه. نعم وتلقى صحيح. صورة نتاع قرد يشطح تلقى فيها 4000 تعليق. لماذا هذاك الانسان راه يساهم في الرداء؟ والناس هذوك راه مصابون بالرداء، مصابون بهذا المرض. بالتالي النتيجة هي الرداءة، النتيجة هي التخلف، النتيجة هي الانحطاط إلى آخره. نعم تفضل أخ عبد الرحمن باش نمشيو للخلل منين راهو جاي. نعم قلت بأن يعني الرداءة تصيب الجميع وتصيب جميع مناحي الحياة، لأن الرداءة يعني من الإنسان يعني هي مرض وهي عاهة يعني والدة للسلوك الإنساني يعني، وهي تصيب الإنسان في جميع مناحي الحياة. تصيبه مثلا نعطي مثال، الشيء الذي يؤثر، نحن نتكلم يعني عن الحالة الجزائرية، يعني المنابر التي تؤثر وتبني
الفكر والسلوك الإنساني في الجزائر معروفة، هي المدرسة والمسجد. إذا كان هناك كانت هناك برامج دون المستوى، يعني وهذه البرامج هي خالية من الروح التعليمية ومن روح الأهداف أو من روح الأهداف يعني أو من روح مشروع مجتمع، وكان المسجد يعني يتولاه أو يتصدى يعني للتدريس أو الخطابة أو التعليم أو التربية والتنشئة في المسجد، من ليس أهلا كما قال يعني الشاعر تصدر للتدريس كل من هو سن بليد تسمى بالفقيه المدرس. إذا كان هذا هو الوضع فإن يعني المجتمع سيصاب يعني بانحطاط وتخلف يعني رهيبين، لأن أول ما يصيب يعني الإنسان يصيبه يعني في فكره، وهذا الفكر إذا لم يجد من يعني يقومه وينوره يعني فإنه سيصبح يعني فكرا يعني مشلولا، وس يعني هذا الفكر المشلول سيؤثر يعني على السلوك الإنساني، فيصبح سلوكا غير يعني حضاريين وغير يعني سلوك غير منتج وغير نافع، بل هو سلوك يعني هدام. ويعني وما يعني هذا الإعلام والآخر إلا يعني صورة من يعني فجة يعني وسمجة يعني من تخلف في الميدان في هذا المجالين يعني. نعم هذا هو. نعم شكرا للأخ عبد الرحمن من بومرداس. الأخ مهدي من بلجيكا، كش ما تزيد ضيف لنا بعض النقاط في هذا المجال عجل باش نمروا باش نحدوا الخلل وين راهو. أخ مهدي، سمير قلت لي من أنه هجرة الأدمغة عرض من العوارض نتاع ردا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كش ما تزيد واسمو تفهمنا في هذا نتاع نعم هجرة الأدمغة. واش تقصد الأخ سمير؟ تقصد من أنه لما هذ الناس الأدمغة يخرجوا دليل من أنه تسمى البلاد اللي راهم عايشين فيها فيها الرداء. يعني راح يكون هذاك راح تكون الرداء نتيجة لأنهم خلاو أماكن فارغة، فبالتالي راح يملأها من هو دونهم في الكفاءة. صح. لاحظ إما يكون على أن يخرجوا يعني تهجر الأدمغة من أي بلد، إما لوجود مستوى الرداء أو للاستبداد اللي ذكرناه، أو حبا هذاك إرادة منهم أنهم يخرجوا. نعم. إذن الرداء أول نقدر نلقوها على حسب التعريف سي نور الدين ذكرنا. نعم. انها هي عكس الجوده، فكل شيء او كل منتوج في نظري هكذا، كل منتوج ينتجه الانسان اما يكون هذا المنتوج ان صح التعبير معنويا، كمثلا مفكر يكون المنتوج تاعه معنوي، أو أديب أو مسرحي أو مغني أو طبيب، والعكس يعني المنتوج المعنوي منتوج مادي. فكل المنتجات اللي يخلقها الإنسان أو اللي يصنعها متعرضة لأن تكون رديئة أو تكون جيدة حسب صفة الإنسان هذا. فلو كان هذا المنتج ذو كفاءة وذو إبداع وحب للتطلع، عنده حب للتطلع، فأكيد سيجيد في صنعته، والعكس كذلك، العكس صحيح. نعم. شكرا أخي سمير من أمريكا. شريف نقطة نردين الله يجزيك.
مقبل، انت في بدايه الحصه اشرت الى الاتقان، اننا ديننا حثنا اننا كمسلمين نتقن في العمل تاعنا. شفت انا وانت تحكي وجهه نظري، يعني رؤيه تاعي ان الاتقان هي كما يقولوا فاتت، كيفاش يقول لك، الجوده، لان احنا عكس الرداءه هي الجوده. مجرد ان اي واحد ينتج منتج ويكون جيد فهو راه بعيد عن الرداءة، أما الإتقان فحاجة سوبر، امتياز يعني، امتياز يعني أكثر من الجودة. نعم. الله يجازيك ردي. شكرا أخي سمير. شريف من بريطانيا، مرحبا بك. أهلا وسهلا الأخ نور الدين، بارك الله فيك. راهو يسلم عليك، يسلموا عليك الإخوة من إسطنبول. وراهم عند خونا هذاك اللي رحنا معاه في السياره، شفتي عليه هذاك اللي كنا في لوبيتال ورحنا معاه في السياره، راهم عنده اليوم، راهو عرضهم باش يتعشاو. اي اخويا بصحتهم ربي ان شاء الله. هي ربما راهو ربما راهو خونا التونسي وجماعه راهم يسمعوا فيه. اخويا نبلغ لهم السلام، لا سمعوا راجي وطني ولا يعطيهم الصحه. الله يبارك فيك الأخ شريف. الموضوع نتاعنا اليوم هو حول الرداءة في الجزائر. نعم. والتغيير. رانا قطعنا شوط في في هذا الموضوع. المهم احنا الآن درك بقات لنا نقطتين نتاع الخلل، وين راهو، كيفاش باش نحاربوا الرداءة. مانيش عارف إلاكش. نعم. ما سمعت لنا شوية. نعم سمعت، كنت نسمع. أيوا تفضل. ودخلت سمعت تبع الأول ودرك راني اتصلت. أوكي. نعم. أنا حبيت نقول يعني كنت تكلم كذلك عن أعراض الرداءة. نعم. من أعراض الرداءة هو المسؤول يكون رديء. هذه يعني من أعراضها، لأن لما تذهب أي مكان وتشوف المسؤول اللي حاكم أي شيء من الأشياء الثقافية، يعني حبيت تقول لي باللي إذا كان الرئيس رديء الشعب ما عندك ما تسأل. نعم، يعني المؤسسات تصبح رديئة، وإذا المؤسسات أصبحت رديئة فذلك يدفع إلى الشعب أن يكون رديء، لان كل حاجه متعلقه سلسله، يعني ما تقدرش انت تنحي حاجه وتجيب حاجه، ما تقدرش انت دير انسان يعني في القمه في المستوى وتلقى شركه يعني رديئه، يعني المعادله ما تجيش. يعني انت مع كما تكون يولى عليكم. لا، مش في قضيه كما تكون يولى عليكم، لان في بعض الاحيان، لو كان الان في الجزائر مثلا، نعطوا مثال بسيط باش الناس تفهم، لو الآن في الجزائر يوقع فيها حراك وتتغير الأمور ويجيوا ناس أكفاء في الأخر، الشعب الجزائري هذاك اللي كان رديء يصبح عنده همة ويصبح يتقن في العمل. لماذا؟ نعم. لأن كلها مربوطة بالقيادة، أنا في اعتقادي. لماذا؟ لأن ربما تجد بعض الشعوب في العالم كانت. نعم. يعني الأخ شريف حبيت تقول لي من أنه القدوة، تسمى إذا كان كما نقوله القائد والله المسؤول كان هو قدوة. نعم. قدوة في العمل الجيد، وقدوة في النظافة، وقدوة في الوقت، يعني في التوقيت، يعني يكون مثلا هو منضبط في التوقيت نتاعو، منضبط في العمل نتاعو وكذا، بالتالي هو هذاك الانضباط نتاعو راهو رايح هو ينعكس ايجابا على العمال اللي راهم يخدموا في الشركه هذيك، ولا في المؤسسه، ولا في الجامعه، ولا في اي مكان. اذا كان المسؤول هو فاسد، اذا كان المسؤول مش منضبط، اذا كان سارق، اذا كان فاجر، اذا كان راشي، بالتالي المؤسسه هذيك يكون كما يقولوا الفار يلعب فيها. معلوم، هذا هو. ونستطيع نعطو في بعض الأحيان، يعني الإنسان من حياته الشخصية أو من حياة العائلة يعرف، في بعض الأحيان تلقى رجل مثلا يعني في عائلة يكون إنسان يعني تايه، يعني رديء في كل شيء، فتجتمع الأسرة وتحاول أن باش تضبطو، دبر له مرة كما نقولوا مرة عليها الكلام. فيزوجوه، فبعد المدة تلقاه إنسان استقام، ولا يعني إنسان راحت الرداءة وراحت تلك الخلق السيئة وراح كل شيء. ماذا؟ لأن الزوجة أو المرأة اللي تزوج بها هذه كانت امرأة كما نقولوا حديدية، فقامت
رجعاتو يعني، والعكس في بعض الحالات القمره مثلا تزغد يجي راجل اللي انسان لاباس به ربما يتزوج بها ولا حاجه يدير نفس الشيء. الشركه اذا كان انسان راجل خدام وتربى على الاخلاق وتربى على العمل الصالح وهاد الامور كلها، لما تحطه في القمه فهو لما ياتي بكيرا الى العمل مثلا هو بدا 8 يكون على 7 ونص في المكتب تاعو، فهو بلا ما يتحدث مع العمال يلقاهم هما ما يجوش متاخرين. لماذا؟ لانهم يشوفوا المعلم تاعهم ويجي على 7 ونص والخدمه تاع 8، فهم يحاولوا كلهم انهم يجوا بكري، فهذا يدفع مش قضيه انه فقط بالعقوبات حتى بالقدوه. فتصبح يعني يصبح العامل من رديء في مثلا في الاوقات تاعو، معناتها يجي على 9 في العود على 8 يجي ربما 8 غير 4 8 غير 10 يحضر نفسه يبدا يخدم. ونفس الشيء لما ياخذ استراحه ما يطولش في استراحه، مثلا عنده نص ساعه يجوز نص ساعه، لانه يشوف المعلم تاعو انه الانسان هذاك راهو يحترم الوقت. نفس الشيء هذه الامور كلها حتى في العائله، لما يكون الاب والام في القمه الاولاد يتربون في هذاك الجو هذاك يصبح ما يكونش هناك الرداء. وهذا هو يعني الشيء اللي كان في بعض الاحيان الرداء. مثلا احنا في الجزائر الرداء مش قضيه جايه عفويا، في بعض الاحيان الانسان هو مسؤول وهو رديء، لكن لا الرداء يعني كانها عامل مدروس لجعل الرداء هي الاساس في الجزائر. وش هو الهدف منها الاخ شريف؟ الهدف تاعها هو تكسير الجزائر، وهو تهديم الجزائر، تهديم تاريخها، لان تاريخ الجزائر لو انسان يروح يقرا تاريخ الجزائر، الجزائر دوله عظيمه منذ الزمان، كان كما نقولوا الافرنجه كان يديروا لها مئات الاف الحسابات. نعم. وجاوا استعمروها وحبوا يجعلوها في الرداء او ما قدروش، لكن للاسف الشديد انه بني جلدتنا قدروا انه يأطروا هذا الرداء في المجتمع للاسف الشديد، لان حتى في وقت فرنسا المستعمره ما اللي حبست تدير الفساد والرداء في الشعب الجزائري ما قدرتش. لماذا؟ لان الشعب الجزائري كان متاصل وكان شاهد. لما الان اصبح انسان اسمه محمد رديء، اصبحت يعني طارق واسمه طارق رديء. المشكل هنا في الامور اللي سمحت يعني انسان هيك ما يبقى يفكر ما يلقاش الحلول. الاخ نور الدين تكلمت وقيلا سالتني ونسيت السؤال الاول والثاني والثالث. لا هي الاسئله، قلت لك انا الرداء منين تجي والاعراض نتاعها وشكون تصيب هذا الرداء، وعلى جال باش نحدوا الخلل وين راه الرداء. الاخ نور الدين يعني كان الجهل. نعم، كنا تطرقنا له. هناك رداء في كل شيء، يصبح الشعب جاهل، هذه اول شيء علامه. نعم، يعني صفه يعني الانسان القيم والانسان يعني اللي قادر يسير الامور ما يكونش جاهل، يكون يعني عنده علم. ولهذا الاخ سمير سمعته قال كلمه، هروب الادمغه من البلاد معناتها الرداء تفشات كبير كثير. وكذلك يعني الخلل، تكلمت قلت ربما على الخلل. نعم. الخلل هو انه الناس الاكفاء والناس اللي يعني ناس اللي لباس بهم يعني متمكنين وكذا استقلوا، تركوا الساحة للرديئين. نعم. ما كاش هناك تدافع، لأن لماذا؟ الدنيا هذه أنا أنظر في اعتقادي أنه الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا هذه وخلق فيها تدافع بين الباطل والحق، بين الجيد والسيء، يعني تدافع. لو أن الإنسان بحد ذاته ينظر إلى الرداء وهو عالم، لأن العالم من يعرف هذه الأمور الرديئة؟ لأن مثلا تحكم مثلا، نعطي مثال بسيط، مقابلة في كرة القدم مثلا، في بعض الشبان يروحوا يملؤون الملعب مثلا، وتجد واحد أنه ما يروحش الملعب لكن يشوف على التلفاز،
فتجد انه يشوف ربع ساعه 20 دقيقه يطفي التلفاز ويروح او يغير او يخرج او شيء من هذا القبيل. لماذا؟ لانه هو يعرف كره القدم. فهو ماذا يفعل لما يشوف المقابله؟ يعرف ان هذه مقابله ما عندهاش قيمه، ما عندها الفارق الالف وفارق باء، ما باش في المستوى ما كانش ليا وقت نكمل نشوف كاع المقابله. اما الانسان اللي يروح للملعب وهو ماهوش فاهم في كره القدم، رايح برك يعيط، رايح برك يتنفس، ما احنا نقولوا يدير برك شوشاره ويضرب ويعمل مشاكل، فهو ما يهموش المقابله، هو همه واش صاري في النواحي تاع هل هناك دبزه ولا كاين مشاكل، فهو ما يهتمش. لان لماذا؟ لانه هو جاهل، فهو جاهل بالرياضه، فبذلك يخلق امور في نفس الشيء. لما واحد يروح مثلا يسمع موسيقى ولا يسمع اغاني ولا يسمع مثلا، واحد عنده علم يروح يسمع خطبه جمعه مثلا، لما يسمع الدرس تاع الامام، في بعض الاحيان تجد الناس يسمعوا درس مثلا يحبوا يحضروا دروس، يسمع الامام يهضر 5 دقائق 10 دقائق يروح. لماذا؟ لانه هو عارف بلي هذا الامام او هذا المدرس ما عندوش مستوى. نعم، ما عندوش مستوى، فهو يشوف روحه بلي هذا. ولكن الناس اللي دون المستوى، الانسان اللي هو جاهلين بالحقيقه، في الحقيقه يبقاو يسمعوا له، وكان من يسمع له احتراما. نحن نتكلموا على مساله المسجد، لان فيه فرق، لان فيه بعض الامور اللي يقول لك انه الحديث يقول لك انه اللي تلقاو جماعه يذكروا الله الا حفتهم الملائكه وكذا وكذا. الحديث يعني الناس تتحب تريح في الجامع، ولو الامام ما راهوش يمدوش لازم، لكن يحترموه يسمعوا له. هذه من باب، لكن من باب الاخر فيه كثير من الناس لما يروح اي مغرب باش يشوف شيء ويلقى الرد، هذاك الانسان مش في المستوى يروح، لكن العامه من الجهل يبقوا يسمعوا. لماذا؟ هو اللي عنده هذاك الشيء لو يقدم فيه حاجه كبيره بالنسبه له. ولهذا كلما كثر الجهل كلما كانت الردع. ولهذا سمعت يعني لما سمعت الاخ واحد من الاخوه يتكلم انه السياسيين في الجزائر واصحاب القرار كونوا لهذه الرداءه، داروا لها واحد الطريق باش خلقوها خدموها كما تصنع في الاشياء في المصانع، خلقوها. معناتها انسان عنده انسان له كل الامكانيات باش يتقدم اي مشروع من المشاريع، ما يعطوهلوش، يعطيه واحد الرداء. ولهذا اصبحت الرداءه عامه في الجزائر. سمير راه يقول لك من انه اذا كان المسؤول ما تتوفرش فيه الوطنيه، يعني موش وطني، ما يغيرش على البلاد نتاعو، بالتالي يعني هو راه رايح يساهم في هذا نشر الرداءه من اجل اماته البلد بطبيعه الحال، كما كنت تحكي انت قبيل. يعني اذا كانوا مجموعه مش مولودين في الجزائر، ما عندهمش هذاك الدم الجزائري، ما عندهمش الدم الجزائري هذاك، بحيث هو انه يغير، يعني تعتدي له العرض نتاعه، ولكن ما كداب، ما عندهمش الدم الجزائري هذاك. بالتالي هذوك الناس راهم رايحين ينشروا الرداءة، راهم رايحين ينشروا كل شيء. يعني نعم، تفضل الاخ شريف. نعم الاخ نور الدين، انا على كل حال بكل تواضع نقسم الاشخاص اللي في الرداءة حالتين. كان الإنسان هو بطبعه رديء فيقدم الرداءة للناس ويعمل على الرداءة وهو لا يشعر في بعض الأحيان. نعم. معناتها هو يظن أنه بيعمل خير، ورب يتكلم عليه في القرآن. يعني كان الناس هو يظن أنه يعمل خير، هو بيعمل شر. نعم. بدون ما عندوش حسابات، هو هكاك طبعه هذاك الشيء. كي مثل واحد يجي مثلا يسودي كاش حاجة ويحرقها. هو ماشي مختص في لاسيودور، يغلط يعني، بصح نيته هو كان حاب يسوديها ولكن حرقها. لاسيودور هذيك راه حرقها كاع، ماشي باش خدم، بس حرقها. نفس الشيء كيما نقولوا حنا، يجيك حلا اعماها، يعني الامثله كثيره. انسان يحب يكحل العين حتى يعمي عينه، يعني هو بصح النيه تاعو يسقمها. لكن كاين بعض الناس المشكل هو انهم خونه، انا نضعهم في مرتبه الخائنين، مش مرتبه نشر الرداء، وانما خونه. لماذا؟ لانه هو يعمل اللي باش يدير الرداء، مش كذا يراه يعمل باش يخدم حاجه باش هو في نيته يخدم باش يصلح، ولكن هو يفسد.
وبدون ما يشعر، لكن لا هو عنده مكتب وعنده دراسات كيفاش يفسد المجتمع وكيفاش يدير الرداء وكيفاش يجعل هذا الشعب هذا منحط. لماذا؟ لأنه هو عنده ربط مع أسياده باش يدير هذاك البرنامج. لماذا؟ لأنه هو مقتنع أنه هذا الشعب هذا لازم ينزلوا للحضيض. لماذا؟ لأن عندهم هما برامج هذا الشعب هذا لو كان يطلع راح يديرنا مشكل. لو هاد الإنسان لو الشعب هذا نفيقوه راهو يدور علينا كما نقولوا، فهمتني كيفاش؟ ولهذا دائما يخدروه، وما يخدروه باش بالرداءة، هذا التخدير معناتها، ويرسلوا الرذيلة كذلك من باب التحوم، انهم يرسلوا ينشروا كثير الرذيلة ويحاربوا الفضيلة. ولهذا تجد انه الانسان اللي يكون فاضل ما عندوش مرتبة معاهم، ما يلقاش روحه. يعني نقدروا نزيدوا نضيفوا فيما يتعلق بالاعراض، هي محاربة الجودة. محاربة الجودة، بارك الله فيك. نعطيك مثال، محاربة الحقيقة، محاربة الحقيقة، محاربة الوعي. نعم، عدم المراقبة، التضليل، يعني التضليل داخل في الأعراض نتاع الوسمو نتاع الرداء. نعم معلوم، هذه التضليل داخل في الرداء. لما أنت تضلل الشعب في قضية من القضايا فأنت تنشر الرداء. سأعطيك مثلا، حتى المؤسسات لما تبنيها وما تمشيهاش على ما هي مبنية عليه. نعم. فأنت تعمل على الرداء. نعم، لما ما تعينش مسؤول في المستوى وتخلي كما كان يقول قبيل خونا تونسي وخونا. نعم. سمير من أمريكا قال لك إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، هو حديث يعني. نعم. إذا لما ما تعطيش أنت المسؤولية للمكان تاعها، الصحافي موش في المكان تاعه، والأستاذ مش في المكان تاعه، والإمام مش في المكان تاعه وكذا. نعم. والضابط مش في المكان تاعه، وبالتالي راك رايح تنتج في الرداء. نعم. أخر دين أنا جاتني يعني البارح تلاقيت مع أخ من بلاد القبائل. نعم. كنا بعد صلاة الجمعة كنا نقصر، فيحكي لي على واحد الإمام، وهذاك الإمام متمكن. نعم. فوزارة الشؤون الدينية لما كان هو متمكن كان في منطقة في العاصمة. فكانت الناس تأتيه من كل صوب واحد. نعم. يجوا يصلوا معاه. فلما وزارة الشؤون الدينية وجدته وشافته أنه يعني الناس تجيليه كثير، نقلوه إلى بلاد القبائل. نعم. لأنه يحسن القبائلية ويحسن اللغة العربية وكذا. نعم. فلما راح البلاد القبائل كان المسجد اللي كان يصلي فيه قليل الناس. لما بدأ يدير في الدروس ويوعي في الناس، انظر هذه مثل كيفاش ينشروا، يريدون هاد الناس هادو يريدون نشر الرداء ويفشلوا الناس اللي عملوا. ولما هو بقى في بلاد القبائل يشتغل في نواحي تزوزو، فالناس امتلأ المسجد، فأصبح الشيوخ تما يسمعوا له، وأصبحوا الشباب يسمعوا له، وبعد طلبوه باش يقريهم العربية. قالوا له لازم تقرينا العربية. الشيوخ الكبار يقولوا للصغار، ويحكي السيد هذا يحكي لي البارح. نعم. الشيوخ الكبار يقولوا للصغار لازم احنا قرينا، احنا راح نموتوا على الأقل قبل ما نموتوا نتعلموا شوية العربية. والصغار يقولوا لا احنا قرينا، خاطر احنا لازمنا باش نرحلوا الإسلام. فسمعت به وزارة شؤون الدينية راحوا باش يغيروا المكان، باش يبعثوه مكان آخر، لأن أصبح في هذيك القرية في هذيك الناحية عنده صيت كبير. فبدأ أنظر ماذا فعلوا صاحب المكان اللي كان فيه، خرجوا في مظاهرات وقالوا له، قالوا وزارة شؤون الدينية والله هذا الإنسان ما يخرج منا، يا غير يبقى معنا هنا باش يعلمنا. أنظر لماذا. فهما لما بعتوه بنية أنه هذيك الجهة ما اهتموش بالإسلام، بعتوه لكتب على أساس أنهم ناس ما تعاونوا، ما يفهموش العربية وده. لما راح تمه وتكلم معهم وعلمهم، صبحوا يهتموا بالإسلام ويهتموا بالقراءة العربية وكذا. هو هذاك الوزارة شؤون الدينية حب تغير من المكان. نعم، المهم انت راك أعطيت مثال حي. هذا المثال قدر يعني ينطبق على كل القطاعات، يعني لو كان يبانوا ناس اللي راهم في المستوى في كل المجالات، بدءا بالإعلام، لو كان يبانوا ناس
الأكيد هو أنه فيما بعد الشعب راه رايح يتحرك. الشعب يريد القدوة. هاك تشوف هذا مثال الحي اللي أعطيته أنت. الشعب يريد القدوة. القدوة بارك الله فيك. ويريد الخير لهذه البلاد. بارك الله فيك. الأخ نور الدين شوف نقول لك حاجة. الأخ الشعب الجزائري لا يعني إنسان مهما يقول على الشعب الجزائري ويتكلم عليه وشوية منرفز وفي بعض الأحيان يعني فيه فساد. لكن السريرة تاعو الداخل ديالو ضيف. مثلا ضيف. لماذا؟ لأن الجزائري بيطبعه حنين وجزائري عنده الرحمة ولو تلقاه غريب مثلا يتكلم معك بالغلطية. لو كنت يجي واحد ويتكلم معه بهدوء ويحاول ده يجي يعني يطلب منك السماح. وفي بعض الأحيان كاين عديد المرات أنه إنسان يتخاصم مع إنسان وتلقاه يروح يتسامح. لكن الآن بعد كثره التجهيل والرداء الكثيره اللي كثرت اصبح الشعب الجزائري وللاسف الشديد يعني اصبح يعني متهور كثير. ولكن لما يجوا الناس الاكفاء والناس القادرين باذن الله انا اقول لك باذن الله ما تفوتش 5 سنوات الشعب الجزائري يرجع كما كان من اول لان سريرته نظيفه. والله الناس غير تلقاهم ربما يشرب الخمر لكن يحب الله ويحب الرسول وربما لو تتكلم معاه وكذا يبكي على جل ما يقدرش يصلي لانه راه يقصر في حق الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لان سريرته نظيفه. لان المشاكل الرداء اللي راهم دافعينها على الشعب الجزائري والمخدرات والمشاكل وهذه كل الامور هذه والضغط اللي عليه كل هذه الامور هو اللي جعل الشعب الجزائري في هذه الحاله. وهذه الامور هذه كلها مخطط لها. انا من عندي مخطط. لماذا؟ لان لما تسمع انسان كان يشتغل في الجمارك داروا عليه في شروق واسمه محمد سليماني دار ملفات واعطاها الرئيس الجمهوريه اصبح هو في المشاكل والرئيس والوزراء وكلهم من تقابل معهم ما قاموش به. عرف بلي انه هذا وهكذا كل انسان هذا لو كان حب يصبح ذو مال وذو جاه كان يقلب برك كان يقرب برك القضيه ويقول انا ما على باليش ويحرق الدوسيات ويضرب النحي واللي لاباس به. لكن قال لهم والحمد لله انه باقامه الليل قامت الليل قرات القران اللي ما فقدش عقلي. شوف انظر للمرتبه الحمد لله ما زال فيها الرجال الجزائر ما زال فيها الرجال. ما لازمش واحد يفقد الامل ولكن لازم العمل فقط. نعم شكرا اخي شريف. نعم شكرا اخي شريف. راهو معك تونسي او حبي سلم عليك يبدلك انت السلام. مرحبا اهلا وسهلا. مرحبا عليكم الاخ شريف. مرحبا الاخ تونسي وصلاح لاخ عبد السلام. معي عبد السلام معي نزهر معي صالح. اسمع اسمع يا يسمعوا فيك كلام يسلم عليك بكل يا تونسي يا اسمع نتلاقاو ان شاء الله قول لهم واش دبرك الفرد. اسمع اسمع توسيا انا قلت اسمع انا قلت اسمع انا قلت اسمع انا قلت له قلواش برك هو كبرها جيبوا مقروس اسمع جيبوا مقروس قلوا تعال ليها ويبس يبسلوا الجلد على العظام قلوا ليه. اسمع اما وش هنقول وخلا يعني ما خلا ما يقول انت يعني ممكن هي نقول لك يعني ماشي من الثقافه تاع الجزائريين بكري باهي ببعيد رغم الفقر تاعنا ورغم الضعف تاعنا بصح كان الخير في الشعب يعني كان الناس يحبوا الخير ويحبوا يديروا حاجه مليحه. فهمت بعد ولات فرضت قوانين وفرضت ضغوطات فرضت مشاكل في الاداره انه باش تخرج وثيقه للبنك باش تخرج النقمه المدرسة باش تروح دير له لاكارت فوت مثلا حوايج بزاف اللي فيها الضغوطات. ولا الشعب هذا يعني يكره هذا النظام هذا يكره هذه البلدية يكره هذه الدولة يكره المؤسسات. فهمت وبعد ولا ذلك بعد ولا ذلك ولا عنده ضغط ممكن يعني أي إنسان ضعيف الشخصية ولا عنده شوية نرفزة
يولي ممكن حتى على روحه وعلى ولاده، يولي حتى في الاسره يعني الرداء واش تقيس تقيس حتى الاسره يعني دوكا واش الشيء اللي راه مهلوكه هو المجتمع الجزائري ككل. ما نقولوش واحد والله يعني ما يسلم منها منها حتى واحد. شكون يسلم منها؟ يسلموا منها هم الناس اللي راهم عايشين في الخارج، اللي راهم يداويو في الخارج، اللي راهم كما نقولوا عندهم باسبورات ومالكين في الخارج، فهمت؟ هذوما اللي راهم عايشين وما يحسوش بالرداء وما تقيسهمش. بالعكس هي الرداء تقيس المجتمع البسيط، يعني تقيس الشعب البسيط والشعب الضعيف، تقيس الرداء مهما كانت في المجال الصحي، في المجال التعليمي، في المجال الاجتماعي، في المجال الغذائي، في مجال التنمية، يعني في كل القطاعات تلقى الرداء تقيسه. وين يمشي تقيسه الرداء؟ حتى في مجال الترانسبور يعني في النقل في الطرقات، يعني الحفر توالو والزلادب وفي الثلج والشتاء والمطر طيعوا. يا الأخ تونسي. نعم خويا. يا وشوف حتى في الطلبة تشوف تلقى مثلا الطلاب، طلاب في الليترونجي موش هو الطلاب نتاع ليه، الطلاب نتاع الليترونجي تلقاه يقدم خدمة عكس عكس الطلاب نتاع كما يقولوا الدول العالم الثالث تلقاه يتحايل. شوف مثلا في فرنسا، في فرنسا في فرنسا ولا في اي دولة من الدول هذو اللي راهم في الغرب هذو، تلقى الانسان هذاك الطلاب هذاك يقوم بخدمة، يدير حاجة، تلقى واحد ما على باليش انا دير ديبوات هذوك تاع كوكاكولا ولا تلقاه يدير بهم حاجه هكذا لجل باش هو يتسمى شغل مقابل، والله مثلا يدير لك ضحكه هكذا سبيكتاكل مثلا في الطريق والله ايه مي تسمى شغل على جل يقدم لك حاجه مقابل هو انك تعطي له انت مثلا انورو ولا كذا. عكس هو انه ليه تلقاه يتحايل تحايل، تلقاه مثلا هو راه يمشي نورمال هو يلعب لك باللي راه عايب من رجله، يتحايل يتحايل حتى في الطلبة تاعو. يعني شوف هذا هذا الرداء هذه يعني قلت لك راه تقيس اطياف المجتمع البسيط. واش تقول على الفقير والله، واش تقول على الزوالي والطلاب واللي خرجت حاجه باش يطلب يولي يتحايل، يولي فنان كيفاه يتحايل كيفاه يجيب لك القوت تاعو، فهمت؟ المشاكل تاع الدار، المشاكل تاع الولاد تاع القرايا اللي زعكوه من المدرسة، تتصور يا سبحان الله الطفل يزعكوه في السنة الرابعة، يزعكوه في السنة الخامسة، واش يولي يدير؟ يخش للدار واش يدير؟ ما يقدر يخدم، ما يقدر يدير، ولي يدير حوايج، يولي يدور على الكناسة، يدور على الكناسة، يحل الكناسة ويلي مقطع، ويلي يسرق الحديد، يسرق خيوط تاع التريسيتي تاع التليفون، تاع اللي فيهم النحاس باش يبيعهم، يولي يدير ولي ما تندارش. يعني هذا هو يعني هذه الرداء واش توصل؟ واش توصل؟ وهذا هو يعني باش تقيس حتى تخرج حتى للخارج يشوف فيك جزيرة يقول لك ارهابي. لاش تتمكش لا لا ماك في لا تنفيط على في عرضها يقول لك ارهابي. يعني ارهابي وجني، يعني في كلش. رادي ماكش مثقف، سراق، متح، محتال، يخافوا منك. وهذه وكل دي تشويه صورة الجزائر يعني ككل. فهمت؟ وهذه يعني كما قلت لك الرداء هذه ما تقيسش الناس. نعم انا قبيل قلت لك، انا قلت لك قبيل الاخ تونسي قلت لك صاروا يعني اصبحنا يعني كما نقولوا وصلنا الى درجه وين انه صاروا يقيسون الرداء بنا، فهمت؟ صاروا هو انك انت لما تروح مثلا قال مثلا الشركه تخدم ولا المؤسسه وين انك انت تطلب مثلا مركز والله مثلا تطلب منصب نتاع شغل، لما تعطي له الدبلوم نتاعك يقول لك وين قاري في الجزائر، تسمى ذاك راهو يعتبر كيما نقولوا حاجه اللي قيسوا بها الرداء، فهمت؟ الو الو اخ تونسي، الظاهر هو انه الاخ تونسي راح له الخط. المهم هاي تفضل، راك في الطريق ولا؟ أنا في الطريق. على بها. إحنا شوف إحنا نصيحة إن شاء الله قلنا بالقدر القصير إن شاء الله باش ننوروا مادام هذه القناة هذه راهي تنويرية. نعم إن شاء الله. وتحاول تستحي تكشف الغطاء باش تبين الأمور وتحطوا الأسماء بمسمياتها الحقيقية. ما نكذبوش على الناس وما نكذبوش على روحنا. شوف باش تلا الرداء أي إنسان مسؤول عليها.
اي جزائري مسؤول عليها. اقولها انا يعني بصفه عامه للشعب الجزائري وبصفه خاصه هو المسؤول. اول واحد ينشر الرداء هو المسؤول، لانكم كلكم مسؤول وكل راعي مسؤول عن رعيته. نعم. انت مسؤول عن الرعيه هذه اللي اطلقت فيها الرداء هذه. خليت تبيح المطارات، تبيح الموانئ ان تجيب الرداء، تجيب المؤونه الفاسده، تجيب السلعه الفاسده، ما كانش كونترول. البابور يجي ما عارف منين، يجي مسموم بالقمع، تجيبه تدخله تبلد وتخليه ياكلوه الشعب. تدي الرشوه الكونتينر، تشري الطريق، تجيب سلعه تاعك تشري الطريق واش من الطريق تاعك بها تسلكها. من يحيوك في الدوان العيناني يقول لك دب راسك تمد لي صور الله يرعي كل سيزي. يعني عندهم مسؤوليه كبيره بزاف، فهمت؟ اما الشعب هو يتحمل المسؤوليه، لماذا؟ لانه كون جا كل واحد مسؤول وفي المكان اللي راهو فيه يحاسب نفسه ويحاسب. احنا مادام شعب مسلم لا نهضروا بالاسلام، يحاسب نفسه قبل ان يحاسب اي طبيب في بلاصته، اي معلم في بلاصته، اي عامل، اي موظف في الاداره، اي انسان. الكناس هذاك اللي راه يكنس عليه يدور يبحث بال كما نقولوا بال بهذيك المصلحه هذيك، يدور تراباك بلي هو كنس وما كنس ما والو. الطبيب ثاني في المستشفى لا يعني تخدم في المستشفى ما تخدمش مليح، وكي تروح لاكلينيك تولي تخدم. يعني اي انسان مسؤول في المكان اللي راهو فيه ما يحاسبوا حتى واحد. انا نخدم خدمتي، عندي 8 سوايع نخدمهم ما شاء الله، ندي عليهم الاجر تاعي في الدنيا وفي الاخره، والباقي نحاول نغير بشي نقدر كما قالها شريف بالتي هي احسن. على انا نروح نولي الاداره تاعي نحرقها، ولا نولي على كما نقولوا السوبر كاز نحرقها، وهي كل املاك الشعب. يعني هو مامي كيدير ديسي مالو غير احنا الشعب اللي رانا نقيسوا بعضنا. يعني هذه الرداء بصفه عامه. نعم رايت رايت قيس الشعب، رايت قيس. يعني شوف احنا دوك كيما قلت لك انا هذه مائده. يعني نشكر خواتي قاموا بها وتكرموا بها علينا وفرحوا انه شافوا واحد كان في الموت ومن بعد يولي يعني تهب له الحياه من دار جديد. يعني هو ربي سبحانه وتعالى شوف هذاك التعاون. قال لك احنا واش درنا؟ قال لك مادام الانسان هذا خدم ولا راه ارتاح هذاك، قال لك احنا ما قدمنا والو. تحس بهم في الخارج يعني ما يقري راهم كيما نقولوا ضعاف ولا واحد مساكن في الاترونجي هذاك، بصح تشوف الفرحه اللي فرحوها يعني يعني بها غير ربي. نعم. شوف النقط اللي طيبوها لنا ما شاء الله، يعني جزاهم الله خيرا والله جزائريين بسطاء. نعم. شوف كيما قالها شريف السريره تاعو والخفايا تاعو يعني مليحه، انسان قلبه فيه خير فيه طيب. نعم. يعني نمسحوا عليهم شويه الغبار برك ولا نلقاو الراجل اللي يقودنا للخير ونثيقوا فيه. والله كما قال لك شريف باذن الله تعالى هذا يقين، واش كما نقولوا اماني هكذاك يقين باللي الجزائر في 5 سنين تخرج ان شاء الله من الازمات، ماشي من الازمه برك. نعم صحيح. تخرج من الازمات يعني وربي خرجنا للطريق السالم ان شاء الله وربي ينوركم. امين يا رب. الامه نعم كانت قاعدة توصل لاكبر عدد ممكن من الجزائريين. الى لقينا اسمع الى لقينا رجال، الى لقينا رجال كيما ابراهيم ولا زهر. شوف انا واحد من الرجال، انا واحد قولها ماشي دكتور ان شاء الله. انا قلت لك خطر كون يعني كل واحد يمد غير 20 مليون برك والله القناه هذه غير تزق ان شاء الله. لقينا الرجال ان شاء الله. كون ندير نداء شوف اسمع ها راه ما يوليش برشا ريال، ما دام هذا الامر فيه خير ان شاء الله راهو يدير الخير ان شاء الله. ان شاء الله يعني ان شاء الله على الخير في امتي ما دامت السماوات والارض. الله يبارك فيك. المهم بلغ سلامي لكل الاخوه اللي راهم معك تما، واذا كنت تحب تبقى معنا ما كان حتى مشكله. نعم حطوني باش نروح. نعم شكرا. الله يبارك فيك. وعليكم السلام. اهلا وسهلا اخ نوردين، كيف حالك؟ والله لاباس الحمد لله. واش راك تاع؟ الحمد لله شكرا يا رب العالمين. الله يبارك فيكم يا خويا، بارك الله فيكم. راكم وقفتوا وقفه راهي سجلها لكم التاريخ، وان شاء الله تلقاوها عند ربي. معك يا زهراء. امين. الله يبارك فيك. معروفه عند الجزائريين هذه يعني بلا ما اسمع يا خويا، احنا النهار الاول قلنا وراهم الصطيفيه يا خويا، الصطيفيه هذو وراهم، هذو الرجل هذا اللي خلاوه هذا ضايع.
فالناس مش كوستافي ولا شاوي ولا قبيلي، وكلنا جزيريين. ربي يبارك فيك. شباب وحده ما عندناش فرق بين هذا ولا هذا. ربي يعيشك. ربي قدروا نعاونوا واللي تجي في دينا الكل ونخرج بربي ان شاء الله. ربي يبارك فيك ان شاء الله، وربي ان شاء الله يعطي لك ما تتمنى. امين امين. ربي يحفظكم جميعا ان شاء الله. امين. بارك الله فيك الله يحفظك. الله يبارك فيكم. عقب الكلمه الاخرى ان شاء الله. نعم شكرا. شكرا اخي تونسي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الاخ مهدي من بلجيكا. الاخ مهدي، المهم احنا الان رانا غصنا في هذا الموضوع، واتمنى هو انه رانا درنا اضافه في هذا الحوار، وان كان كل الحوارات اللي رانا نقوم بها هي ما تعالجش يعني الموضوع في يعني بكل جوانب نتاعو. المهم احنا رانا عطينا رؤوس اقلام، يعني مثلا درك مثلا كنا نتحدثوا مثلا الرداء، الرداء راها موجوده في كل مجال، موجوده في الاستيراد، موجودة في التصدير، موجودة في الرياضة، موجودة في الاقتصاد، موجودة في التجارة، موجودة في الفلاحة، موجودة في السياسة، موجودة في الإعلام، موجودة في الصناعة، موجودة في التربية، موجودة في الصحة، موجودة في الإدارة، موجودة في كل مكان، موجودة حتى في المسجد. المسجد اللي المفترض اللي يعتبر هو منارة، تلقى هو أنه الإمام يقدم دروس والله يقدم خطب، هذيك الدروس وهذيك الخطب يعني هي بحد ذاتها تساهم في الرداء. بالتالي المهم احنا الان نحوسوا نعرفوا وين راهو الخلل وكيفاش باش نواجهوا هذا الرداء. تفضل الاخ مهدي من بلجيكا. السلام عليكم. شكرا اخي نورين. الخلل نشوف هو اسناد الراي، الناس ما يستحقوش هذا التسمير ولا في اي مجال، يعني الناس ما يكونوش يعني هو وضع الراجل المناسب في المكان المناسب. نعم. وبالنسبه انا بغيت نحيي الاخ التونسي والاخ عبد السلام، وان شاء الله نتمنى لهم الشفاء العاجل الاثنين. امين. على البطوله هذه اللي قام بها، يعني هو مسمه الشيء من الرجال، وان شاء الله يكون في ميزان الحسنه تاعه ان شاء الله. الله يبارك فيك. وبعد انتم مع تاتا الاخ نوردين، بارك الله فيك، راكم قمتم بمجهود جبار، وان شاء الله انتم ما تكونوا في منزل الحسنه ان شاء الله. ان شاء الله. اللهم امين. بغيت نحكي على الخلل وكيفاش نواجهوا هذا الرداء هذه، كيفاش نواجهوها؟ يعني درك اسكو نبقاو نتفرجوا فيها دوك؟ هذا الرداء راه كيما نقولوا كيما هذاك الوسمو، المرض اللي راهو يقتل في الانسان. يعني من خلال معليش نتكلم يا اخي. نعم تفضل. من خلال هذا البرنامج اللي قمتوا به هذا، وديجا هذه كيما نقول لك بذره ان شاء الله تكون طيبه، وان شاء الله تكون باش توعي الناس بهذا الفيروس هذا اللي راهي ينهك في الجسد تاع الامه الجزائريه. نعم. من خلال يعني التوعيه تاع الناس، ويعني نبينوا لهم باللي يا هذا الشيء اللي يقرا يعني هذا ما هوش مليح، وهذا فاسد، وهذا يعني ليس في صالح لا العباد لا الدين للعباد، يعني فاسد، يعني انت ما يبقاش يهرب للامام، يواجد الطريقه اللي يعرفوها اللي يقدر عليها. من خلال هذا البرنامج انا نشوف باللي كاين بزاف اخويا يتكلموا، وكل واحد عطى رايه، وانا نشوف كلهم يعني ضد هذا الرداء. نعم. وهذا ديجا بذره مليحه، ما يبقاش واحد نقولوا باللي رانا ملاح، لا رانا بعيد بزاف، بعاد بزاف، بعاد بزاف، وهذه اللي نتعرفوا بها. ما نبقاوش نقولوا باللي احنا رانا ملاح وكورونا ما حصلنا والو، لا، احنا رانا بعاد. هذه الخلل بان نواجهوه بالتوعيه، اول شيء. ثانيا كما نقول لك اعطاء الحق لاصحاب الكوادر، يعني الناس اللي اصحاب الادمغه هم اللي ياخذوا قال يقوموا بالتوعيه وبالاجتماعيه تاع الناس، ما يخلوهمش يبقاو يعني يتغلغلوا ويبقاو يهزوا الامد الطويل، يعني نحاولوا نقصروا منهم من خلال يعني برامج كما هذه، من خلال اعلام. اعلام رانا نشوف بلي سلاح قوي، اذا كان نسمحوا لهم بتدمير البقية اللي بقات يعني فئة قليلة هذه يدخلوا في الخط يتقاوموا مع الناس اللي مساندين الرداء، أو وبين الرداء يعني شوف حتى الانتخابات الثانية هذه كيف الجزائر، أنا عند كاع الرجال قاري واحد يعني عاجز ما يقدرش يتحرك، نسندوا له قيادة أمة فيها تقريبا 40 مليون. نعم.
ديجا هادي ما نبقاوش نتخبوا ورا السيطار ونقولوا لا رانا ملاح وغادي نسقم وغادي نسقم، لا رانا نزيدوا نعواجوا 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 حتى ما نوصلوا من الحد، ما تجي البيت تعوج تكسر. ولا الانسان زعما ما يبقاش يتهرب، انا نقول باللي لازم التوعيه، لازم الانسان ما يصبر نصبروا، يعني ما نبقاوش نقولوا احنا باللي غادي نفسدوا 30 سنه 40 سنه نسقموا في يومين. نسيرو على لازم نطول هذه المبدا، لان الفساد راه يعني من 62 وروع. نعم. ان شاء الله كما نقول لك من خلال هذه البرامج ومن خلال التوعيه تاع الناس، والانترنت راه مفتوح، يعني الانسان اللي بغي يطالع واللي بغي يفكر في بلادو اول شيء انه ينقذ هذا الجيل اللي راه جاي. ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا أخي مهدي من بلجيكا. الأخ عادل من باريس، أعتقد هو أنه الآن راه توضحت لك الأمور كما ينبغي. الآن حبينا نعرف الخلل وين راهو وكيفاش باش نواجه هذا الخلل. تفضل الأخ عادل من فرنسا. تفضل عادل، هل تسمعوني؟ ألو ألو. تفضل الأخ عبد الرحمن من بومرداس، نفس السؤال. نعم أحضر الدين. نعم تفضل، نفس السؤال. فيما يخص السؤال أحضر الدين، السؤال تاع الخلل. خلل، نعم الخلل. أنا أظن أن الخلل يكمن يعني في الجميع. لماذا؟ لأن الجميع مسؤولون عن رفع المستوى، الجميع مسؤولون عن رفع المستوى، المستوى يعني التربوي والفكري والسلوكي الذي هو الضمان. هذا رفع المستوى يعني هو الضمان الوحيد للخروج من دائرة الرداءة التي يعني تحاصر يعني الوضع الجزائري. إذا يعني جينا يعني الأسرة الجزائرية، ينبغي على هذه الأسرة أن تكون واعية ومطلعة بمسؤولياتها، لأنها لابد أن تنشئ يعني أبناءها كناشئة يعني للمجتمع. ليس يعني إحنا مشروع المجتمع الجزائري، أنا أظن أن مشروع المجتمع الجزائري غير ماثل في النواة يعني الصلبة للمجتمع التي هي يعني الأسرة. يعني الأسرة. ألو ألو. عندما تنشئ يعني نعم الأخ مرد. نعم تفضل. نعم اسمعي. نعم تفضل. نعم قلت بأن الأسرة الجزائرية عندما تنشئ يعني أبناءها لا تنشئهم يعني لبناء مجتمع يعني يطالع يعني بدوره الريادي في بناء يعني أمة لها حضارة، وإنما الأسرة الجزائرية حاليا تنشئ أبناءها لغاياتها الضيقة، لا تنشئهم ولا يعني تربيهم ولا تعلمهم ليكونوا أفرادا يعني بنائين وفاعلين في المجتمع. يعني لهذا هذا من جهة. من جهة أخرى يعني نوعية التفكير ونوعية يعني الأهداف. إذا كان يعني هناك مشروع مجتمع يعني حقيقي يعني يطالع بدور يعني بناء أمة وبناء يعني دولة يعني لها قيمتها ولها يعني كلمتها ولها دورها يعني الإقليمي والدولي، فإنه يعني
سوف نخرج من دائرة الرداء هذه التي تحاصر يعني المجتمع. هذا يعني أنا ألخص كل ذلك يعني الخلل يعني في عدم وضوح رؤية وعدم وعي المجتمع يعني أفرادا ويعني وأسرة يعني في فيما يخص يعني أهدافهم، أهداف ما عندهمش يعني هدف يعني مشترك يعني، وكأنه كل يغني لله. لو كان يعني عندهم وضوح رؤية وهدف مشترك يعني لما يعني وصلنا إلى ما وصلنا إليه يعني. لهذا يعني تتفرق الجهود وتتشتت الأفكار ويعني وأكثر من ذلك وتتضارب، أصبحت يعني عبارة عن مصالح تتضارب وتتناقض فيما بينها. نعم الأخ مرد. نعم شكرا الأخ عبد الرحمن من بومرداس. الأخ سمير، سمير مانيش عارف إلا راك في ال سمير. نعم نعم تفضل الأخ سمير، مازالونا زوج أسئلة هذو باش نختم البرنامج. نعم شنو هما الأسئلة دوردين؟ الخلل وين راهو، كيفاش نواجهوا هذا الرداء باش نواجهوه؟ طيب الله أعلم، على حسب واش ذكرنا في هذه الندوة هذه يظهر لي أن الخلل يكمن في المسؤول، المسؤول الأول والمسؤولين الثانويين. المسؤول الأول في الجزائر هو رئيس الدولة الجزائرية، رئيس الجمهورية، هو اللي لازم يحب يرفع بلاده، اللي يحب يحرص على مصالح شعبه ومصالح الجزائر، أنه يرسم منها أهداف تنموية، أهداف حضارية، أهداف للتقدم، أهداف للنمو، للإزدهار، للحضارة. فمن المفروض يوفر لها كل الطاقات لتحقيق هذه الأهداف، وهذه الأهداف أكيد راح تعود بالمصلحة العامة على كل فرد من أفراد هذا المجتمع. نعم المهم الأخ سمير في هذا الإطار هذا والله في هذا السياق، ما دام انت راك كنت تدير في اقتراحات، الخلل وين راهو؟ يا هل ترى ما عندناش طاقات، يا هل ترى ما عندناش خبراء، ما عندناش عقول، يا هل ترى ما عندناش امكانيات، ما عندناش ماده، ما عندناش مناخ؟ يعني درك مثلا انت كنا احنا نتحدثوا على الرداء وقلنا من بين تسمى الانواع نتاع الرداء داخله في الاستيراد، يعني كيفاش درك احنا تستورد المفرقعات، تستورد العجائن، سباغيتي، شربة، فهمت؟ يستوردوا في الأشياء، يا هل ترى هذه الأشياء ماناش قادرين احنا نخدموها في الجزائر؟ لا بالعكس الأخ نور الدين، في كل بلد حتى البلد اللي راهو الآن مدمر كامل، في كل بلد كاين طاقات خلاقة جدا ولكن مهمشة. من أسباب الرداءة الكثيرة جدا تهميش الطاقات هذه. ولكن لماذا هذه الطاقات هذه ذوك مثلا نرك مثلا في وقت سابق قال كان تلفزيون الواحد كان هو غالق الطريق واحد ما يتكلم، وين راه هذه الطاقات الان؟ راه موجود الناس درك مثلا في امريكا، في استراليا، في بلجيكا، في المانيا، في فرنسا، في كل مكان في العالم، وانا على يقين من انه راه منهم من يسمعونا، انا على يقين. لماذا هم ما يشاركوش؟ لماذا هم ما يتكلموش؟ لماذا هم ما يوعوش الناس؟ لماذا هم ما يبينوش هذه الطاقات هذه اللي راها موجودة حتى أنه هم يساهموا في رفع الدرجة نتاع الوعي ويساهموا في إنقاذ هذه الأمة؟ لماذا هم راهم يفكروا في رواحهم؟ ليش راهم قاعدين هم الاتين يديروا في سيتياسيو على رواحهم؟ واحد راهو قال مثلا عنده فيلا وعنده آخر صيحة نتاع بورتابل وآخر صيحة نتاع سيارة وراه عنده كذا، ويفكر في روحه يروح هو مدير العافية على روحه مع لدوان وكذا، واحد يعطي له قرعة ريحة ويروح عايش نورمال، عايش كيل برنس. لماذا هو ما يخممش للأمة؟ لماذا؟ هذا كذلك هذا 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 من الخلل في الكلام هذا اللي نحضره
الخلل في الموضوع على انه اصحاب الكفاءات ما ياخذوا زمام المبادره ولو يعني بوسائله الخاصه، ولو كما قلت انت. نعم تفضل. قلت لك ولو بوسائله الخاصه ما ياخذوش المبادره، وخلوا غيرهم هما اللي يتصدروا هذه الاماكن هذه. فمجرد نشر الوعي فقط راح يكون يعني وسيله كبيره جدا للتقدم، ولكن للاسف كما قلت انت هذا طرف ثاني اللي مازال ما لحقته. انا نحكي غير عن المسؤول الاول اللي هو رئيس الجمهوريه، والمسؤولين الثانويين اللي هما اصحاب الوزارات كامل، وزير التربيه، وزير الثقافه، وزير الاقتصاد، وشوف سبحان الله هذوما كامل وكل مسؤولين شي هذوما نسميش الاسماء، كل المسؤولين لو سبحان الله كانوا مسؤولين على تجارتهم او على البزنس تاعهم ما يحطوش ناس معوجين كما هما، لو يكون مصلحتهم الخاصه. ولكن كما جت على جال لانها تاع البيلك يلا كوار مد العور، ولكن لو كانت تعود لمصالحهم، لو كل واحد فيهم عنده وزين راح اكيد راح يحط فيه الكف. لاحظ؟ نعم. ولكن لانها شركات عموميه او مدارس عموميه او مساجد عموميه او راح يحطوا هكذاك برك ولسك وجيب بني عميس والمحسوبيه وهذه الامور. فيعني يعرف الامر ويتعمدوا، كل واحد يعرف. الامر الثاني الخلل على افراد المجتمع، على كل فرد من افراد المجتمع انه ينبذ هذه الرداءة، ينبذها ولو انه يكون جاهل، ولكن اكيد ما يرضاهاش لنفسه. كل واحد عاقل، يعني كل واحد عنده عقل لب في راسه راح يرفض سبحان الله هذا العوج، هذا يعني الرداءة هذه اللي نشوفوها، لانه كما قلت لك ما يرضاهاش لمصلحته الخاصة. لو كان هذا الماسون هذا اللي كنا نحكوه مثلا يبني معوج، يبني حيط معوج، لو يبني دار ما يبنيهاش معوجة، ولكن كي يبنيها لغيره يبنيها معوجة. يعني على كل فرد انه يتقي الله عز وجل. نعم. ويعني يكون راجل سبحان الله. كذلك كاين الامر هذا هو التحدي على اساتذه التعليم المخلصين لمواجهه هذه الرداءة. ما يكونش همهم فقط شحال يخلصوا او توفير الامكانيات او فكل انسان عنده بضاعه مدى به ينشرها، وهذاك راح يكون له صدقه جاريه، راح يكون له خير، راح اكيد هذاك الاجيال اللي راح يكونها راح ما ينسوش الفضل تاعو. ورانا كبرنا ومازال نتفكروا ونحنوا للاساتذه اللي علمونا الاخلاق وعلمونا المبادئ، قريناها ولو انها ما شفناهاش في تصرفاتهم ولكن اديناها من فمهم فقط. الله يجازيهم وربي يرحمهم ويبارك فيهم اجمعين. كذلك النقطه اللي قلتها انت يا اخ نور الدين انه خلل كبير ان اصحاب الكفاءات عاجزين، اما ربما واحد يكون عاجز لانه في السجن او لانه تحت القهر، تحت الاستبداد، يعني عنده بوست ولكن ممنوع عليه انه مثلا ينتج او يبدع، او ربما يبدع ولكن انتاجاته تكون غير يعني في ادراج المكاتب فقط. هو راهو ينتج ويبدع ولكن انتاجاته كيما المسؤول تاعو راح تكون في ادراج المكاتب، في سياسه التعمد نشر الرداءة. فعلى كل هاد المبدعين انهم ياخذوا زمام المبادره، هما اللي راح يقودوا هذه الامه، هما اللي راح ينشروا الوعي. فما راحش يجي الوعي مني انا لاني نهضر ما نعرفش كيفاش نهضر، او واحد اللي ناقص كفاءه. فهما اللي لازم يرفعوا هذه البلاد، لانهم هما اللي تكونوا على هذا السبب.
نور الدين والله غير ذكرت واحد الامر كنت نشوفه، اسمح لي ماشي في النقطه هذه والله، واحد الظاهره يعني كان عندي بزاف قصص كنت حاب نحكيهم ولكن ما انا نسطيهم دوكا، فقط تفكرت يعني نقول لك الحق ما شفتش رداءة كما هذه، انني نلقى جرائد في دوله جزائريه تكتب باللغه الدارجه، بالدارجه يا ربي، يكتب بالدارجه، تفتح حقك اننا نحن ثقفنا، فاذا بيا نلقى العنوان بالدارجه، وهذيك الدارجه يعني لو تكون كلمه فرنسي كتبها بالدارجه كيما جات هكا. فوالله نحس روحي واش نقول لك، كون نلقى الارض تنشق ندخل فيها، نتخبى مع ذاك الجرمي، وما نقولش انه هذا تاع بلادي، لانه لو يفتحوا غيري، لو يفتحوا التونسي يفتحوا المغربي راح يضحك عليا. فهذا انا شفتها قمه في الرداءة. كذلك انه التعليم في الجزائر، التعليم مجاني مجاني، رانا نشوفوا هنايا في امريكا الطالب يكون صغير ياخذ قرض من البنك، وراهو موضوع يعني موضوع امه هنا في امريكا، ياخذ قرض من البنك يعني يستلف الاموال باش يدخل في جامعه ويتكون. احنا في بلادنا التعليم راهو مجاني، ولكن الشعب مش مقيم هذا الامر، على كل اولياء التلاميذ وعلى كل التلاميذ انهم يقيموا هذيك النعمه اللي راهم فيها، انهم يقراوا ولو بين قوسين، يكون المستوى رديء، اقرا فقط، تحصل على تعلم كيفاش تقرا الف والباء، بعد ذلك طالع. كذلك حب المطالعه يعني لازم امر يعني فقدته، مفقود في مجتمعنا، المطالعه، الكتب اخر حاجه يديرها خاصة الأخ سمير. هو يشري كتاب يا ودي ما تشريش الآن، راه الإنترنت سيدي، هذا الناس بكري كان مثلا الناس شري، راه الآن كتب بالمجان والله العظيم، غير كتب، شوف غير كنوز راها موجودة في الإنترنت بالمجان، فقط هو أنه أضغط والكتاب راه عندك، زوج لحظات ولا ثلاث لحظات والكتاب راه عندك، تحمل آلاف الكتب بالمجان، غير الإنسان اللي ما حبش يقرأ. صحيح، على كل حال هذا من قديم يعني من قبل الانترنت ما عندناش مغروس فينا حب المطالعه، بينما انا اول حاجه شفتها هنا في امريكا، اول حاجه والله العظيم كل اصناف الناس يقراوا في يعني في الحافله، وراهو شاد كتاب ويقرا، ربما يمشي في الطريق تلقى هكا قلال منهم يمشي في الطريق ويقرا، قطع طريق هكا وفاتح كتاب يقرا فيه، ما يقدرش يصبر، لازم يكملوا، وكل كتاب يعني ما شاء الله العرض تاعو 3 سنتيمترات. فالمطالعه راح توعي كذلك كل انسان. نعم. وثقفوا، والله تعالى اعلم. نعم، شكرا اخي سمير من امريكا. عادل من فرنسا للمره الاخيره، تفضل اخ عادل. نعم، وعليكم السلام، تفضل. الرداءة نجم تطرح السؤال من فضلك يا هل ترى راك تبع فينا الأخ عادل في البرنامج؟ الخلل وين راهو؟ الخلل وين راهو؟ كيفاش باش نواجهوا الرداءة؟ الخلل كما قال الأخ اللي كان يتكلم دروك، هو اللغة عندها دور كبير، لأن اللغة كي تكون رداءة في اللغة تؤدي إلى سوء الفهم، وكي يكون سوء الفهم يؤدي إلى سوء التفاهم، يعني المصطلحات عندها دورها في بناء الفرد، يعني التربية تاع السلف كانوا يقروا الصغار يقرهم القرآن، وكي يقرأ القرآن من بعد كيما نقولوا كيما الكاس من دير فيه السكر، من بعد الحاجة اللي دير فيها دير القهوة من بعد تجيك حلوة، صحيح لا درت فيها الملح راه مهما الحاجة اللي ديرها من بعد ما تنجمش تشربها، هي لازم تقيس هذاك الكاس، يعني اللغة والقرآن هو اللي يندار الأول باش ينجم يكون الفرد صالح في المجتمع،
وكيكون الفرد صالح في المجتمع تكون الأسرة صالحة في المجتمع، وكي تكون الأسرة صالحة في المجتمع هي تنجم تكون مجتمع صالح. اللغة عندها دور كبير كبير كبير، لأن مثلا غير مثلا كي نقولوا باللغة الفرنسية كي تقول religion ça veut pas dire دين، ça veut dire ملة. دونك غير هنا راه الإنسان المفهوم يتغير. الخلل يا الأخ عادل، وين راهو الخلل؟ وين راه موجود من خلال هذا الشيء اللي سمعته منذ بداية البرنامج؟ الخلل وين راهو، وكيفاش باش نواجهوا هذا الكم من الرداءة اللي راه الآن تنخر في الجسم نتاع المجتمع في كل مكان؟ صارت مرض، صارت داء، يعني راهو مؤدي بالبلاد من خلال هذا الرداءة، مديها للهاوية. وين كيفاش باش نواجهوا هذا الكم من نتاع الرداءة؟ هو مسؤولية فردية، كل فرد من المجتمع الجزائري يلزم يتحمل مسؤوليته. يعني كل والد يلزم يربي النشأ اللي جاي، يلزم يربي ولاده على الـ على الـ على الـ على إتقان اللغة العربية، وبإتقان اللغة العربية ينجم يكون فهم صحيح للقرآن، ويكون يكون فرد صالح في المجتمع. إذا ما كانش فرد صالح في المجتمع ما ينجم يدير والو. لهذا أن إحنا في السابق واش كنا نكونوا مهندس مسلم، ولكن إحنا واش نحوسوا نكونوا مسلم مهندس، والنتيجة مش كيف مسلم مهندس ما ينجمش يكون المنتوج تاعه نفسه كيما المهندس المسلم. المهندس المسلم تديه فرنسا، تديه امريكان، تديه كسمو، ولكن المهندس يكون صالح في المجتمع تاعه. والسلام. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا الأخ عادل من فرنسا. الشريف بقاو زوج نقاط، حاولوا أنك ما تضيف لنا بعض المعلومات باش نختم البرنامج. نعم الأخ نورتين، بارك الله فيك. على كل حال أنا كل حال تكلمنا كثير في عن الراديو الوطني، على المشاكل والخلل فيه. أنا الأول حاجة دائما أقولها هو عدم وجود إرادة سياسية لتغيير الوضع من الرداءة إلى الجودة، لأن المسألة متعلقة كلها بالإرادة السياسية. كذلك أنه نجعل يعني الجودة هي المثل الأعلى في المجتمع، ما معنى ذلك؟ حبيت يعني لما تكون الرداءة من الخلل الموجود الآن في أوساط الشعب الجزائري، هو الرداءة أصبحت هي المثل. سأعطيك مثال باش نفهم الأمر. مثلا إنسان ما يشتغلش ويدفع له الشهرية تاعو، وفي الكثير من الجزائريين يعني ما راحش الشركة يخدم، ولكن الشهرية تاعو تدفع إلى عنده اتصالات مع الكذا، وياخذ شهري المبلغ الشهري تاعو وما يخدمش. فالناس لما تسمع به اصبحت هذه لاشت من يعني من الرداءة، معناتها من الامر هذا غير خطير. اصبح الناس تقول على هذاك الانسان، شفت هذاك يعني انسان ذكي قافز، يعني قادر، معناتها يعطوا له واحد الاسامي ويسميوه بالاسامي، انه هذيك الاسامي ما تليقش بالعمل اللي دار به. هو عمل رديء، عمل يعني يعتبر من الحرام في الشريعة الإسلامية، ولكن الناس يعتبروه يعني قافز، يعني إنسان ما شاء الله. لماذا؟ لأنه يأخذ مبلغ شهري من الشركة وما يخدمش، أو مثلا يخدم نص نهار ويخلص نهار. هذه الأمور أصبحت في المجتمع معمرة، يعني ما أنت الإنسان مثلا كي يتحايل على
على انسان اخر ويحكي لصديق تاعو او يحكي لواحد من المقربين ما يشمئس القلب تاعو، ما يحس باللي قلنا راهو يعمل حاجه يشافز الامر، اصبحت عنده عادي ويزيد يعني يقولوا ها مليحك هكا ضربت الجيم. يعني واحد الامور اصبحت الرداءه كانها هي هي الامر المتعارف عليه في المجتمع الجزائري. وكذلك كان حاجه يعني لاحظتها انا، ما كاش هناك ردود افعال ضد هذه الرداءه. تجد الناس حتى والناس اللي ما يقبلوش هذيك الرداءه تجد منهم ما يتحركوش حتى ولو بالكلمه. لماذا؟ لا ادري. انا واحد من الناس لا ما قدرتش تلقي لها الحل الا القليل. كذلك يعني الخلل هو الدفع بالردي الى الامام وتاخير الانسان ذو الخبره والمكانه في المجتمع الى الوراء. هذوما من امور. كذلك افساد المنظومه التربويه، كذلك من الخلل الموجود كذلك في المنظومه التربويه. المنظومة التربوية كذلك هي يعني فسدوا يعني العمل تاعها واش لازمود يكون. كذلك هذه المنظومة التربوية وقعت خلل في الأسرة، لأن أصبحت الأسرة لا يهمها الابن أو الأخ ماذا سيكون في المستقبل، وإنما يهمها هل يستطيع يعني أن يحصل على لقمة العيش تاعو. معناتها حتى ولو مثلا هو لا يصلح باش يكون في منصب بين المناصب وهو يتقلد هذاك المنصب ويجيب القوت تاع نهارو، باباه وإماه وخاوته فرحانين به. معناتها ولو هو مش مؤهل، حتى أنه بعض الأحيان يعني تأتي بعض الروايات أنه ناس أطباء تخرجوا من كليات الطب ما عندهمش مستوى يعني بالمعرفه، ووصل هذيك الدرجه يصبح طبيب انه باش يعالج يقتل الناس وعائله تاعو عارفه بهذاك الشيء وقابله بالشيء هذاك. معناتها اصبحت المجتمعات قابله. لماذا؟ لان المهم انه يقتاتل من هذاك العمل اللي يعمله، ما يهمهمش انه الخدمة تاعو يعني خدمة كما ينبغي أو لا. كذلك عدم المساءلة، الخلل الموجود كذلك في عدم المساءلة. لما الناس تبني مؤسسات وهذه مؤسسات معدومة من الرقابة توقع الرداء. لماذا؟ لأن من المفروض أن أي مؤسسة تنشأ إلا ويكون هناك رقابة على هذه المؤسسات، وأنا أتكلم عن المؤسسات مختلف المؤسسات، يكون هناك مراقبين أكفاء باش يراقبوا هذه المؤسسات هل هي تأدي الدور اللازم أو هي أنها رديئة فيقومون بتحسينها. هنا ما عندناش هذه المؤسسة، وإنما إذا وجدت وضع الإنسان الرديء فيها فأصبحت ما تأديش الدور تاعها، مثل ما هو مألوف في عهد بوتفليقة من 99 أنه دار لجنة المحاسبة أو لجنة محاربة الفساد، ولكن أربطها بالمفسدين. معناتها لما يجي ملف إنسان ضعيف في المجتمع يديروا له حسابات ويدوه السجن، ولما يجي واحد منهم كما قال يعني أسف جدا أنه صار فيه انقطاع من طرف الأخ شريف، أتمنه أنه يعود يرجع لنا. إذن باختصار تبدأ رداءة من القمة والجنازة، لأن الفرد شريف. نعم يا ترى كنت سمع فيها ما كنتش دوك سمعتك. المهم صار لك انقطاع. المهم معليش كمل المداخلة نتاعك، صار لك انقطاع وعاود ترجعت. تفضل. اوكي بعدين رجل. تفضل. شكرا. على كل حال باش ما نطولش الاخ نور الدين، النقاط كما قلت قبل انه الانسان الخلل موجود انه الدفع بالردي الى الامام و الحلول الاخ شريف. نعم الحل هو اولا وقبل كل شيء
التوعية. نعم. التوعية أول شيء، لماذا؟ لأن التوعية مربوطة بفهم الأمور على حقيقتها. لما الإنسان توعيه ويفهم الأمور على حقيقته، ثم ربما يستجيب للدعوات للتغيير. فأعطي مثل بسيط، فأنت لما المجتمع يفهم أنه الرداءة تصيب يعني تقيسه، ولو هو أنه الآن في هذه اللحظة ما راهوش مقيوس بها، فتفهموا أنه في المستقبل تقيس أولاده أو تقيس أولاد أولاده، فربما تجعله هو يفكر بطريقة أخرى أنه يتحرك لتغيير الوضع. لماذا؟ لأن في بعض الأحيان الإنسان يغفل المستقبل، فهو راضي على حال المعيشة أو عيشها، فينسى أنه هناك رداءة ولابد محاربتها ولابد القيام لتصليح الأمر. فهو ماذا يفعل؟ يسكت على هذا، لأنه حالته الوضعية راهي مستقرة من ناحية المعيشة فقط، لكن من ناحية المستقبل مش مضامن، لكن ما يتحركش. كذلك هناك قضية أنه دور الإعلام كذلك في محاربة الرداءة، وهو تبيان كذلك تبيان الرداءة من الجودة. يعني لما يكون هناك إعلام قوي وتقديم كذلك تقديم إعلاميين في القمة، وكذلك الدفع بحتى المفكرين ورجال الفكر وحتى في كل المجالات من في المستوى، فهذا يساعد على محاربة الرداءة من في كل مجال. عندك كذلك ما نغفلش، وأنا أظن هذا الأمر هذايا أظن يكون في المرتبة الأولى، برك يعني نسيت باش نديره في المرتبة الأولى، ولكن هو الاهتمام بالجانب الروحي للشعب الجزائري. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن في هذا الوقت اللي رانا فيه من المستحيل أنك تراقب 40 مليون لكي أحد يقوم بالعمل تاعو كما ينبغي. فهناك شيء مهم جدا، هو أنه الشعوب الإسلامية خاصة إذا انحرفت عن عقيدتها الصحيحة وانحرفت عن دينها، فتصبح كل الأمور عندها هينة. فإذا أردنا أن نحارب هذه الرداءة، فعلينا بتقوية العقيدة في نفوس الشعب الجزائري، وجعلهم أنهم الدنيا هذه ممر إلى دار الآخرة، وفيه الله سبحانه وتعالى يعاقب كل فرد على حدة. معناتها ما هوش قضية أنه لما يكون وزير أو يكون مدير شركة رديء وما يقومش بالعمل تاعه، معناتها أنت مسموح لك أنك تفعل نفس الشيء. لما هو يفهم اللي أنه الدور تاعه يحلل دراهمه، وكذلك الدور تاعه أنه لما يسير في الشارع مثلا يحترم الناس، فتكون هناك هذا الأمر هدايا يلعب دور كبير في تحسين فهم الأمور للأشياء. لأن أنا أظن خاصة فيما يخص الشعوب الإسلامية كافة، لما فقدوا الخوف من الله وفقدوا العقيدة تاعهم الدينية اللي تربطهم بالآخرة، وأن الأعمال تاعهم ليس فقط في الدنيا فقط أنها تجيب له الدينار وتجيب له الدرهم وتجيب له اليورو والدولار وتجيب له، وإنما العمل الحسن تاعه أنه يكتب له في الآخرة أنه حسنات، وبهذاك يعني تكتمل ويفهم أنه العمل للآخرة هو اللي يخليه يعمل أحسن في الدنيا. احنا ماذا فعلنا؟ فأهملنا الجانب الروحي والعقائدي وركزنا على الجانب الدنيوي، وأصبحنا نعيش كأننا في غابة، كل واحد يبذل المجهود تاعه لكي يعيش يومه بالطرق اللي تتوقعه، وإنما لا يراعي الآخرين. فهذه ماذا؟ لأن فقد
الشخصية الإسلامية الحقيقية التي تنص وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول لا يكون أحدكم إمعة إذا أحسن الناس أحسن وإذا يعني في معنى الحديث أفسد وفسد أو مثل هذا القبيل إذا أساء وأفسد وإذا نعم وإذا أساء وأساء فهنا لما الرسول صلى الله عليه وسلم منع يعني حتى على أنه ولو الناس يسيئوا فالمسلم والمؤمن يحسن لا يسيء لماذا؟ لأن العالم اللي يأخذها في الدنيا ويأخذها في الآخرة العالمة الآخرة هي أقوى من العالمة في الدنيا ولو هو مثلا يغرس الشجرة ويخليها تنبت ويستفيد منها الناس الآخرين فنيانين لكن هو يفهم اللي هذيك الشجرة اللي يتظل منها واحد ولو هذاك الإنسان فاسد وها عنده أجر عليها ما هوش معناتها كي يدير الشجرة ويجلس تحتها واحد فاسد معناتها كأنه ماهوش يدير حاجة مليحة أو يعاون في هذاك الفاسد لا وإنما قادر يجلس فيها الفاسد ويجلس فيها الإنسان الطيب وتجلس فيها يجلس فيها الحيوان يستظل بها وكل إنسان يستعملها فعنده أجر عند يوم القيامة هذه المسألة هذه حساسة جدا في الشعوب الإسلامية وخاصة في الشعب الجزائري لما قدرنا نرجعه لهذا الأمر ستحل كل المشاكل وكذلك أن هناك شيء مهم هو عدم القذف يعني مسألة حساسة كذلك نعتبرها هو عدم أنه الإنسان الجزائري لازم تعطيه المفهوم أنه الإنسان الرديء هو الإنسان الغير طيب معناتها الرداء مربوطة بالإنسان الغير طيب وكثير من الناس ما يربطوهاش بهذا الشيء يشوفوا مثلا واحد ما يخدمش خدمة مليحة مثلا نقولوا احنا انسان نجار ما يخدمش خدمة مليحة بصح يقول لك والله غير يتفهمي ليا مسكين ما كاش لا من الناس ملاح ويتفهمي ليا لازم يخدم خدمة يتقنها ما يكونش عنده غير العمل تاعو رادي وهذا ماذا يحدث انه في المجتمع اي مسؤول يحكم مسؤولية ما يبقاوش يقول لك هذا كان مجاهد ما كاش مجاهد في 54 نعم 66 ديال الاستقلال ما بقاش مجاهد شوفوا شو يخدم الان هذاك انسان بابا جدو مات شهيد باباه نعم شهيد. شكرا اخي شريف ما تربطش الامور بهذا الشيء وانما تربطها بالعمل اللي يقوم به في الـ في الـ في الجوده واحترام الانسان وهذا هو شكرا نعم شكرا اخي شريف اذا نحاولوا ان نزيد انا نضيف بعض الاشياء وباش نختموا هذا البرنامج اذا بعد ما عرفنا وش هي الرداءة وش هي الانواع نتاعها منين تجي الرداءة وش هي الاعراض نتاعها وشكون هما الناس اللي يتقاسوا بالرداءة الخلل بطبيعة الحال هو انه لما نشخصوا الرداءة نلقاو الرداءة هذه راها موجودة في كل القطاعات ربي لما خلق هذا الكون خلق الصالح وخلق الطالح بالتالي ما يقدرش يقول لي من انه شخص يجي يقول لي باللي كاين قطاع ما فيهش الرداءة القطاع موجود في الجيش الرداءة موجودة في الجيش الرداءة موجودة في الجيش موجودة في الشرطة موجودة في الدرك موجودة في الجمارك موجودة في الحماية المدنية موجودة في التربية موجودة في الصحة موجودة في كل القطاعات موجودة في التكوين موجودة في التقديم موجودة في الإلقاء موجودة في كل المجالات المواجهة نتاع الرداءة لابد هو أنه أولا هو أنه تكون قاطعة مع الرداءة يعني انت راك ماكش سراق لما تجري من عند واحد سراق انت راك شاركت في السرقة انت ما راكش رديء لما تكون تنشر في الرداءة راك تساهم في نشر الرداءة والرداءة انواع كاين درك مثلا بعض القنوات الفضائية هو راه ينشر في الرداءة ومن اجل جلب الناس يستعمل في الفرقاعات الإعلامية ويستعمل في الإثارة ويحب يضحك الناس ينشر في الرداءة هو ينشر في الرداءة وراه
كما كان يقول الاخ الشريف، هو انه دا يروح يقدم في خدمه للناس، سواء عن جهل ولا عن طيب خاطر. دوك حنا باش نواجه هذا الرداء لابد هو انه الناس تتجند، لانه المرض راه ينخر في الجسم نتاع المجتمع. الرداء ما يقدرش يواجهها واحد ولا زوج من الناس، لازم نواجهها بالاعلام، نواجهها بالتربيه، ونواجهها بالدعوه، ونواجهها بالاعمال الصالحه. وكما يقول لك لما يكون عمل صحيح هو فيما بعد ذلك العمل الصحيح راه رايح هو يطرد الرداء، يطردها. لكن لما انت تخلط كما قالهاش واحد عندنا واحد المرابط، تخلط انت كما يقولوا الطعام مع القهوه، تخلطها حبه حبك حلو وحبه بيضه، فيما بعد كيفاش راح تفرزها انت؟ لما تدير برنامج هاك تشوف مثلا غير فقط على الاذاعه نتاع وطني، رغم بساطه الامكانيات عندنا ميكرو وعندنا سكايب، مع ذلك الاخوه اللي راهم يشاركوا في هذه البرامج لما يكونوا يتحدثوا يعني بصدق، لما يجي انسان يحب هو يفسد البرنامج يبان، لانه علاش؟ من خلال هذا الطرح اللي رانا نقدمه فيه. فرضنا واقع، الاخ تونسي دير ختام البرنامج باش نخدم البرنامج. نعم المهم كما كنت تقول الاخ نور الدين، الرداء هذه يعني راه يمس جميع القطاعات، ولازم كما نقولوا شخصوها، منين هي، منين الاصل تاعها، منين المنبع تاعها، حتى كيف خرجت. اولا هو لازم نعطيو الانسان الإنسانية تاعو، كما يقولون في الجزائر لازم على الجزائري أنه يأخذ الحرية تاع الإنسانية تاعو، استقلال الإنسانية تاعو باش يولي كإنسان وكبشر. لأن يعني احنا نشوفوها حتى في يعني هذا الرداء هذه وصلت حتى في الانتخابات، يعني كان تصوير بهذا في شيء هم يقولوا الشفافية يعني في الانتخابات، وهي الشفافية في التصوير يعني، ولو حتى التزوير عن عيناني صح. ولهذا الإنسان الجزائري فقد الإنسانية تاعو، يعني ما عندوش حتى اعتبار، أدنى اعتبار للكلمة تاعو، ولا ما عندوش وزن. وبالتالي عشت الرداءة في المجتمع الجزائري، يعني هو الخلل راهو يقولوا في الناس كل لما عمت الرداءة، لما ولدت طمة. لكن الأصل اللي زرع هذا الرداء بطبيعة الحال هو الإنسان الجزائري، معروف بالشهامة نتاعو، معروف بالكرم نتاعو، معروف بالأخلاق نتاعو. يعني أصله كي نوليو نقول بويو ولمو ولا الجد وجده، نلقاهم أصلهم عندهم الأخلاق، وإن كانوا أميين وإن كانوا جهال، لكن بالأخلاق اللي عندهم والطيبة تاع النفس اللي عندهم كانت الرداء ما تبانش. لما جوها الديناصورات الذين كما يقولوا سرقوا تضحيات تاع الشعب الجزائري ابن الثوره وقهروه بالحديد والنار، تشوف اي انقلاب يخرج، تخرج الدبابه ويخرج العسكري، يخرج السلاح هنا، ولا الشعب يقول لك 7 سنين بركات، يعني راهم سفره في وقت الثوره، بركات في وقت الاستقلال، انه تزيدوا ديروا حرب واحده اخرى على جل المناصب. وبقات هذه الرداء هذه ولات تعشت ولحقت في قمة الذروة نتاعها في التسعينات، لما أصبح تشوف الناس الروس تاعهم مقطعين، تشوف التخويف، تشوف الرصاص، تشوف الطيارات من فوق كيف تبومباردي، كيف الراجمات الصواريخ، تشوف الطائرات الحربية. هذا كل أثر على الشعب الجزائري، أنه قبيل تشريف كان يقول أنا ما لقيت لهاش حل، يعني كيف الإنسان يقبل ويقبل ويقبل، هذا هو الحل تاع اخويا شريف. يعني 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 الاخ تونسي حبيتي تقول لي من انه الخوف ولا التخويف والترهيب والترعيب هو يساهم في الرداء؟ اكبر قسط راه في يساهم في الرداء هنا في الجزائر، في الجزائر الشعب الجزائري هو التخويف. ونقول لك اقسم بالله هو يعني يولي الانسان يصفق وهو ما هوش راضي، حتى هو ما يصفقش، هذاك اللي يصفق باش كش ما يقتلات،
لان كيما نقولوا قالوا لك اضحك للقرد في دولته. كيعودوا القرود هما اللي حاكمين الدوله تضحك لهم باش يعطيوك شويه موز. اما الانسان الحر والانسان كيما نقولوا الثوري واللي غير على الاخلاق نتاعو هذاك ما يصفق ما يمشي حتى يموت وما يقدرش يعيش في المجتمع. اخويا نور الدين انك تدخلش عنصر وحدك في مجتمع تاع اعلام وهذا الاعلام هما كنت قام الضباع يعني نورمال. انت لما تشوف انت مثلا دوله اوروبيه وان انك تشوف انت راك ربما شفتهم بعينيك تشوف انسان معاق معاق مش معاق يعني مشلول من ذرعيه ومن كرعيه مشلول نهائي مع ذلك تلقى عنده حقوق في هذه الدوله ويتنقل بالسياره هذيك اللي راه عنده ولا يتنقل بالجهاز اللي راهو عنده يمشي في المترو يمشي في كل مكان بينما في الدول المتخلفه اللي فيها الاستبداد وفيها الظلم وفيها فيها 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 الوسمو تلقى انت انسان بصحته تلقاه تشوفه انت جبل تشوفه انت كما يقولوا سبع في البلاد مع ذلك يهينوه يقلبوه هو انه يبعبع يقلبوه بقره. أسف جدا وأنه الأخ تونسي انقطع له الخط. إذن رانا في نهاية هذا البرنامج. الأخ علي ظهر وأنه راهو كاين فارق كبير نتاع وقت بيناتنا. معليش يا سيدي نخليوك تدخل دير كلمات في نهاية هذا البرنامج حتى باش نختمو هذه الندوة. إذن رانا في نهاية هذا البرنامج. العنوان تاع الحلقة تاعنا تاع اليوم هو الرداء في الجزائر والتغيير. كنا تناقشنا في مجموعة من النقاط. الأخ علي من كندا مرحبا بك. ألو ألو علي راك جيتنا في نهاية هذا البرنامج. ألو السلام عليكم سي نور الدين. وعليكم السلام ورحمة الله. سي نور الدين أنا ما غاديش ندخل ما نقولش عليك. كاين واحد الصديق من هو الأصل تاع عام البرج باغي يدخل هو تبع الحصار. نعم مرحبا بك. غادي نفوت لك. سي كريم غادي تفضل كريم. نعم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ الله يبارك فيك أخويا طفي الإذاعة سمعنا فقط من سكايب. نذكر من سكايب. طفي الاذاعه سمعنا فقط من سكايب باش ما يتعودش الصوت وتفضل مرحبا بك. اوكي عطيت دمريت باسكو انا سي لا بروميير فوا ديال انترفونسيون. ما فيش مشكله تفضل طفي الاذاعه برك. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سمعت تكلم على الرداء في الجزائر. نعم احنا رداء في الجزائر يعني باش يعني ناخذ شويه من الموضوع راك نعاود انه للموضوع ان شاء الله. الرداء في الجزائر بدات من 1830 من الدخول تاع الاستعمار الفرنسي. نعم من الدخول تاع الاستعمار الفرنسي. الشعب الجزائري قبل الاستعمار كان عنده كان عنده مبادئ كان عايش بهذه المبادئ وهذا المبادئ يعني الناس يعني داتها من الجدود وداهم كل الاخ علي الاخ علي راه معاك ناس تما معاك في الغرفه اذا كان على جل باش ما يحدثش تشويش برك يطلب منهم على جل باش يسكتوا لانه بهكذا ما نقدرش نسمعوك. وهكذا تسمعني مليح؟ لا معاك ناس معاك ناس ما راكش وحدك. كاين تلفزيون اسمح لي. طفي من مونتريال من كندا. طفي اذا التلفزه باش نسمعوك باش يبقى يكون الصوت نقي لانه الاخوه اللي راهم يسمعوا فينا ما لما يشوفوا هذا التشويش ما يفهموا والو. اسمع دقيقه. نعم اذا نعتذر لكل الاخوه. اوكي نقص التلفاز باك لان فقط. نعم اعتذر كل أحسن. نعم تفضل تفضل. أوكي. أنا قلت لك الرداء في الجزائر يعني بدأت من وقت في من 1830 من دخول الاستعمار الفرنسي. هي بدأت الرداء من ثم وبعد ذلك يعني الشعب الجزائري يعني كانوا يعني محاولات باش يتحفظوا على التقاليد تاعهم يتحفظوا على الدين تاعهم وكانت محاولات صعيبة لأن كان الاستعمار الفرنسي أول تدخل تاعه كان تدخل بسبب الدين. نعم. احنا قضونا في الجزائر في التاريخ قضونا يعني الاسطورات يعني القديمه هذيك قضونا قالك الاستعمار الفرنسي دخل بهذيك القصه تاع المروحيه
يعني احكي هنا في حكايه الغول المروحه. نعم هذيك المروحه، الحكايه على المروحه. نعم. هو الاستعمار الجزائري دخل، لازم الشعب الجزائري يفهم هذه النقطه، لان الاستعمار الفرنسي دخل وطلب الاذن باش يدخل للجزائر من 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 انجلترا، من من من, 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 من انجلترا على الوقت، لان انجلترا كانت قويه في هذاك الوقت. ويعني والفرنسيين يعني قنعوا البريطانيين بالدخول للجزائر بغرض ديني باش يحاربوا الدين، وبداوا يحاربوا في الدين، وبداوا يحاربوا في القيم تاع الشعب الجزائري، حتى ناض الشعب الجزائري في 54 والثوره. الثوره واش دار الشعب الجزائري؟ انه ناض يحارب فرنسا بالدين. انا الابد يعني يعني كان مجاهد يعني باش الله ربي شلا يتقبل منه. آمين. وكان في في الناحية تاع القبائل، وصرح لي أنه هو دخل بسبب التوعية تاع جمعية علماء المسلمين. نعم. وكانوا يعملوا فيها يعني شباب ما شاء الله، هما اللي وعاوا الشعب الجزائري باش ينوض ضد الاستعمار هذا. نعم. والاستعمار الفرنسي يعني في أول الأمر يعني كان عنده تصدى لهذا المقاومة. ومن بعد عرف في واحد الوقت، عرف بعد ما جاء دوغول، عرف بانه راح يخسر ان شاء الله، راح يخسر. واش ناضوا ديرو الفرنسيين؟ ناضوا حضروا الناس بعد الاستقلال، وهذا الناس هما اليوم يحكموا فينا في الجزائر الان، وداو يعني لي تيتر تاع مجاهدين، وداو لي تيتر تاع مثلا على راس مثلا بوتفليقه، يقول لك رئيس بوتفليقه مثلا دار ثوره في الجزائر. هو لا، هو فرنسا حضرته لما بعد الاستقلال، وحضرت الناس امثاله مئات لبعد الاستقلال، وكانوا يعني. والمثال على ذلك انه يعني الناس اللي كانوا القاده الكبار تاع الثوره الجزائريه قضوا عليهم قبل ما تخلص الثوره، لانهم الناس اللي كانوا عندهم ممكن يمشيوا الجزائر بطريقه يعني بطريقه دينيه بطريقه سليمه، وخلوا كما يقولوا خلوا لاراكاي. وزيد شي واحد اخر، احنا في القران والحديث الله سبحانه وتعالى ما خلانا اي شيء، يعني القران فيه وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه جوامع الكلام، اعطانا كلام. كان ايه عظيمه في القران يقول لك ومنهم من قضى نحبه ومنهم من انتظر وما بدلوا تبديلا. دائما ننسوا الشطر الثاني تاع الايه، هو وما بدلوا تبديلا. كاين ناس مثلا خدمت الثوره كانوا في الجهاد، ولكن بعد الاستقلال غواكم الماده، لانه اي محاوله تاع الناس راح النظام هذا يشري المحاوله تاعهم. كان مثلا الناس دخلوا مثلا بالنيه تاعهم، مثلا كما كانوا بعد التسعينات مثلا دخلوا الناس من حماس، دخلوا في النظام، دخلوا من النهضه، ولكن النظام قدر باش يشري هذه الاشخاص. نعم الاخ كريم، المهم احنا رانا كنا تحدثنا منذ بدايه. نعم الخلل وين راه، وش هي الاقتراحات نتاعك على جال باش نواجهوا هذا الرداء؟ انا الاقتراح تاعي، لان الشعب الجزائري لازم يفهم بانه الاباء تاعنا اللي داروا الجهاد خرجوا فرنسا خرجوا الجسم تاع فرنسا، ولكن ما خرجوش الروح تاعها. لازم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد غزوه بدر، خرجنا من الحرب من الجهاد الاسرى الى الجهاد الاكبر. نعم. وصلنا في جهاد اكبر من اللي داروا الوالدين تاعنا، لازم نكملوا الرساله تاعهم. ولازم نفهموا ان في الجزائر الناس هذين اللي يديروا الرداء هما الناس خلتهم في فرنسا باش يفسدوا، ودخلوا في الحركه العالميه تاع الماسونيه اللي هما طلقوا لنا في الجزائر. مثلا في الجزائر داروا لنا مثلا سيرتاني بوك، داروا لنا في التسعينات داروا لنا البارابول جرافي، وهنا في كندا مثلا ولا في فرنسا ولا في اوروبا ولا في اي ناحيه في العالم، بس حتى هذوك القناه تاع الفساد هذوك تسلك عليهم فهم كبير. في الجزائر داروا لنا باطل، وهذاك الباطل هذاك مش يعني ماشي هكذاك، هو عنده هدف يعني فسدوا الشباب تاعنا. وكما قالوا الاخوه من قبل دخلوا فيهم العقليه تاع الخوف، يعني تاع النظام هذا كون يتغير وراح يصير مشاكل في الجزائر وراح يصير. هو النظام هو لازم الناس الشعب كما قال الاخ من قبل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولكن باش يكمل الحديث تاعه، قال لهم ولكن وطنوا انفسكم، احسن الناس ان تحسنوا وان اساء الناس الا تسيئوا. هذا هو المفهوم تاع الناس اللي داروا التدخل، لازم يكملوا الحديث، لان هذا الجزء الثاني تاع الحديث فيه معنى، فيه يعني حكمه كبيره، انه الناس
يوليو للطريق تاع الله سبحانه وتعالى، يوليو للطريق تاع الله سبحانه وتعالى، ويعملوا ويدعوا وما ينسوش الاستغفار، لان مثلا هذا النظام هذا خطر، راح يفسد الجزائر وخرب الجزائر. ها في الاونه الاخيره نسمع بهذاك اللي كان يلعب بالزونه مع المناعي، عنده 300 مليون اورو في الراصد تاعو في فرنسا. يعني اخر شيء هذول اللي داروا الفساد. وانا مثلا المجيء تاع بوتفليقه الهدف تاعو شو هو؟ الهدف تاعو انه يرجع حتى الناس كل الشعب الجزائري صداق، لانه هو اول صداق في اول صداق يعني ظهر في الجزائر، باش حتى بهذاك مثلا العامل تاع البلديه تروح تخرج تروح تجيب مثلا عقد زياد يطلب منك رشوه. والبلاد اللي فيها هذه المحرمات هذو تاع الرشوه، الله سبحانه وتعالى يهز منها البركه ويكثر فيها الفساد. لازم الدعوه، لازم الرجوع الى الله سبحانه وتعالى، ولازم الناس تفهم باللي عندهم مهمه كبيره انهم يخرجوا هذا الجند، يكملوا الخروج تاع فرنسا، لان الاستقلال تاعنا يعني اون با اون انديبوندونس، اون ايتي ارناكي في الانديبوندونس تاعنا. استقلال منقوص، استقلال مش غير منقوص، ما كانش، لان خرج فرنسا جسديا، لانه دوغول لما خرج يعني شاف الجنود تاعو انهم يموتوا، قال لك لا خرجنا من الطريق نوليو على الباب. هما اللي يديروا الفساد في الجزائر، وهما اللي يديروا المجازر تاع التسعينات، وهذا اللي جابوا هذا النظام، جابوا بوتفليقه، جابوه باش كيما نقول لك يكاموفليو الجرم تاعهم اللي في الجزائر، وهم يوصلوا في الفساد. وشوف سبحان الله الواحد قهر. المهم اخي كريم، اسف جدا، راهو عندك تشويش في عندك ان فون على بالك، تشويش التشويش اللي راه موجود في القاعه اللي راك فيها كامل برا، وبها الطريقه على بالك الاخوه اللي راهم يسمعوا فينا راح نشوشوا عليهم. المهم فرصه شكرا، فرصه اخرى ان شاء الله. الله يبارك فيك، شكرا، ونعطيكم حلو ان شاء الله باذن الله. الله يبارك فيك، شكرا اخي كريم. المهم اسف جدا، رانا في نهايه هذا البرنامج. الميكروفون من فضلك الاخ كريم، الميكروفون طفي الميكروفون، راه تشويش كبير. اسف جدا، المهم اسف جدا لكل الاخوه على هذا التشويش اللي راهو خارج عن النطاق نتاعنا. اتمنى هو انه في هذا البرنامج رانا اضفنا بعض المعلومات، وحاولنا هو انه نحيلكم البحث في هذا الموضوع بشكل اعمق. نتمنى هو ان نلتقي في برامج واحده اخرى ونتناقش في مواضيع واحده اخرى اللي تهمكم وتهم الراي العام في هذا البلاد، على أمل أن نلتقي مجددا. إذن نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا، بارك الله فيك. الجزائر حررها الجميع، وأخطأ في حقها الجميع، ويبنيها الجميع. حد مين؟ نعم، من أجل مساعدة وطنية. حد مين؟ شيء أدو وطني.